الويلد بريس والجماعه دي ستيل العربي ده شويه ما بتلقى ما مدعوم، ما ما مدعوم يعني. مدعوم بالضبط. اليوزرز، اليوزرز هاي اليوزرز سواء العربي ما كتار، وبعدين من ناحيه ايكونوميكلي ما بيجيبوا قروش يعني. الناس يوم ده نحن الكونتنت اللي طلعناه والسوداني ده كله لو خدتيته في اليوتيوب عشان تمونيتايز، والله الا تدفع من جيبك. ما ما تزيد بجيب تجيب ما لك بجيب قروش، اي ما بيجيب اي قروش. اي تمام، انا شكله طلعنا لايف انتو ياسين يا حبيبي، تفضل. اوكي تمام. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمسية جديدة من أمسيات ونس على دروب المعرفة، على دروب النجاح. طبعا أخذنا طوالي الكلمة بتاعت المعرفة والونس على دروب النجاح. طبعا قبل في كتاب يا جماعه، كتاب جميل جدا جدا، الكتاب ده اسمه حكاوي كانتربري السودانيه. تمام، الكتاب ده فكرته انه المؤلف بتاعه اسمه دونالد هولي. دونالد ده يعني انجليزي، فجاته فكره انه يا اخي يكتب او يوثق للناس اللي اشتغلوا في السودان، يعني من الناس اللي هم كانوا ايام الحكم البريطاني او الاحتلال في السودان. فجمع الناس دي قال لهم يا جماعه انا دايركم تجوا تكتبوا لي انطباعاتكم عن فترتكم اللي قضيتوها في السودان، ما يكون يعني ما بعيدا عن السياسه، بعيدا عن اي حاجه عنصريه او جهويه او قبليه. فالكتاب ده يعني طلع حاجه جميله رائعه روعه ما عاديه، لانه يزور بس بيجي يكتب انطباع عن السودان، والله انا اشتغلت في الجزيره، انا اشتغلت في دارفور، انا اشتغلت في الشرق، انا اشتغلت في، حتى الناس اللي ماتوا اخذ الحكاوي دي من اولادهم ومن نسوانهم. نفس الفكره يا جماعه، نحن هنا دايرين نتبنى او اتبنينا في مبادره الباحثين السودانيين برنامج ونس على دروب النجاح، اللي هو نحن شنو الهدف، الغرض الاساسي من الفكره دي يا جماعه التحفيز كلنا نحن، انه يعني نجي نطلع على سير الناس الناجحين، على سير الناس اللي ما شاء الله يعني وصلوا مراحل متقدمه في العلوم وفي التكنولوجيا وفي البحوث. فنحن بنجيب لكم يا جماعه، نحن هنا عشان كلنا نشوف سير ونشوف انه الناس دي برضه الحاجه اللي وصلوا لها دي ما وصلوا لها بالساهل يعني. تمام، الليله طبعا يا جماعه هنستضيف غامه من غامات السودان، عالم من اعلام المعرفه في السودان، يعني مهما انا اتكلمت لكم عليه عنه شهادتي فيه مجروحه. تمام، لو نحن عايزين يا جماعه الليله نتكلم عن الضيف بتاعنا ده، ما شاء الله يعني لو خشيت في الفيسبوك كتبت في الجوجل وكتبت اسمه بتلقى بحوث يعني ابريشيتد من اليونايتد نيشن، يعني حتى الامم المتحده، البنك الدولي، حكومات زي حكومه ابو ظبي، زي الحكومه البريطانيه، زي الاتحاد الاوروبي، كلهم الناس دي يعني غدروا المجهود اللي بيعمل فيه الراجل ده. تمام، الليله يا جماعه ضيفنا حيكون بروفيسور علام النور، وهو سوداني، عشان قبل كده واحد سالني قال لي بروف معيز سوداني ولا ما، طبعا بروف علام سوداني. وان شاء الله الليله يا جماعه هنغوص مع بروفيسور علام في يعني حياته، من بدايه يعني حياته النشأة الميلاد لحد ما الليله جاني هنا واتكلم لنا عن النجاحات اللي حققها. اولا في البدايه يا جماعه نيابه عنكم بشكر بروفيسور علام شكر جزيل، لانه انا متاكد انه يعني الراجل ده قطع علينا من زمنه بصوره ما عاديه، لانه انا عارفه مشغول جدا جدا. اتفضل يا بروف. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أخونا ياسين، شكرا لك جزيلا والورد في الله. وأنا حقيقة تقول لحظة جميل، ما حصل قبل كده، قعدت في حتة يقعدوا يسألوني عن حياتي وما عملت شنو وسويت شنو، وأخذت الموضوع بيضحك يا أول أسبوع الفات وقبله. لكن حقيقة والله الكرسي ده صعب جدا. أنا بقول لك هسه والله يا ياسين، بيكون الناس اللي أنت جيت قعدتهم في الكراسي دي كلهم ما حسوا بالقعده دي بخطورتها الا بعد ما زين قعدوا معاك، لانه يعني ذول ما متعود يقعد يسالوه يعني مشيت وين واتولدت وين. حتى انا قبل ضربت لابوي قلت له انا يا بابا انا اتولدت وين؟ قال لي انت اتولدت في مدني. قلت له انا ما عارف في مدني، لكن وين في مدني؟ دي ذات اللي سالوني بعدين. فاكتشفت حاجه الليله، انا يا دوب الليله عرفت ولدوني. وين بيصدق الكلام ده يا ياسين؟ والله العظيم انا يا دوب الليله عرفت انه اتولدت في اتحي في مدني. يعني دي من الحاجات اللي هتعرفها بعد شويه، بوريك صعوبه الحاجه اللي انت بتعمل فيها دي. والله يا ياسين عمليه يعني مخيفه صراحه، لانه
اكتشفت الليله انه انا اتولدت في حي انا اول مره اعرف اني اتولدت فيه، بس اول مره ارجع مدني السودان همشي اشوف الحي اللي اتولدت فيه ده، لانه كل الفتره دي احنا هو ذكرياتنا من كبار. فلكن شكرا لك جزيلا، وانا اتمنى انه يعني لانه زمان في السعوديه صاحبنا عبد العظيم بيقول لك اصعب حاجه تخرب لزول خميسه، فالخميس ده انا بس كنت عزابي يعني بيقول لك حذر جدا ما تخربوا للناس، فاتمنى انه ما اخرب للناس خميس، واتمنى انه خميس ده يكون مفيد، واتمنى انا ذاتي اكون في لي فائده يعني، لانه دي كمان ونسه زي ما انت قلت، فاتمنى ونستي دي تكون فيها فائده يا سين. وشكرا لكم وشكرا ذاته لمقدمتك، زي ما بيقول الواحد مش ما بيستاهله بس، وانما يعني الكلام اللي قلته ده ذاته خلى الزول ذاته ما عارف يتحدث عني من وين، لكن المهم انا سعيد جدا ومبسوط جدا اكون معاكم، وحقيقه انا يعني انت قلت شهادتك في المجروح، لكن انا شهادتي فيكم وفي السودان في مبادره السودان الباحثين السودانيين دي مجروحه شديد طبعا، لانه انا يعني من الناس الغلائل زمان يعني، مثلا لما قعدت ارجع تذكرت انا تيدكس دي بتكلم مع انور ده من 2000 اظن 9 ولا 10، ومن زمان علقت عليها وقلتها، واخر مره قلتها كان لي اظن لبروفيسور انتصار صغيروني فهي لي كده، قلت لها يا اخي المبادره دي بس تشيليها دي وزاره العلوم والتقنيه بتاعتك صراحه، يعني السودان الليله دي ده رايي والله، قلته قبل كده وما مجامله وقلته 100 مره يعني ما مره ولا مرتين، انا في رايي الليله دي لو في وزاره شباب ولا وزاره ابداع ولا حاجه يبنوها على 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 على, 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 على السودانيز فاونديشن ريسيرش فاونديشن دي، لان حقيقه الشغل اللي بيتعامل فيها ده يعني انا كبير كنت بتكلم مع منو يا ربي والله ما بتذكر، كنت بتكلم مع منو كبير قلت له نحن في سودان ما قاعدين نعمل الشغل ده، كبير كان بيتكلم معي ناس بمناسبه قلت له نحن صح هاي بنجيب الباحثين ونساعي ونشوف ونحاول نصيرهم للعالم، لكن البيبني تحت في السكيلز وبيهي فيهم السودانيز فاونديشن، دي حقيقه انا قلتها مليون مره، يعني البيبني تحت في الشباب وبدعم فيهم سودان ما قاعد تدعمهم، نحن الشباب ما نتكلم عنه انه الشباب يغودوا وغيره، لكن حقيقه انا ما داير ابدا الحوار طوال نخش فيه طبعا، لكن والله حقيقه يعني انا الوقت اللي انت بتقول غالي ده والله اقل حاجه الزول يعملها لمبادره الباحثين السودانيين، وليك ذاتك يا ياسين يعني انت زول ما هين وانور ذاته ما هين، وربنا يوفقك وان شاء الله نكون خفيفين على الناس الجايين يسمعوا لنا دي. الله يديك العافيه. طبعا يا جماعه الناس اللي ما بيعرفوا بروف علام يعني عن غرب، الراجل ده ما شاء الله يعني راجل ممتع جدا في الونسة، ويعني كلامه جميل ورائع، وكان عندنا معه صولات وجولات يعني تمام. يا بروف انا حرجعك شويه كده، حرجعك للحته اللي انت قلت والله انا اول يوم اتعرف انه اتولدت وين، فكده ارجع لنا شويه كده للتاريخ ده. والله يا ياسين انا لحد ما يمكن جيت اليوكي دي عارفه انه انا اتولدت في مدني، لكن ما في يوم سالت ذاته مدني دي وين في مدني وين، وانه مولود يوم 8/11/1968 طبعا من زمان، حصلت واحد قال لي انت قال لي بالله انت دفعت الزول بصلعه ده يعني بيسهر عليه طبعا بالصلعه وكده انه ارسلنا، لكن اللي انا عارفه وكان بيقول لي فيه وبيعملوا لي عيد ميلاد فيه ويوم 8/11/1968 اكتشفت بعد ما جيت اليو كي دي وانا زول كبير باولادي، بعد توفت امي الله يرحمها في 2010 وجينا شهاده ميلادي لانه تلقت حاجات كثيره كده طلعوها، لقيت انه انا مولود يوم 7/11/1968، حتى قبل بتكلم مع ابوي قال لي ما خلاص يوم 7 ده امك اتوجعت بيك دخلوها المستشفى انت ولدوك يوم 8، قلت لك يا ابا انت بالشهاده قاعد بين 7 ليه؟ فانا شخصيا لسه بقيت ذاتي جايط ما بين 7 و8، لكن في شهاده الميلاد مكتوب انه اتولدت يوم 7/11/1968. اتولدت وين؟ عرفتها الليله قبل والله، وكل الفضل يرجع لكم انتوا، بس حرجع افتش البيت ده، قالوا انا اتولدت حسب كلام ابوي جبيل في حي في مدني اسمه مربع 11، مربع 11، الحي ده مشهور جدا. انا الحي ده انا بعرفه في مدني وناس مدني بعرفه كويس جدا جدا. مربع 11 ده بسمع بيه لانه اسره امي الله يرحمها كلهم هناك، ناس يوسف ومشيلح دي. فابوي قال لي نحن كنا اساسا في مارنجان، دي انا بتذكرها يعني، لانه كل مره ابوي مره ودانا في مارنجان ذاته في مشروع الجزيره. وقال ده بيت كنت زمان بيتنا كنا ساكنين فيه، وابوي اساسا كان شغال في مشروع الجزيره زمان في مارنجان، وبتذكر ودونا مره قالوا لنا ده البيت اللي كنا عايشين فيه.
فانا لما جاي يلدوني اهو كالعاده شالوني، مشينا من مربع من مارنجان محل عايشين ده، جينا مربع 11 في مدني عشان اهل امي هناك الله يرحمها، اللي هو جدنا جدها وابوها وامها اسيا عركي. فجو هو ذول بيشيلوا، طبعا لحصل معظم الناس بيمشي بتلد المره في بيت امها، فمربع 11 ده انا بسببكم عرفتوا الليله وحامشي ليهم. اللي بتذكره بعد ذاك انه انا ذكرياتي كلها بتذكرها، بتذكر من حي بيقول له كنان ولا شو ما بعرف، في حبه بسيطه منه، لكن ذكرياتي كلها في البحوث الزراعيه لانه سنه اولى بديت هناك. فده تقريبا بولادتي، اتولدت في 7/11/1968، مع انه هسه جوازي قال وريت كلهم ما في 7/11 لانه بعد ذاك سنوني بي 1/1/63. يعني السودان شوف انت مولود 7/68 تمشي الخمسيون الطبي يعني كان ما عندي شهاده ما اتلقت طوالي الدوك 1/1/63، يعني ما بعرف اظن الزمن ذاك لانه بيطلعك من التجنيد. فيمكن دي الحته اللي انا عرفتها اللي هي في مدني 7/11/8 7/7/68. عداك المراحل كلها الابتدائيه والمتوسطه مش كده؟ الابتدائيه حسب كلام ابوي جبيل بديت سنه اولى في مدرسه شيخ ابو زيد في بانت. ممكن القى فكره للقصه دي لانه بانت دي فعلا محل هو قريبه للحته اللي كنا عايشين فيها دي. وما تميت قالوا اخرها في المدرسه دي، اصلا جبت صورتها دي هيئه البحوث الزراعيه دي. الصوره دي فعلا دي مدرسه البحوث الزراعيه، فابوي قال انه بديت في بانت وجابوني تميت في هيئه البحوث الزراعيه اللي هي دي انا بتذكرها فيها. لما دخلت مدرسه بانت دي اللي هي في حي بانت ده، كان كنا ساكنين في حي اسمه حي وتكنان ولا الثوره ما بعرف، هاي تجاه السوق الشعبي ديك. بتذكر شويه كده الحي ده، لكن اظن بانت دي احتمال اختاروها لانه كانت قريبه لي جدا سعد الحركي، لانه مدرسه شيخ ابو زيد دي في بانت. جيت بعد ذاك مشيت البحوث اللي هي المدرسه اللي قدامكم دي، ومدرسه زمان كانت مختلطه اولاد وبنات. لما رجعت هسه قبل فتره اشوفه ومي كان بتمشي هناك، مشيت اشوفها تابعه بعد امي الله يرحمها، لقيت انها فصلوها بقت اولاد وبنات، نفس المدرسه بس قسموها بقت بهنا اولاد وبهنا بنات. لكن زمان زماننا ما كانت بنين، كانت مدرسه هيئه البحوث الزراعيه المختلطه، يعني قرينا الفصل نحن مع بعض اولاد وبنات. فكملت فيها بعد ذاك لحد ما خلصت الابتدائيه دي، كانت 6 سنين زماننا. وبعد ذاك مشيت المدرسه الاهليه باء، كان في اهليه الف وباء. وبعد الاهليه بدي 3 سنين مشينا مدني الثانويه 3 سنين، يوم انها بعد ذاك مشينا الجامعه. كنت طالب متفوق يا بروف مش كده؟ والله دي جميل ابوي، قلت له انت الكلام ده بتقوله واسع على القدره ده خلاص هات ويشوف. قلت له قال لي انت كنت متفوق دوما وانا وانت، قلت له ده انا عارف يعني، قلت له شنو الحاجه اللي بتذكرها لي عشان بعدين انا ما اقعد اذكر الحاجات اللي انا كبير عارفها. فقام قال لي انت كنت متفوق جدا، قلت له يابا هاو تاني، قلت بس مش عارف الحاجات اللي هناك. قال لي يا اخي انت كنت شجاع جدا وبتطلع بالليل الفجر تحصل بصات مدني الصباح ما بتخاف. قلت انا بتذكر بس البحوث دي، ودي جات فرصه طالما انتم بتتونسوا معايا اذكر هنا اول زول داير اذكر ليكم، اللي هو عندي زول كنا قاعدين انا وهو في مدرسه البحوث دي في الفصل قاعدين جنب بعض كده، الكنبه بتشيل اثنين ديك قاعدين كده جنب بعض. الزول ده اسمه عصام الدين احمد عيسى خلف الله، مهندس قديم جدا في الامارات هسه قاعد خجر هندسه ميكانيكا. اصل ما بنسى القصه دي، كنا قاعدين كده جنب بعض انا وعصام احمد عيسى خلف الله، دفعتنا كلهم يعني تفرتقوا طبعا هسه. فالبتذكروا انا قلت لك قبل كده في ابو ظبي، بعثت ابو ظبي بعد مشيت الحكومه لقيته طبعا قاعد زول يعني دفعتي جارنا. قلت له الذول، قلت له انا اصلا ما قدرت افوت يوم من الايام زراعه، يعني حلخبط لكم قصتكم شويه. القصه دي جابه شنو، كنا في ابو ظبي نتونس وجات سيره نافع علي نافع اللي هو وزير مع النظام البائد ده. نافع ده درسني انا قدام كنا، واي ذول دفعت بكون درسوا نافع. فبتذكر لحد الليله بمناسبه انت قلت لسه متفوق ما متفوق دي، في كليه الزراعه كان في كورس اسمه جينيتكس وايكولوجي، 50 نصه جينيتكس ونصه ايكولوجي. الجينيتكس كان بيقريها نافع علي نافع ده زاد بتاع الامن اللي بتعرفه ده، والايكولوجي كان بيوريه بروفيسور اسمه بروفيسور بيباوي. انت الماده مع بعض بيجمعون، فالجينيتكس دي
انا بتذكر جبت فيها 48 من 50، يعني بس شالوا مني نمرتين، ويمكن لانه كنت بحب الماده دي حب ما عادي. وقام لما نافع ده كان من القصص اللي انا بتذكرها اللي بيطلعهم في بيناديهم للفايفا، ما كل الفصل بيجيبوا يمتحنوا في الفايفا، بيجيب الناس ايضا ساقطين او مبرزين فوق. فانا اسمي طلع مع الناس، بتذكر القصه دي لحد فرصه ده احكيها للشعب السوداني ده. مشيت قابلت نافع، على نافع ده في مكتبه. انا لما دخلت جوه قال لي، لا لسه بتذكر الكلام ده، قال لي انت عارف انا ناديتك ليه؟ وطبعا بترجف لانه كان صراحه زول صعب جدا ولسانه صعب جدا للامانه، يعني كان اجريسيف جدا في الفصل، يعني اصله ما كان حلو يعني المحشر بتاع زملائي كلهم طبعا قاعدين، يعني احنا كنا 230 طالب وطالبه، يعني ده ما وقت عشان نقعد نقلب القصه للسياسه والناس، لكن قصه جابت السيره دي مهمه جدا. نعم كان في الفصل صعب جدا، يعني انت ممكن ينهارك نافع ده جوه الفصل ده حقيقه يعني. فقام قال لي انت عارف انا جبتك ليه؟ قلت له والله يا اخي برجف. قال لي انت، انا جاي اسالك سؤال واحد، انت عرفت الجينيتكس دي وين؟ لانه ما من العادي قال عنده ذات زول يجيب له 40 من 50، هو ما هي 50 50، 50 وراثه و50 البيئه اللي هي الايكولوجي كان بيقربه بروفيسور البيباوي ده. نعم قلت له والله انا الكلام المسائل الاربعه بروبلمز تحلها في الامتحان بتذكر، قلت له الاربعه بروبلمز دي وما بيعرف عنها اي حاجه، لا بيعرفني انا في البحوث ولا قاعد في البحوث ولا بيعرف ابوي منو ولا امي منو الله يرحمها. قلت له الحاجات دي اللي انت الجينيتكس دي انا شفتها بعيني دي، ودي فرصه عشان ذاته كمان اذكر بالخير، يعني دي الحاجات اللي بتعلمني انا جدا والله دائما يا ياسين ويا انور، انه في علماء عملوا حاجات في السودان ده للاسف للاسف الشديد ما في ذول ذاته بيفكرهم في برا، هنا كان بيعملون تماثيل يعني. فدار اتذكر هنا اذكر بروفيسور عبد المنعم الاحمدي، ده كان جارنا في البحوث. بروفيسور عبد المنعم الاحمدي ده اشطر زول كان في الجينيتكس، يعني السودان دي لو جبت كلمه وراثه اشطر اثنين بيعرفوا وراثه كانوا بروفيسور عبد المنعم الاحمدي، هي لسه هو في ربنا يطول في عمره في جهه الحلفايه ديك بيته انا بتذكره، ونافع على نافع ديل كانوا دفعه واحده. وانت قلت له والله يا دكتور نافع انا البتاعه دي انا ساكن في البحوث، ومشيت للزول بتاع الجينيتك ذات اسمه عبد المنعم الاحمدي وبمشي له، قلت له كل مره قال لي لو دارت تشوف التلغيح ده بعينك يا علام، يعني انا والجيران وتحلته، قال لي تجيني المغرب لانه بنعمل التلغيح بتاع الحبوب اللغاح والكلام ده، قال لي مع المغرب. طبعا ما تسالني هسه ليه، لانه انا نسيت الجينيتكس كلها طبعا، هسه ما بعرف جينيتكس. فبتذكر ناس الجينيتكس او ناس الوراثه بيعملوا اللغاح ده في العيش والقمح وكده مع المغرب، مع زان المغرب، مع المغارب كده. فقمت قلت الكلام ده لنافع، علي نافع ده زاد ولسه في السجن ده، قلت له والله انا الكلام ده مش بجد بعرفه، بس قلت له الجينيتك دي انا بحبها جدا وحببني فيها زول اسمه عبد المنعم الاحمدي بس. طب قال لي انت بتعرف من وين عبد المنعم؟ قلت له انا ساكن في البحوث انت ود منو ود فلان بتاع. قال لي يا اخي عبد المنعم ده بتعرفه؟ قلت له بعرفه حق المعرفه ده جاري يعني ربانا يعني عمن. قال لي انا في كليه الزراعه لحد ما اتخرجت، الزول اللي ما قدرت افوته كله عبد المنعم الاحمدي ده. انا والله للامانه عشان كمان الواحد يكون امين، ما بتذكر يا تون ما قدر يفوت الثاني، غايت يفهم واحد نفس مشكلتي انا وعصام دي، عصام ده انا كل ما قدرت افوته، عصام ده بيجي الاول انا بيجي الثاني، الاول اصلا شفت الامتحانات دي كان زول بتاع قرايه الله يطول في عمره قاعد في الامارات في بلديه ابو ظبي، فعصام ده كان بيجي الاول دائما احنا بيجي الثاني، يعني عشان اذكر لك القصه دي. فبتذكر القصه دي لما ذكرها واحد فيهم لي عبد المنعم الاحمدي، بروس عبد المنعم الاحمدي اللي هو قال نافع كله ما قدر يفوته، ولا نافع قال عبد المنعم نهائي ما قدر يفوته، 5 سنين في اتاخرتهم كليه الزراعه. ف الكلام ده انا ذكرته ليه؟ لانه عصام احمد عيسى ده الله يطول كل الخير قاعد في الامارات هسه، مثلا انتم قد يكون ما جا في الرادار بتاعكم انه مثلا منو عصام احمد عيسى ده المهندس ده منه، وكان بيفوت علام في 5 سنين في 6 سنين، يعني انا جيت سنه اولى بعد اولى بعد سنه ثانيه في اولى دي، ابوي قال لي انت كنت الاول، ده كلام ابوي ما اعرفه، لكن انا جيت البحوث دي اول امتحان لي كان في ثاني، لحد ما تخرجنا كان بيجي عصام ده الاول كنت انا بيجي الثاني، وفي الفصل البغادي كان بيجي واحد اسمه هيثم حسن فضل دفعات ناس في امريكا، يعني بهناك بيجي هيثم ومعتصم ابراهيم بذكره، بهنا بيجي علام وعصام، والفصلين ديل اللي بيكون التوب بتاعهم كان عصام ده. حتى لما رجعنا بتذكر يوم وراني شهادات في ابو ظبي، قال لي يا ابوي رسل لي، قلت له يا صاحبي انا عارفك كنت اشطر مننا ما توريني انا عارفك، فاسال ربنا يطول في عمره ويخليه اولاد. فوالله التبريز ده يا ياسين ما اعرفه كيف، لكن ده وضعي، كنت باجي دائما الثاني في ده في المتفي ابتدائيه،
لكن هو طبعا كلنا بنقرا، وانت زي ما كلكم بتكونوا شفتوا طيب القصه دي. من بعدك من المدارس انتقلت انتقلت للجامعه، فاخترت طبعا يا جماعه بروف علام ده درس دي برضه نقطه مهمه جدا جدا يا جماعه، بروف علام ده درس زراعه وسع زي ما حكى لكم وكده يعني. فانا داير اعرف انه يعني انت عندك من يعني نفس كل الشغل بتاعك، الاقتصاد المبني على المعرفه، التنميه المستدامه، الزراعه دي خشيت على الرغبه ولا الحصى شنو بالضبط كده؟ والله تخيل يا ياسين، السؤال ده والله سؤال ده والله سؤال جميل. انا نفسي كان اساله من زمان والله، لكن زوجتي هم ما سالتني ليه، ما في نص سالني السؤال ده. لكن السؤال ده والله اجابته هتستغرب لي. انا دخلتها برغبه، ويمكن اللي حببني فيها انه انا اتولدت في يهو، قلت لك اتولدت في مدني ديجيتال بحوش من عمري سنه، عمري في سنه اولى، نعم فعايش في البحوش دي ما قمت. وصراحه البحوش دي كان فيها ناس يعني علماء بمعنى الكلمه، المرحوم فيصل مرغني رحمه الله عليه، وبروفيسور اسمه حسن اسحاق، وكان فيها البروفيسور عثمان احمد علي، يعني بحببوك فعلا في الزراعه. بعدين بتشوف انهم ذاتهم طوال الخواجات جايين، وما بعرف ناس الامريكا جايين، وحتى الذي اخذ جائزه نوبل او الحامل لجائزه نوبل في الثوره الخضراء بروفيسور بارلوك ده، انا قابلته جوه قاعه البحوث الزراعيه. تخيل نوبل، زول باخذ نوبل كان بيجي البحوث، وهي حقيقه كانت نمبر 1 في افريقيا كلها، كلهم دكاتره. يقول لك ما بعرف قرف نيوكاسل القرفي وين، والمرحوم نصر الدين شرف الدين، والمرحوم سعيد فرح، كلهم بروفيسورات تسمع دوره. ده كان فيها كميه ضخمه. وسع بروفيسور ابراهيم الجاك، بس كنت بزعل ابوي منه والله في مدني برضه، زول يتذكره بالخير. بروفيسور ابراهيم الجاك ده قالوا القط نظيم هجن وخليه يطلع ملون ذاته من جوه بطن امه مثلا. يعني في ناس كان بيحببوك في اجد يعني، وانا ستيل ما زلت اتمنى لو في وقت زول بعد يمشي يعني يرجع للزراعه. لكن يس كان عندي فيها الرغبه. لكن انا قصتي مع الزراعه دي يمكن قصه غريبه جدا. كان ربنا رايد اني اخش الزراعه دي، بنت عمتي قرت في كليه الزراعه، وولد عمتنا بروفيسور اسمه صلاح، وست النساء احمد عبد الرحمن، كلهم قروا زراعه. فالزراعه دي كده مدوره فينا شديد. لكن انا لما امتحنت من الثانوي ماشي الجامعه، عندي قصه مشهوره جدا اصلا انساها. انا جبت بوكسين، كان محير اي زول يعني غريب جدا، جبت بوكسين في الرياضيات دي بتذكر جايب 98 والله يا سيدي. وزمننا في السنه اللي انا امتحنت فيها في زول بتذكره لحق برضه نتذكره بالخير، مبارك عثمان خليفه. مبارك ده الله يحفظه كان ممتحن دفعتنا، كان ممتحن رياضيات الخاصه دي شنو الرياضيات. ففي الرياضيات العاديه والرياضات الخاصه جاب 100 100. حتى انا لما كنت مبسوط بال 98 لقيت انه في زول جاب 100 عديل، اسمه مبارك عثمان خليفه، قاعد في العين في بلده العين، ده سوداني. الرياضيات دي الاثنين 100 100 الله يحفظه ويطول في عمره ويحفظه الاولاد. فجبت 98 في الرياضيات، وجبت في الكيمياء 92 نمر عاليه جدا يعني، وجبت في الفيزياء 86 بتذكر. في الاحياء كنت ما بحب الاحياء، جاي فيها 72 يعني. انا بوكسني ده ممكن يدخل الطب ارتياح. جات في الانجليزي اللي هو اصله ما في، كان بيتخيل انه انا في الانجليزي ده ما يجيب نمر عاليه، جبت فيه ما بتذكر 50 ولا 52 ولا 50 ما بتذكره. وكان سبب غريب جدا جدا لحد الليله بتذكره، حتى بذكره لاستاذنا انا ذولا درسني باي زاوية انجليزي، هسه قاعد معانا في لندن يلا يطول في عمره، اللي هو عبد الملك رئيس الحزب الشيوعي، ده درسني في مدني الثانويه. الحياه دي يوم بقول انا بقول له يا اخي انت لا قادرين ولا بعرفك، درسني عديد في الثانويه. فكان بذكر بالانجليزي ده في استاذ اسمه محمد النيل، ما بعرف بس ما اطول لكم كثير. جابوا لنا السؤال اللي ما بنساه لحد الليله، قال لك انت التعليم المختلط، انت دي يو اجري ولا ديس اجري؟ دي كان الكومبرهنشن دي ولا اسمها شنو ما بتذكرها. ايوه المفروض تقول والله انا اجري عشان كذا 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 كذا، ولا تقول ليس اجري عشان كذا كذا كذا. انا بالفلسفه اللي علي وبانه زي ما بيقولوا الانجليزي كنت ضامنه من المواد الضامنه في جيبي، لانه كان في واحد كيني كده بتذكر كان قاعد معانا في البيت، ابوي لما جينا يمتحن اخوي ده اللي اكبر مني اداه اللوضه البره بتاعتنا في البيت، وقاعد معانا استاذ انجليزي في السني يعني الانجليزي ده ما عندنا فيه اي مشكله. انا قعدت اتفلسف ما بعرف انا موافق على التعليم اي على التعليم المختلط ميزته كده كده، وكمان الما مختلط ميزته كده. فالفهمته بعد ذاك اللي انا ادوني نمره ضعيفه البتاع ده ضرتني، لانه انا قعدت هو ما قال لي دي بيت ما بين ده وبين ده، قال لك انت مع تهيألي برضه كذبت كتير فما بتذكر. الزمن طلع طول يا ياسين 87 الكلام ده. فجبت في الانجليزي نمره والله ضعيفه للاسف، وبقى بوكسيني بتذكره لحد الليله 392 ولا حاجه ما بعرف.
اخر زول دخل طب دفعتي اللي هو هيثم حسن فضل في امريكا برضه نذكره بالخير، كان 413. حتى كنا بنقول ليه تطيش الطب داخل، قلت له حبه كده كان وقعتها 413، بذكر لحد اللي دخل باكل اللي طيش على خرطوم دفعتي اللي هو معايا من البحوث. فالمهم بوكسيني بقى قاعد يحط معلق كده، دخلنا كليه العلوم اللي هو طب وزراعه وهندسه، لكن احنا كنا مقسمين يعني علام داخل اي سنه اولى لكن مقسم ماشي زراعه سنه ثانيه، دخلوا معنا بياطره وغيره وغيره. لما انتقل السنة أولى يا ياسين، لما انتقل السنة أولى، أوه معلش أنا دخلت لي زول من غير، أنا ما عارف، أنا السي ذاته إنه أنا لا 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 هو خليك واصل عادي ما عندك والله العظيم، بس أنا كنت أقول حاجة أنا ما بتنسي، أصل أنا من غير ما أعرف دخلت زول ما أعرف. لا 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 أنا ما مشكلة، أنا دخلت محمد أخونا محمد يا أخي الزول ده جنننا ذاته كل يوم في الزول ده والله العظيم. فبتذكر المهم يا ياسين لما دخلنا سنة أولى زمنا بيقول لك نتيجة السنة أولى ممكن تصعد من زراعه تمشي طيب عديل لو داير. نعم. اها بيقوم بيقيسوها كيف؟ كان بذكر في بوتوني وكيمستري وماس وتاني ما غيرته ما بذكر المواد. لو جبت ايه بيحسبوا لك نقطه، لو جبت بي نقطتين وهكذا. انا جبت 8 بذكر. مع اني كنت بلعب يعني في سنه اولى دي لعب شديد، ما اديت حقها شديد لانه زي ما زال الطيب دي من زمان ما راكبه في راسي، يعني ما شدتني. اخويا الاكبر مني كان داير يمشي الطب ده وفعلا دخلته طوالي وربنا يحفظه. يعني انا ما من الناس اللي كنت مريض بالطب ده كده يعني شديد صراحه. ممكن دي برضه نقطه مهمه، وانا حاضر يا انور يوم عندك في مدرمان تذكر عندك بتذكر لحد هسه والله نفسي عليه في البيت دي. انا جيت مره في تيدكس ده حتى كنت جيت للخرطوم الاجتماع جيت اقوني ناس ما بتذكره والله الله يديهم العافيه ودوني لي يا انور ده ذاته. كان في حاجه اسمها تيدكس مدرمان بتذكر لحد تيدكس مدرمان نعم 2017 كان في بيت جاي تتكلم عن الموضوع ده تذكر يا انور، قالت انه نعم. اهلها دايرينها تمشي مجال وتعبت لحد ما غيرت مجالها. نعم. انا الطب ده كان دايرينها امشي. فالمهم انا الثمانيه حقتي دي جبتها في سنه اولى دي بيقول لك تختار فرصتين بس. انا الطب ما دايره لكن امي الله يرحمها كانت دايره الطب ده باي طريقه، دايره اولادها دي لقوا دكاتره. طبعا اخوي الكبير دكتور وبهنا، فلما تقدم في القبول الداخلي جوا قاعد خرطوم السنه الثانيه عندك كرسيين بس يعني محلتين بس. يعني انا لو كنت قدمت الحاجه اللي عندي فيها انترست اللي هي الصيدله كان عندي رغبه في الكيمستري شديد والله في الصيدله دي وحابيه، وقصتي انه تعمل لك صيدليه وقروش وكده وشايف حياته مبسوطه يعني. لكن الطب ده ما عجبني ما شداني، مش لانه انا جبته وما دخلته لا. فلو كنت قدمت انا بدل ما اقدم طب وصيدله يعني العب كروتي صح ما لعبتهم صح، لانه الضغط ودي برضه من المشاكل اللي لسه انتم ما شاء الله قاعد تعملوها هنا في الباحثين السودانيين يا انور، انه في انجلترا من ما انا بقيت استاذ بيجيك اللبو واللوم من بدري يجي يقابلوك يقول لك هاي توريني البيزنس ده وريني الاكاونتنج. لما كنت انا التيوتر تشرح له بعدين حيشتغل شنو، الاطفال ذاتهم بيسالوك نحن لا في ذول بيسالنا والله اهلنا الله يديهم العافيه ما في ذول بس يا هو طيب هندسه زراعه كده يعني مثلا البيطره دي قدر ما كسر رقبتي انا اصلا ما ركبت في راسي اصله ما عجبتني نهائي كان ممكن اخشها. قمت كلميهم التو بوكسز وتهيألي اخويا اللي عمل القصه دي كتبون طب وطب اسنان جليت منهم الاثنين وثمانيه كان ممكن تدخلني صيدل. يعني كنا عملنا الطب وطب اسنان ده انا نهائي ما راكب لي في راسي نهائي. وكان يا ريت لو احد كان دخل طب اسنان كان بقى مليونير هسه لانه دخل فلوس مع هذه الناس. فدخلت طب وطب اسنان جليت منهم الاثنين كان ممكن امشي الصيدله. الحاجه اللي كان نفسي اقراها وهسه دي برضه حاجه اقولها هنا برضه اوريك انه انا شوف التعب التعبت ده كان ممكن ما يضيع. اخوي ده نهائي قال لا واصحابه قالوا لا اللي هو الاختصار. انا كان ممكن امشي اقتصاد الدائره ده كان ممكن امشي. انا ما قريت اقتصاد انا ادبي لكن في قاعده خرطوم ممكن تحول لك انا يعني بعد السنه الاولى كان ممكن تمشي علوم بيطره اقتصاد ذاته ممكن ونبرتي بتدخل الاقتصاد ده بكل ارتياح. قام اخوي ده ذاته وحتى اصحابه بذكرهم ناس قال لي اقتصاد ده قرايه نوم ما يزعلوا مني ناس الاقتصاد ما نتورط انا في زيكم ذاتي هسه. لكن في قاعده خرطوم كان بيقروا 12 ساعه بذكر لحد هسه يقول مسمينه كان يقول لك دي كليه النوم. يعني شوف للاسف الاقتصاد ده في قاعده خرطوم بيقول لك دي كليه النوم يعني انت حضرتك نوم يعني ما في قرايه ما في زول فكر انه دي رغبتي يعني ابو كله كله يخلوني اقدم الاقتصاد ده. هو بعد ذاك مشيت الزراعه فدي قصه طويله ودتني لشمبار عشان كده مشيت الزراعه شويه. قبل ما نطلع بك من قبل ما نطلع لك من السودان يا بروف، يعني كلام جميل جدا جدا ويعني انا ذات داير الناس يعني مخصوص الشباب يستفيدوا من الكلام ده. يعني انه زول خشى ما رغبته بعد ذاك رجع بنشوف انه بعدين بروف علام لقى الاقتصاد وين. يعني طيب يا بروف خلال الدراسة الجامعية يعني كان في بعثات بتمشوا برا يعني من ضمن النشاطات بتاعت الجامعة يعني؟
الحياة والله الجامعية هاي بصورة عامة. والله الحياه الجامعيه دي انا عندي على ثلاث اربع حاجات كويس جدا استاذ، والله ما فكرت في حد يزعلوني، لكن عارف حد يزعلوني. اول حاجه مشيت شمبات دي، شمبات دي انا لما ماشيها بذكر بتاع حد هسه ماشي من جامعه سافرت معي اختي. بعدين في حاجه برضو يا سيدي قلتها مهمه، انا بسمع هسه ابويا اكيد يمكن يكون بيسمع او حيسمع الكلام ده، لكن انا الحاجه اللي لاحظتها زمان وقالها طيفور حسن سعيد دفعات نجر علوم، كان في تفرقه بتحسها انت قاعد في بيتكم. يعني انا اخوي الكبير ده لما جه ماشي الجامعه، يا زول ابوي والعربات وبغادي ناس عمتي نزلوه والخبايز والشنط، يعني البقرة ده كان حاجه توتالي ما زي ناس شمبات دي. يا اخي انا فكوني معبد عمتي ما زلت اسمه شمعة ذاته كويس، حتى بتذكر ليه ست عمتي ست الناس احمد عبد الرحيم دي مشيت معاه في البص وقعدت تقول لي يا اخي الزراعه دي اسمها ام الكليات، كان بيسموها كده، قالت لي لانه فعلا بتاع الزراعه الخرطوم بيقرا اي حاجه كويس. فالحاجه دي كنا بنلاحظها انه البكرة طيب ده مميز في الحله، مميز لما نيجي في الاجازه في الجامعه هناك ذات اولاد الطب ديل كده مميزين كده، يعني احنا ولا اي حاجه، يعني نحن كده بس ما زملانهم كويس. ناس هندسه اللي هم بيعادلون به هنا برضه ما بساوهم، ناس اقتصاد اللي بيعادلون به هنا ما، يعني الله يدي الله يزيدهم. فالمهم دي واحده انا لاحظتها، يعني الشعب السوداني دي ما قمنا بيها، وانا اتمنى الاباء اللي بيسمعوا في كلامي ده انا تقريبا الاباء اتغيروا. يعني هسه ممكن واحد يجي لابوه يقول له ده اقرا بيزنس، ده اقرا اكاونتنج، ده اقرا اي تي، ما زي زمان تخيل ليه اتغيروا. وكان الحاجه اللي لاحظتها القاعدين برا زينا كده المغتربين دي، البت ولا ولده تلقانا مورون داري يقرطب، ما عارف ليه. هسه انا اي زول يعني اكبر مني شويه في العمر بت اوريدي ولا ولده دخل يعني جامعه بالتالي لسه، لما نساله تلقى بت وداه تقرطب او ولده وداه يقرطب، ما عارف هل العقده دي لانه طلعوا بها العجايز دي ما عارف. لكن ما سمعت بواحد جاني قال لي والله وديته يقرا في السودان ولا في غيره اقتصاد ولا كده. المهم فمشيت شمبات دي، شمبات دي لما مشيتها الحاجه اللي بتذكرها قاعده خرطوم، الاصطياد بتاع الاحزاب بيبدا في شهر في سنه ثانيه، سنه اولى اصلا جانا حزب يوم ولا جونا كيزان ولا شيوعيين ولا غير جذول هابشنا، لكن في سنه ثانيه بيبدا يحاول يسيسوك. ودي الكلام ده المصيبه كان اللي انا بتذكرها سنه كم رفلي كده يا برو؟ 88 88 قبل الحكومه دي ما تجي، احنا حاضرين الصادق المهدي الله يرحمه، احنا كنا في سنه اولى كان الصادق المهدي والترابي دي الله يرحمهم بتذكر بنحضر ندواتهم في جامعه في سنتر. الصادق المهدي الله يرحمه حاضرينه والترابي كان بيجي يعمل ندوات، يعني من الاثنين الكبار الندوات وكانت في جوا الجامعه. شوف الزمن ده كان في ديمقراطيه كيف، في الزمن ده تحضر الليله دي الصادق المهدي ناس حزب اللمبه في السنتر، بكره الترابي به هنا وهكذا، كل الناس اللي كان بيجوا والشيوعيين وانصار السنه وبتاع. المهم دي واحده، سنه ثانيه دي بيبدوا يجوا الاحزاب. المشكله في سنه ثانيه دي وده يمكن الضرر جوا ده السرطان الضرر السياسه السودانيه كلها، انه الناس السياسه كان بتنطلق معظمها من جامعه الخرطوم حقيقه، يعني كل الثورات دي بدات من هناك، لكن ده كان حاصل يعني اي زول قرا جامعه الخرطوم بيذكر الكلام ده. المشكله انت هنا لو قمت مشيت مع الشيوعيين ولا مشيت مع الكيزان الجبهه الاسلاميه كان اسمها ولا حزب الامه ولا الاتحادي ولا غيره، انت خلاص بعد ده تكون بقيت كلاسيفايد خلاص، انت ساكن مع الناس تاكل تشرب معاهم. وانا لحد الليله اصلا ما انسى اليوم ده في زول كان محترم جدا من انصار السنه ومنين نحضر له وركانه بذكر، يعني تجي انت في اللبقه في شنبات تحضر للشيوعيين، كان عندهم زول ممتاز جدا لسه عليك يا بردين كويس، ما بتذكر اسمه انه من الشيوعيين ديل، يعني انت بتجي تحضر للسبيكر ما تكون جايبك الحزب، يعني ناس من الناس اللي كان عندهم ناس غاويين بتذكر الشيوعيين، عندهم زول في شنبات دي كان قدام سينير ممتاز، مؤتمر الطلاب المستغلين كان عندهم برضه سبوكرز ممتازين. الناس اللي صار السنه دي كان عندهم ياسر اصلا ما بنساه، ياسر ده كان ذول فيري ويل ارتكيوليتد. ياسر ده يوم قال لك الان في اللبخه دي حيرنا كله كله، قال الشيوعيين دي ما تاكلوا معاهم في نفس الصف في نفس الترابيزه. الكلام ده قالوا في شنبات. حتى انا كنت بحترمه وبيحترمني لما نمشي الكافتيريا احنا ناكل كلنا مع بعض. شيوعيين حزبي هم جاي من الغرب جاي من الشرق، الكلام ده ما كان فيه. اي زول قرر يقعد خرطوم لحد ما مرقنا قبل ما تجي الجبهه اللي اسمه النظام السابق ده، ما كان في زول النادي بتاكل تشرب مع بعض جوا الداخليه الكافتيريا دي. المهم دي مشكله بتاعت السرطان الداخل في السياسه، ان انت بتبدا تصنف من هناك. وانا المشكله ده هو الزول عانيت منها وزملائي كله، وانا بقول علني هذا كله الحق معناه في شهود على يعني بالمئات. المشكله انك لازم تقبل مع واحد فيهم، لو انت لسه ما اقتنعت بالواحد فيهم ده المصيبه بتجيك انه بيكون عليك ضغط وبريشر ما عادي، بيجيك الضغط من منه؟ من اصحابك وزاد جايين معاك من حلتك من مدني كده. يعني انا اصحابي كلهم بيجوا مؤتمر طلاب مستغلين كلهم. ما فيهم بتذكر
الا تلتنا كده قام لف شمال لما ظهر المحايدين بذكر. لكن كان بناء اصحابنا عندنا في الحزب الامه والكيزان والشيوعيه واي حاجه، لكن اصحابي اللي انا جيت معاهم من مدني وعاشرنا وطالعين نازلين مسافرين معظمهم مشوا على حاجه اسمها مؤتمر الطلاب اللي هو اصلا الحزب البيجا بتاع الدقير ده. فانت بتلقى روحك اوتوماتيكلي اتصنفت قبل ما تقول رايك في الحزب ده ولا لا. المهم دي الحاجتين. الحاجه الثالثه المهمه اللي داير اقولها، والله يا جماعه الزمن ذاك الليله دي مش السودان بقى ما فيه امن وتخاف عليه روحك دي فيه، الزمن ذاك الاولاد اللي هم نحن اهل الاولاد اهل البنات ديل ياتمنوك على بناتهم اصله. شفت انت بيتون دي يعني الاولاد ديل كان السودان ده فيه يعني امن واحترام وتخدير للبنات لدرجه ما عاديه. يعني من البيت من مدني احنا البص ده يجي بيجي يوصلوه اهل لحد البص وبيأمنوك على انت زميل الماشي معاه. يعني كان في علاقات واحترام بين الناس ما طبيعي ابدا اللي وصل للاسف انتهى. نمره اثنين ما في يعني الناس دي يعني في الظروف الصعبه دي بيقفوا مع بعض وقفه ما عاديه. ودي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه حقيقه ما بتعرف السؤال بقول لهم اجي ما قرر جامعه خرطوم سكن في الداخليات طبعا بعدك في الداخليات بقت يمكن دي الحاجه كان بيفقدوها ناس الفرع لانه ناس الفرع معظمهم كانوا بيجي يقعدوا معانا في الداخليه بتذكروا بلاس بيسكنوا معانا في اللوض يعني اللي يلا لكن بيسكنوا. الناس اللي ما عندهم داخليه ما بكون عارف السودان ده نهائي. انا عرفت السودان ده من الداخليه يعني حقيقه انا السودان ده ما شفته بعيني لكن عرفت حمره اللويز ونياله وكادوغلي والفاشل حتى ده انا ما شفتها. كسل دي انا اي باس باي ما شفتها. شفتها بورسودان كويس الشماليه بعرفها لانه انا جاي من هناك مدني بعرفها لكن حلال الجزيره دي كلها انا عرفتها من هناك يعني من اعز اصحابي من فداسي وين وين دي كلهم اصحابي عرفتهم من هناك. فلكن المسكه في الداخليه حقيقه انا بعتبر 60 ل 70% والله للاسف من حياته الجامعيه ضاعت. ويمكن دي اكبر جريمه في حق في وزاره التعليم العالي في السودان انه دمرت الداخليات قبل ما تدمر الجامعات ذاتها. الداخليه دي اهم حاجه انا بعتبرها في الجامعه. عشان كده ولاحظت هنا في انجلترا وفي اوروبا الطلبه بيشاكلوا على شكل ما عشان لكن دي بتديك انفايرمنت بتقابل الناس تاكل تشرب معاهم. دي غايته فتره دي بتذكرها عن شمبان الحياه الرئيسيه يعني. طيب بعد ذاك نجي يعني ما انا ما دار اطلع من الحته بتاع جامعه الخرطوم دي يعني دارك بس شويه كده لو وديتنا ثاني خمسة دقائق اي الجامعه دي يا بروف يعني انا ده ما قريت في جامعه الخرطوم ولا قريت في جامعه في السودان ذاته تمام. وفي مبادرة الباحثين السودانيين اللي هي ماشيين لقريب 700 ألف نفر في آلاف الآلاف مئات الآلاف من الناس اللي ما قروا جامعة الخرطوم لكن شايفين إنه الدومينانس لكل الحاجات من إدارات التعليم العالي لحد إدارات الجامعات بتاع كلهم جامعة الخرطوم. كل الحكومات الفاتت كل الوزراء كل جامعة الخرطوم فشنو والفيلير هون ده مستمر في السودان. فإنت يا بروف كده أنا دايرك تقول لي يعني your honest opinion شنو الحاجة الكلشر الغلط. أنا قبل كده قلت إن والله في حتتين لازم إحنا نرجع ونقراهم ونبحثهم كويس عشان مشاكل السودان كلها تستعدل. الكلية الحربية وجامعة الخرطوم ديل بيقلبوا وديل بيحكموا معاهم يعني خطوا لهم الخطط وغيره. فشنو الكلشر في جامعة الخرطوم؟ أنت تكلمت على الجانب البوزيتيف شنو الحاجات لو كنت أنت مدير جامعة الخرطوم لو كنت أنت وزير التعليم العالي ممكن تعمل لها إيديت بحيث إنه الاوتكم بتاعه في المستقبل يكون افضل. والله يا انور انا اتمنى هسه بروفيسور صغير تكون بتسمع في اللي غدا لو ما سمعت انا بودي لي. والله يا انور تخيل لو الناس بس قعدوا التعليم العالي ده يدرس السؤال اللي قلته ده والله يا انور بحل 100 مشكله. يعني انا قبل بشاهد في الفيسبوك شفت لي حوار انا بصراحه شفاف جدا ما قاعد ادسدس ولا بقدر اعود الحجات واقعد الملم دول جبيل. شفت لي حوار في الفيسبوك ما بين علي هباني في امريكا وبين كامل كاريزما في استراليا كويس. انا الاثنين ما قابلتهم يعني لكن كروسنج بيناتهم. كاريزما ذات فرصه نتكلم عن موضوع العنصريه. كاريزما له فتره يشيل ويجيب في صوره التخريج استخرج كل الطب ما بعرف شنو خدتهم يقول لك ديل لا فيهم بكر لا ادم ولا ما بعرف شنو وبيغادي هبار ينط لي. السؤال لسه السؤال اللي بتقوله ده يا انور بالسائل الليله ودخلت فيه عنصريه كمان هسه الليله دي انا شفت قريته قبيل. يعني كاريزما بقول ليه الخريجين ده كلهم ما فيهم بكر ولا فيهم حواء ولا غير. انا اجابتي على سؤالك ده او عشان اوضح لك جامعه الخرطوم السؤال اللي سالته ده زمان والله يا كاريزما كان بتسمح في ناس في استراليا كان في بكر وكان في حمره اللويز وكان في دارفور وكان في
بس هذا اسحاق عز الدين من اكبر السيرجونز عندنا هنا بتاع النيورولوجي، من اولاد نياله، في كثيرين كانوا في بيخشوا الجامعه دي وبيقروها. لكن نجي لسؤال انور المهم. والله يا انور، واحده منهم اجابه على سؤالك، الاجابه الاولى، وانا السؤال ده ما حصل، كنت اتمنى امي الله يرحمها تكون لسه موجوده وهسال السؤال ده، اقول لها ده جاوب على السؤال ده يا امي. امي الله يرحمها كانت بتقول لك غفير في جامعه الخرطوم ولا وزير ما من جامعه الخرطوم. والقصه ما حصل يوم واحد فينا سال السؤال ده، والله اتمنى كانت تكون حيه واسالها. يمكن كده نزعوا لابوي من هو سالته امهات من ليه ما عارف. زمان الناس الكبار بيقول لك كده، يقول لك اي شيء تقرا اي شيء، يعني حتى لو دخلت الزراعه اللي هي في الكادر العلمي هي اخر كليه في البوكسين، ما طب، طب اسنان، صيدله، ما بعرف شنو، بيطره، بعدين بتجي الزراعه، ما فارق معاه، بس تخش لا جامعه الخرطوم تقول لك غفير ولا وزير. الاسباب انا في رايي واحد يا انور، من ما جاء الاستعمار وخلاها يا هي الجامعه البناء الاستعمار اول حاجه. طبعا جامعه الجزيره دي احنا انا جنبك ده الموارد 68 ده حاضر جامعه الجزيره لما بنوها ووقفوا جامعه الجزيره لسه تجهيز تدريس ده انا حاضر كويس. فجامعه الخرطوم دي خلاها الاستعمار ووقفها، وبالدليل بنيانه ده لحد الليله بنيان شامخ، يعني بقى بنيان اثري مثلا واحد. نمره اثنين، ودي المشكله اللي بتعاني منها بريطانيا دي ذاتها يا انور، انه كل الخريجين لما زمان ما في غيرها، الخريجين اللي هم غادوا البلد بعد الاستعمار ومواصلين كلهم خريجين الجامعه ديك، لانه باي ديفولت هي اول جامعه. دي المشكله في بريطانيا. هسه طوارئ بتحصل، بيقول لك انه معظم الوزراء دي جايين من اوكسفورد. لانه ده اللي حصل زمان، كلهم قروا اوكسفورد، اصلا جوريس بورسون ده قال اوكسفورد، توني بلير قرا اوكسفورد، وهكذا. هنا ذات تريزا مي قرا اوكسفورد. دي اللي هي واحده يا انور، يا ريت والله يا ريت، لكن ما السودانيين الباحثين السودانيين بس، الحكومه تخش معاها، يعني مثلا زي صغيرون تنشط التعليم العالي يتناقشوا فيها الناس عشان يطلعوا منها ببولس تطبيق الحكومه. كويس؟ دي مش دي السبب الاول، انه اساسا هي الاولى وهي القديمه وما زال هسه بريطانيا لليله بتعاني مشكله اكسفور دي. هسه توني بلير ولده مشى بريستول، لكن زمان كان وزير الخارجيه بتاعه كان رئيس اتحاد طلاب جامعه اكسفور اللي هو كان بتاع الخارجيه اسمه بنظارات ده. فاولادهم بيقوموا يودوهم اكسفورد، يعني الواحد فيهم ولده بيجتهد يقري خاص يوديه مدرسه. هسه انا اولادي ما بيجتهد شديد انه يمشي اكسفورد ولا غير. في ناس انا بعرفهم السودانيين اصحابي ديسبرت انه يدخلوهم اكسفورد، وكان انا قاعد سالتني ما دازنت ميك اي بيج ديفرنت، بتعمل برستيج في النيم، يعني زي نايكي انا بسميها زي نايكي. بس قلت له، قلت لها اي جزمه في الدنيا تقول لك لا الا تجيب لها نايكي دي عشان البراند. فاكسفورد بتم في على خرطوم، ده واحد من الاسباب. هي الاولى، الخريجين الغادوا السودان كلهم خريجيننا. نمرة اثنين، الجو بعدهم أولاد نمبر ون بيودوهم الخرطوم، يعني الواحد لما يجي طب الخرطوم ده بيموتوا فيه موت قبل ما يمشي طب الجزيرة أو طب جوبا. حتى جوبا الزمن ده كان بتشيل بوكسين نمرة ثلاثة، الخرطوم الجزيرة جوبا، حتى لسه بيودوه من زمان، يعني من جهة الإنغاز دي اللي بيودوه يقرا طب مثلا ما بعرف شندي ولا وين، تلقى أهله مما هو فات شغالين بأي طريقة يرجعوه الخرطوم أو مدني. يعني حتى الجامعات القامت دي الناس بتسعى المستحيل تمرك شفاعه ترجع اولاده منها وين للجزيره او الخرطوم، لانه بستيل دارين الاسم. فالحاجه الثانيه يا انور البراند، والبراند ده علم عديل في التسويق، عديل ده علم، يعني ناس قاعده الخرطوم للاسف الغادوا الجامعه. انا ما ادري ابدا بس اقعد انتقد، لكن ما عارفين ذاتهم عن شنو البراند اللي هم عندهم. عشان كده قاعده الخرطوم دي انا بشوف اتس فيلير انها تكون محتاجه قريش واحد من الحكومه. لانه الليله نايكي بقى من اكبر الشركات في العالم لانه عمل له براند. نايكي جزمته اللي بيبيع على الاولاد والبنات ديل ما بتفوت لها ولا مره ضربوها، يعني ما بتفوت لها 8% من الكوست اللي بيبيعوها بها. بتصدق بيبيعوها لي بنتنا ب 95 جنيه دي الافريج، هي بكون الكوست اللي كلف نايكي ما بتفوت له 8 9 جنيه استرليني، بيربحوا الروكت بتاع ارباح لانه ضاغطين في البراند، بيشيلوا ويضغطوا في البراند. فجامعه الخرطوم للاسف ما مستفيده من القصه دي نهائي، كله بالعكس بشيلوني، قلت ما اخذتني الدين ويقول لك انا. فعندهم براند ما مستغلينه. الحاجه الثالثه يا انور، فبيجي الناس الاليت اللي هم الاخصائيين الجراحين المهندسين المحامين دي بيودوا اولادهم وين؟ يعني خرطوم. تمام. نمره اربعه والحته المهمه، كل ما انت ماشي لو لاحظت التعليم بقى الماده فيها له دور. زمان لحد عظيم ايامنا نحن، انت ممكن تجي من حته ما فيها كهرباء، وحصلت عندنا واحد من غير ذكر الاسماء من جهه سنار دي، قال هو في حله، قال انت تدلع هنا ما اعرف ما العدس ما كويس وما بعرف شنو وعاملين مظاهرات. قال انا لما الجامعه تكفل بشيل هم امشي حلتنا دي اعمل شنو. وانا مشيت زرت لي زول في حلال الجزيره دي هسه ما شاء الله بروفيسور كبير يهز ويريز في امريكا، بيستعمل الفانوس
ونحن بتذكر عندنا برضه ولد بنعرفه يعني ما شاء الله يتيم ودخل كليه الطب جامعه جوبا، بتذكر تمشي بيضا قاعد الفانوس قاعد، الكلام ده سبيكا فيري ديفيكالت. فده بوريك از وي انكريزنج يعني خرطوم بقت شاب وهكذا. فالسؤال ده والله يا انور اتمنى انه يطرح لان السؤال ده مهم. الحاجه الاخيره بس يا انور الرابعه انا شايفها برضه السبب، لما نقوم يجوا هنا وخصوصا الدكاتره، انا ما شايل حمله على الدكاتره لكن هم اكثر جروب بتاع مهنيين خريجين على خرطوم، الشغل بيخليهم مواصلين مع بعض يعني هسه لازم لا يتشتتوا، فيهم الشغالين في بيطرته والشغال في زراعته والخلاه زي كده قلب لمجال ثاني وغيره، لكن الدكاتره هو بواسطه يشتغلوا دكاتره فبيتواصلوا فمعرفتهم ببعض بالزيت دي بتخليهم كلامهم كله يعوز يرجع على خرطوم ما عندهم غيره. فلانه ممكن مية كبيره هسه لكن طبعا حصل بقى هسه حصل فيه انجكشن من جامعه ماون حميده وما بعرف الاسلاميه وين وين وين، الانجكشن ده كله ما يفيد بعد شويه تصل مرحله بيكونوا كتروا يعني هسه انا اخر مره سمعت معلومه عن واد صغير جدا احمد عثمان ده كتب كتاب بتاع سيرجري هو يا دوب بقى كونسلتنت قريب ون يانج، لما تذكرت بالذاكره الواد ده خريج ماون حميده ما مخرج الخرطوم، فديل لما نبدا يكتروا والكونسلتنت الصغار ديل يكبوا بعد شويه على الخرطوم في اشراقات جميله على فكره يعني الناس اللي بتحيزوا لجامعه خرطوم وكده في اشراقات جميله جدا من الجامعات الثانيه يعني هسه عندنا شاب ما خريج جامعه خرطوم يعني شغال في المبادره بتاعت الابتكار يا دكتور انور محمد محجوب ده من جامعه الامام المهدي عندنا بعد ذاك يعني في اشراقات جميله جدا والعكس انه حصل انهيار لجامعه الخرطوم. الحته دي انا حاجه اتكلم بعدين يا بروف الحته بتاعت نقل المعرفه والنولج مانجمنت اللي هي اداره المعرفه انه نحن ما حافظنا على العقول ولا حافظنا على الخبرات يعني ده انا حاجيه بعدين لكن هسه انا دايرك عشان يعني الورثه معاك جميله جدا جدا واسف غرابه قربنا نتم الساعه بعد ذاك طلعت مشيت عملت الماجستير برا يا برو نقله من السودان لبرا يعني اللي هي لبريطانيا نقله من جامعه الخرطوم للرويال اوف الرويال كوليدج اوف اجريكلتشر يا برو عملت فيها رويال اجريكلتشر يونيفرسيتي نعم نعم كده قبل الكلام ده مش في ساندويتش كده يا بروف في حاجه بسيطه كده في السعوديه ولا حاجه زي دي ايوه هنا السعوديه الساندوتش قلت ده انا متابع كويس بتذكر السعوديه دي مشيت فعلا قعدت فيها 9 شهور وبتذكر طبعا دي قصتي مع انه ليه خليت الزراعه وانا خايف الحته دي للاسف تحبط كثير بيخرج الزراعه لكن اتمنى انهم ما يحبط والله لكن انا دائما بقول ذول يو هاف تو بي رياليستيك ده الحاصل والله انا هنا السعوديه فنزلت في السعوديه في جده وصبحت الصباح لقيت روحي قاعد لي في قهوه دي قصص طويله يعني ما ضيع منها الزول الساقني الله يديه الخير مشى بيت بي في قهوه اسمها باب شريف في باب شريف اصحى الصباح قال لك روحي انا اكشر اذان اذن نمت لي كلها كم ساعه على اذان اذن قال لك روحي اكشر بيتين في قهوه في باب شريف اسمه في جده ما بتذكر الكلام ده ده شنو ده يا اخوي ما قال لي عشان بعدين قوم نسافر نمشي الرياض مره قلت له قال لي انت ما قلت عندك ولد خالتك في جده وما جده اسامه اسا هذا بس ممكن يسمح فينا فالخلاصه انا دخلت السعوديه بزياره وعشان قلت اشوف لي دريب الزمن ده كان صعبه جدا الفيز غاليه ب 15000 والسودانيين ما كان بيتقبلوك بالسهل صراحه يعني فقام هي نقطه تحول حياتي كلها في السعوديه دي حقيقه قام بقت لقيت ولد خالتي ده وقعدت معاه وداني المدينه اللي ولد خالتنا الثاني سامي وسامه دين وبعد ذاك سفروني ودوني الرياض لانه عندي زياره كان المهم الخلاصه لما مشيت الرياض بديت اقدم لي جوب اي وظيفه افتش لها في الزراعه يقول لك بيسموها مهندس زراعي كلها اسمها كده ما عارف ليه مهندس زراعي تقدم للوظيفه اقصى وظيفه يقول لك 2000 2000 ونص انا ما قادر افهم 2000 دي 2000 ريال وشايف الناس يعني يا رب دي المرتبات كانت 2000 ونص 3000 ريال دي السعوديه الزمن سنه 92 بالذكر اول ما مشيت اول 93 بالذكر كنت هناك ومنها كنت بريطانيا فالحصل لقيت لك ما في وظيفة بتاعت زراعة بدك فيها قروش زي الناس ليه؟ ما عارفه وده ممكن تدعموا له جلسة تانية لأنه عشان ما نحبط الناس حتى من القصص المقصة ما أنساها يعني من الناس ساعدوني في السعودية دكتور عبد الحميد أحمد عزت كان جارنا في مدني وعرفت أنه مستشار في وزارة الزراعة فت وزارة الزراعة قلت لهم في مستشار اسمه عبد الحميد قال لي هاي ولقوني ليه وبتاع الميم والزول ما قصر معي نهائي يعني من الناس اللي انا بشيل لهم المعروف لحد ما اموت منهم دكتور عبد الحميد احمد عزت ده احتضنني جدا وقال لي انت قاعد بين قلت له قاعد لي مع ناس في منفوحه وما منفوحه المهم
بيجي يساعدني في انه تو فايند ذا جوب. فبتذكر مره لقيت لي جوب وجيت المغرب، بتذكر لحد هسه بجيب في البيت زي المغرب كده نشرب الشاي في بيته وبتاع، والله يديه العافيه يعني يزيد عليه. لقيت الوظيفه عند الراشي، والوظيفه بكم؟ اناي مهندس زراعي في حته اسمها اناي مش حايل القصيم محل المطوعين ده. كنت اكسايتد جدا، والراشي طبعا شايف الراشي قام قال لي جدا، قال لي والله يا مشى معايا الانترفيو وقشرنا ولابس انا وهم متريحين ماشي لهم بالليل. في الطريق قال لي يا قال لي من 4000 بتذكر لي هسه عبد الحميد عز الدالله الدكتور ده مستشار وزير الزراعه كان. قال لي قلت له يعني اقول شنو؟ قال لي ما تقبل اقل من 4000. مشينا له الراجحي ودخلنا، والله ما انسى القصه دي، دكتور عبد الحميد عز الدبر عبد الحميد قاعد بياي وانا قاعد بياي، جلسه زي جلسه تكون دي بكل بساطه. السعودي وداس الراجحي ده بيزعل فيني، قال لي والله يا اخي السي في ما شاء الله وانا احب السودانيين وغيره وغيره. المهم اداني كلام كله ما جاب ليش الزراعه ذات. وطبعا موديني جونيور مهندس زراعي، ولا ذاتي هندسه زراعه، ما قريت هندسه زراعه، قريت اجرونومي. كان قام هجينا للمرتب قال لي داير كم؟ قلت له والله يا اخي عبد الحميد عزت قال لي دكتور عبد الحميد قال لي اقل شيء 4000. قلت له والله انا اقل شيء 4000. والله بسجل لحد هسه قدام الدكتور ده، وضح ده عرفه بنفسه انه ده مستشار وزير الزراعه. قال لي المشروع الموديك له في القصيم ده فيه ثلاثة مهندسين، واحد يا هو اللي يرجع خلاص بلده مصير، انت حتكون محله. مديركم قال لي سوداني زول زيك كده، قال لي عنده ماجستير من بلجيكا وقاعد معي 18 سنه بدي 4000. يعني قال لي والله بهذا اللفظ ده اليوم الخلاص بطني طمت من انه اقدم الزراعه دي. يتخيل ذول قال لك مدير المشروع اللي انت ماشي في القصيم ولو 18 سنه وعنده ماجستير، قال لي انا بدي 4000. بالعربي انت يا دوبك خريج هسه كمان بدي تفلسف. اها مرقنا يا ذول، يقولوا محبط احباط ما عارف. الخلاني بعد ذاك اقدم في الموضوع ده شنو، دي برضه ذكرى مهمه جدا، هي لانه الزول غير مجالي حقيقه، اسمه صلاح فيروز اللي هو كان في اتمنى ربنا سبحانه يكون يعني الله يطول في عمره، ما حقيقه ما عارف هسه اخبار شنو. لكن هذا الرجل اداني اوضه معاه، كان ماسك مكتب ترجمه، واتهبم بعد ذاك انه هو عم ولد كان دفعه في مدني، هو من مدني. قصه طويله عشان بس تقعد الشورت، قال لي يا اخي انت طالما قاعد هنا ما تترجم اصلا، بدايه تغيير حياتي كلها مجدد الترجمه. قلت له جدا، وانجليزي كان ممتاز. قام يوم كده جات سعوديه ما بعرف قال يترجموا له حياه في الرياضيات ولا فيزياء ما بعرف، ادوني له ساكن معاهم في نفس الفيلا مديني وضع بيجي. فصراحه فيروز حقيقه يعني احتضني، والله ما بيعرف عن اي شيء. يعني السودانيين ديل انا الناس بيقول لي انت يا اخي، انا طبعا في ناس ما بصدقوا ان انت ممكن تكون تحب السودانيين ديل ليه الله والرسول. انا لسه اقول لهم الكلام ده، انا بحبهم لا الله والرسول، لانه في ناس حبوني لا الله والرسول وقعدوني واكلوني وشربوني. ما بقدر اسال الكلام ده، انا في الدنيا دي صلاح فيروز دخلني البيت واكلني وشربني، وبعد ده كان السبب انه انا مرتب للسعوديه دي ذاتي. فحصلت عشان كده بخليك مرتبط بالجنس اللي اسمه السودان ده، انه في ناس بياكلوك يا الله والرسول الله. ما كان ذاته عارف انه انا قريت مع ودخته اللي هو طلع في النهايه وهو خالد. المهم ترجمت للمره دي اتبسطت جدا، بقى يجيبوا لي شغل الجامعه ده ترجم، وقاعد ترجم ترجم ترجم. بعد شويه والمكتب بتاع ترجمه ماسكه صلاح فيروز ذاته، وكان بتذكر اللي بيكتب لهم بالآلة السوداني واحد هندي اسمه اسهري بتذكر. قام صلاح فيروز ده قال لي يا اخي انت طيب ما تواصل في الترجمه دي. حبه حبه بقى يدوني يوم كده، ودوني حتى ترجمت في المحكمه، ما عارف الناس مشيت كيف مع هندي كده ظالم كفيل وما كفيل وغيره وغيره. المهم قام في الاثناء دي جات وظيفه كبيره جدا في شركه اللي هي بتاعه الامير اللي كان ود الملك فهد بتاع الرياضه ذاك، اسمه انه هو فيس ما بتذكره. المهم اكبر شركه بتاعه تحليه مياه في السعوديه اسمها يكسل انشاءات سعوديه، جات وظيفه في جريده الشرق الاوسط، قال لك دايرين مترجم. المهم قويت قلبي، قبل اشتغلت مع واحد كده برضه معاه سوداني، بقيت مترجم، بيقول الناس بيعرفوا لي انا لا قريت ترجمه ولا حاجه، كل قريت كليه الاداب الساينتفك انجلش ده، وكنت جايب فيه اي بلس بتذكر حق كليه الاداب اللي بيدوا للناس ده، عشان اوريكم يعني خرطوم دي بتاسس الناس كيف. المهم مشيت للفريح ده اشتغلت معاه، كان صعب جدا، جات الوظيفه دي ويعلم الله. انا طبعا الكلام ده قاعد اقوله يا انور ويا ياسين يمكن اول مره اقوله والله، لكن لما نتكلم مع ناس انا مشيت جامعه السسكس اللي هي اكبر جامعه في التنميه المستدامه في العالم من غير اي واسطه، قد مليت كده الفورم ده مشى. اسلندن دي لما جيت في اسكتلندا مليت الفورم ومشى. نفس القصه اللي حصلت في السعوديه دي مليت اللي جيتهم قالوا دايرين سي في، ومشيت مع زور هحكي لكم قصته، وداني نزلنا لهم البتاع في حي الملك فهد.
بعد كم يوم ضرب لي واحد سوري اسمه رفعت، المهندس رفعت ده كان نائب المدير للمشاريع، قال لي يا اخي انا والله يا زول يا زلمه وما زلمه اعتجل الانترفيو. الانترفيو كان بده كل زول دخل قعدونا كل زول ادوا حاجه يشتغل. انا طبعا الشركه اللي عارفها حقت ورد الملك فهد، وانا عارفها انها اكبر شركه كونستراكشن، لانه محل مشيت ده عماره كده واقفه طابقين ذات ست في حي الملك فهد السبانسه جنب على الشمال الغربيه دي، ما بتشوف لها في مشاريع ده، ودخلت كده في اشكال اتراك وحواجات وشنو الله اراد. عشان كده انا اقول دي بقى من الحاجات اللي انتم جارين وراها توصلوها للناس، يعلم الله على ما اقوله شهيد يعني ربنا. انا بقيت ايماني بالله ده من زمان مقتنع به، الله ده والله بس البركه ده جعلها في الوقت اللي اقعد معاكم دي، الله سبحانه وتعالى يمشي اي شيء. انا الشركه دي حلمي ذول كان في الرياض انه يشتغل فيها، وهذا الطريقه اللي دخلتها بها والله. وصلنا البتاع بعد ما ندوني البتاع، بس قبل ما احنا نازلين تحت كورك رفع الدم من الطابق فوق، يا علام النور علام علام النور تعال تعال راجع. لما طلعت لفوق قال لي يا اخي انت تقدر اغانتك شنو؟ والله انا ما اقول شهيد. قلت له يا اخي انا اغانتي يا دوب مطلعينها علي على كفيل ما عندي مشكله. قال لي خلاص تقدر تنقل ولا ما بتقدر؟ قلت له والله اشوف. والناس كانوا بيحذروني، انا طبعا السوداني قدامكم ده، قعدت في السعوديه لحد ما مرقت منها ما نقلت كفالتي. صدق الكلام ده قاعد بجاوبات لان برضه دي حكمه رب العالمين. المهم جيت الشركه دي، فده كله بقى احكي لك بالقصه الطويله دي ياسين اللي خلاني اغير من الزراعه دي اختار شنو. جيت الشركه دي كعديل مسكوني مكتب جديد عملوه بتاع الترجمه. كنت بترجم للمدير اللي هو امريكي تركي، ومدير المشاريع ده رئيسي المباشر اسمه رفعت ده سوري بتذكر، كان جاي من جمبرجيني دي ولا اسمه جنون كونسلتنت الكبير. يومين ثلاثه كده اكتشفت لك انه الشركه دي بتاعت ود الملك فهد، وشراكه ما بين الحكومه السعوديه وحاجه اسمها يكسل انشاءات سعودي يكسل انشاءات. واكتشفت انه يكسل انشاءات دي اكبر شركه كونستراكشن في تركيا، يعني اكبر ذول بيعمل كونستراكشن في تركيا اسمها يكسل، ممكن تجوجلوها الناس اللي بتتفرجوا فينا دي. عاملين الشركه دي مع بعض وماسك التحليه والديسالينيشن ده في كل المنطقه السعوديه، ونائب رئيس مجلس الاداره سوداني اسمه غسان بهيج غرنفلي، برضه من الناس اللي يعني غير حياتي، اتمنى انه يكون على قيد الحياه وربنا يطول في عمره، اسمه غسان بهيج غرنفلي. حتى حكى لي قال لي ناس غرور خرطوم دي اللي لهالي هم في الاصل سوريين يتهيألي. فقام دي المعلومات اللي عرفتها. قعدت في الشركه دي سنتين تقريبا او سنه ونص، وفي اثناء السنتين ديل كان المفروض اترجم للمدير الجرايد كل يوم، دي شغلتي. اي جريده يا انور ولا ياسين افتحها الصباح الشرق الاوسط بقول لك دايرين زول ام بي اي 3 سنين خبره، ام بي اي ام بي اي الام بي اي دي قدتني قد ما في زول. شفت اعلان الزراعه ده بتلقى، معلش الزراعين والله ما يزعلوا مني، لكن الزمن ده بتلقى الاعلان في الجريده صغير بتاع الزراعه، لكن الوظائف حقت الام بي اي ده تلقاها ربع صفحه. ام بي اي ام بي اي ام بي اي دي شفت جنن. قمت قعدت افتش في الام بي اي، افتش في الام بي اي يا هو اللي جيت الرويال اجريكشر يونيفرسيتي دي عندهم منحه 14 منحه، واحده بس حقت اوفرسيز، والواحده دي اللي خلاني انا وصلني للرويال اجريكشر يونيفرسيتي دي انه تدرس ام بي اي في كليه بتاع الزراعه. يا سلام. لما كنت ببحث، وده اول مره انا اشوف بروجرام في كليه الزراعه بقروا ام بي اي، وما كنت برضو عارف انه دي اول كليه دقت فيها الزراعه في العالم. والرئيسه بتاعت الملك اصلا دخلت الوصفه بتلقاها البارتنج بتاعتها الكوين اليزابيث رويال رويال، يعني ما جايب الخبر للكلام ده. وهنا برضو اذكر حاجه مهمه جدا، قاموا طلبوا مننا قالوا عشان تقدم للسكولرشيب دي. عشان كده يا انور انا لما بتكلم طوالي ما مره ولا مرتين ولا 100 مره بقول اللي بتعمل فيه، والله انا ما جاي عشان اشكركم انتوا استعبلوا معي في انترفيو، انا الكلام ده اي مين ات، واتمنى الشباب بس يسمعوا فيني. لانه قلت لك يا انور مره في واحده اسمها نواف منهم عارف في المانيا هسه، قالت لي التغيير اللي غيروا لي انور بالمنح دي غير حياه الناس. انا قلت بقول طوالي لانه انا غير حياتي كلها المنحه دي بتاعت الرويال اجريكشر يونيفرسيتي. لقيت كيف بفتش وقتي في المكتب ده افتش، لما بفتش على الزراعه وام بي اي لقيت المنحه دي الكليه دي اسمها الرويال اجريكشر يونيفرسيتي، لكن حاولت اجتهد فيها. عندهم منح واحده بس 14، واحده منهم اوفر سيز، اي زول ممكن يقدم. ولحد الليله بتذكر عشان بقول لك انه ربنا ده الناس لو خدتوا الايمان في قلوبها، الله ده قاعد بيقسم والله الكلام ده قالوا لي انا زول في السعوديه، قال لي اي زول ربنا ادى اربعه، لكن الانسان ما بيقتنع حتى اللي بيتحاصصوا لي في السياسه دي ما دارين اقتنعوا، ممكن ربنا يجيبهم وزراء لكن ما دار يصبروا.
ربنا بقسم، قاعد بيقسم للناس دي يعني، تتعب اهو امك يا بتصرف. بروف، بيقول لك حتى الحرامي الحاجه اللي ماشي سرقه دي ده رزقه، لكن ما انتظره، ما يستعجل انتظر عليه. فقابوا رسولي انا، قالوا تقدم. انا شهادات الحمد لله كنت اوريدي حيرني نفسي على التدريس، لكن ما قعدت خشيت، لانه عشان اساعد اهلي وكده ما قعدت. انا تعينت مساعد التدريس وكليه الزراعه يا خرطوم، وعندي قصه معاهم بقول لك بعدين. المهم ما خلاني اقعد يا خرطوم شنو، والكلام ده بقول والكلام ده دقيقتي في كله، لانه انا ما عندي، انا لو كنت الليله في حزب سياسي كان زمان طلعت البطولات اللي نادي. انا من اول ذول اتضرر من الانغاز علام النور قدامكم ده، نحن اول دفعه يتذكر دفعه 92، تذكر لما جوخ كيزان 89. ايوه دي قالوا فكرة تاني صعبة. التعيين كان بيقبضوا الناس من الشوارع اول حاجه، لكن التعيين مساعدين تدريس والكلام ده دوكيومنتي، حتى هسه العميد كليه الزراعه ده درسني، هسه قاعد ده بيشتغل كان عميد زراعيين دي. التعيين بقى ما في الكليه، بعد الكليه تجيب الاوراق والريكومنديشن. بذكر لا بروفيسور من الريكومنديشن حقتي كانت احسن اثنين بروفيسور، بذكر فيصل مرغني الله يرحمه وعثمان عجيب. يعني كليه الزراعه دي انا جبت له ريكومنديشن من احسن ناس في السودان في الزراعه، يعني عينوني طوالي. لكن التعيين تمشي المعسكر تقعد 18 شهر، وليه هسه بتذكر اسامه ده دفعتنا في بيطره مشى المعسكر وقعد. انا قلت لهم العسكر ده ولا بقرب. التعيين كان في زمننا زمن الانغاز 92 لما نجوا الانغاز، وكانوا فيري اجريسيف، بتم جوا المعسكر، تمشي المعسكر وتتدرب وبعينوك هناك في المعسكر. انا المعسكر ده ما دخلت، فخليته ما في طريقه ومركته. فالخلاصه ناس الشركه السعوديه دي لما قعدت معاهم السنه ونص دي وعرفت ان ام بي وبقيت اقدم، جيت قدمت قالوا لك تجيب شهاداتك، شهاداتي كلها ممتازه جدا وريكومنديشن. حتى قال لي اللي اسمه جارس توماس ده كان رئيس الكورس في الرويال كوليدج، وانا اترحم على كل الناس دي من ضمنهم بروفيسور، يعني ده الانسان لي افضال، لي افضال علي يعني جارنا هو، لكن يعني كان بيعاملني زي اولاده، اللي هو اسمه الله يرحمه ويغفر ليهم حسن اسحاق. بروفيسور حسن اسحاق ده ريفرنس بيكتب لي، يعني اللي كان بيكتبوا لي احسن ناس معروفين في ريدنج. ريدنج في سودانيين ما عارفين المعلومه دي، انه بروفيسور حسن اسحاق الله يرحمه جامعة ريدنج عاملة لي تمثال، ده سوداني. بس أنا نفترض سبحان يصلح الله. الله يوم من الأيام ده نمشي أصور التمثال ده هناك مع أولاده، تمثال عديل. ذول الزراعة دي ما خلى فيها حاجة، كاتب لي الريفرنس، يعني الريفرنس حق دي كانت كلها فيرست كلاس. لكن أهم من ده كله قالوا تكتبوا إيسي توري كيف الزراعة بتغير وتخدم المجتمع، فقالوا شهاداتك والريفرنسز وعليها ترايت أن أساينمنت. انا لما جيت اكتب البتاعه دي انه تكتب انه كيف الزراعه بتغير الدنيا دي كلها والمجتمع، حاجتين انا بتوقعهم دي اللي جابوا الفائده. كنت بقرا في جريده الشرق الاوسط وبترجمه ده كل يوم. اليوم ديك كان في خبر جايبين انه صغير جوه الجريده، قال لك في علماء ولا خبراء ما بعرف شيكاغو ولا بنسلفانيا ما بعرف، اكتشفوا انه في بعض النباتات بتمتص السموم من الجو، وقالوا لو اكثروا منها ممكن هي تشيل السيم ده من الجو، يعني انه الزراعه النباتات دي بتشيل الجو. ويا لما جات الاسي بالايميل قال لهم تعملوا كده، قال لك كيف انها تساعد في المجتمع وغيره. كنت بتواصل طوالي بالتليفون مع بروفيسور الله يرحمه اسمه حسن اسحاق، وعندنا قصه مع يعني احنا كوسرتين يعني اصلا ما انسى القصه دي. امي الله يرحمها كانت مفتشه حسابات في التليفونات، وبرضه من الاول الناس اتضررت بالانغاز، اول ناس شالوه ناس ام دير الله يرحمه، ومنها السكري ذات زاد عليها بس منها قاعده في البيت. لكن ما دارك اعمل فيها مناضل ولا اعمل، لكن ده حصل. فبتذكر امي الله يرحمها التليفونات دي ما كانت فيه، ما بطلعوا لي الا بصعوبه، فامي بحكم انها فتشت حسابات طلعت التليفونين والاثنين ما جابتهم البيت. دي الحقيقه عشان ربنا يديها تهجر في الكلام اللي بقول فيه ده. واحد ادته لحسن اسحاق ده لانه كان ذول ديسيب رحمه الله عليه عشان يقدروا يتواصلوا به، والثاني ادته لامنه لاخوه خاله اللي هو يوسف سعد، لانه ده كان عنده دكان في السوق. يعني حق يوسف سعد ده الله يرحمه كان باسم نزار، لانه ما بيخلوك تطلع اثنين، طلعت واحد باسمه ادته للمرحوم حسن اسحاق ده، ونحن اولاده ما جابته. وحق الثاني باسم نزار الخفير ده ادوه لخاله. المهم فبقى تليفوننا اللي عند المرحوم حسن اسحاق ده بقى شماعه، نضرب من السعوديه يمشي لاسميه وين؟ الله يرحمها ناس حسن اسحاق، والتليفون ودينا نحن. فدي العلاقه كانت بيننا وبين الاسره دي، وربنا يطول في اعمارهم ما شاء الله كلهم. بس يعني علاقتنا معاهم كاسره ما سهله. الحصل رفعت التليفون اهوين مش ناس حسن اسحاق، قلت له يا بروف طالبين مني كيت 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 الزراعه دي، قالوا كيف تساعد المجتمع وغيره وغيره.
حتى بتذكر لحد اللي انا محتفظ بالكلام ده، بروفيسور حسن اسحاق كتب لي، قال لي الزراعه ذاتها لما يكون الحته فيها بتذكر جرين وخضره وكلام زي ده بتهدي النفوس، بتخليها ريلاكسيشن. وحتى امي لحد اللي الله يرحمها كانت حتى مره فازت بكاس الزهور ده في مدني، بتقول انه الزهور بتغير نفسيات الزول. المهم كتبت النقطه حقت البروفيسور حسن اسحاق الله يرحمه وبتاعت السموم وغيره وديت انجلترا، قام رسول لي جواب قال لي يا اخويا بليز نديك السكولرشيب. دي كانت النقطه بتاعت التحول. ففي نقطه التحول دي الناس اللي ذكرتهم دي كلهم ربنا جابوا لك شبكوا لك في الحته الحته الحته. بس السعوديه دي قال لي ما تكفلوا بابا، انا عندي فيها اهم اثنين سودانيين قابلتهم في حياتي ولحد ما اخش المقابر دي ما حنساهم. لو قلت لي نمبر 1 و 2 اثروا عليك في حياتك، اثنين قاعدين في السعوديه دي. واحد اسمه عبد العظيم. عبد العظيم ده انا تعرفت عليه يوم في السوق في حي الملز محل كنت قاعد مع صلاح في مكتب الترجمه ده. عبد العظيم ده محاسب ومعاه محاسبين شغالين في زول اسمه الفالح بتاع الرياضه، دول بتعرفوه. قاعد عرفت عليه انت سوداني بس سبحان الله في الشارع. عشان كده انا بؤمن في السودانيين ديل، وعشان كده بزعل لما انا اقعد انا ابكي في صف السودانيين ديل، لانه زي ديل ما بيستاهلوا يكونوا لسه بيتعذبوا كده. وداني البيت اتعرفت معاه على واحد اسمه علي وضياء، هون عذاب الفالح ماجر لهم اوضه في سكنه بياكلوا ويشربوا في هناك، بيمشوا للفالح دي يمشوا يشتغلوا. انا قاعد مع الناس ديل والله على ما اقول شهيد يا جماعه وربنا يذكرهم كلهم بالخير. عبد العظيم لسه قريب ده قاعد في السعوديه في الرياض، وضياء وعلي ديل. انا والله يا جماعه لحد ما خليت بقى عندي شقه واجرتها، الناس ديل انا باكل وبشرب ما في يوم جبت لي مويه ما جبتها، بيحموني عديل لانه يعرفوا قصتي انه انا زور تقريبا لاقي. لما نزلوا لصلاح فيروز ده وبقيت يوم انا اتحسس اقول ما امشي الليله اتعشى ولا اقعد معاهم، وهم قريبين جدا وانا اكون داير اموت من انه امشي للناس دي لانه بتونس معاهم وكشاتين ونسه، لكن ما قادر انا ما بقدر تكونتريبيوت، ما عندي كروزات كونتريبيوت في هنا، انا بتشوني في اللغامه. والله يا جماعه الناس دي اليوم ما اجي بيجي يفقدوني. يا سلام. وانا كنت ما بمشي لانه والله اكون ما اقدر اكلفه زياده والله العظيم. وصلت مرحله بجد ما بقدر والله نازل اكزيست في الرياض يا جماعه. تخيل انت بدك تمشي لهذول عشان ما عندك قروش تشارك في الاكل والشرب ده، ويجي يفقدوك يقول لك انت ما جيت امبارح ليه؟ ورمضان يعني نازل انا قضيت والله ما بتذكر انا شاركت بحاجه بملينا والله العظيم. النازل مرتباتهم بسيطه يعني ما عندهم حاجه زياده لا تعملوها، يعني مرتباتهم محاسبين بسيطين. لكن الناس زي انا اتمنى الله يمد، انا بقعد اقابل عبد العظيم بس يعني ضياء ولادي ما قابلتهم سنين. في الفتره دي انا والله يا جماعه بجمع في القروش اللي عمل لي اقامه، اتعرفت على زول اسمه الشيخ سعيد شامه، الشيخ ده من الشماليه من دنقله، وقام يتعرف علي وانا طبعا حببتيه من دنقله وفي جمعيات حقت الدناقله دي. والله يا جماعه جمعيات الدناقله بتاعهم مش الدناقله، جمعيات الشماليه دي عموما، وانا بتوقع طبعا جمعيات اولاد دارفور ولا شال الجزيره، انا بتكلم عن اولاد الشماليه رحت اكيد بيديل بس هم علاقتي بانه انا من الشماليه. قام طوالي ساقني قال لي بكره تمشي الجمعيه. طبعا الناس بيعملوا جمعيتهم، انا جمعيتي ذاتها ما عارفها وين، نحن بنعرف اهلنا في تنقسي وحبوبتنا الله يرحمها من دقلو وين ما بعرف ذات جمعيتها طبعا منه. وابوي بيقول لي انتوا بديريه ده اهم شيء، احنا جايطين امورنا. فقاموا ادوني الجمعيه. الجمعيه دي يا جماعه بتحصل فيها حاجه، انت بتجي بيجيبوك يقول اخو ياسين اخو انور، تقعد في الجمعيه تاكل وتشرب لحد ما تشتغل ويجمع القروش يشتغل لك اقامه. الشيخ سعيد شامل ده لما جيت انا اجمع في القروش كانت غاليه خلاص 15,000، هو كونتريبيوتد للاقامه بتاعتي ما بتذكر ب 3,000 ولا حاجه. لما انا اشتغلت مع الشركه اللي قلت عليكم السعوديه الامريكيه دي وبتاع، واول مرتب اخذته بذكر 3,000 ونص، كان مرتب كبير يعني الزمن ده، وماكلني صباح بجي افطر وبتغدى في الشركه وغيره. بتذكر الموقف ده لحد هسه الليله، اول مرتب شلته قلت ابدا اخلص في ديوني، فقمت اقول انه اكثر زول طالع نازل معي 24 ساعه، شلت 1000 ولا 1500 بتذكر واديته ليه؟ والله بتذكر في الجمعيه، الزول ده قاعد يبكي. ليه بيبكي؟ قال لي يا اخي معقول ترجع لي انا قروش اول حاجه؟ قلت له يا الشيخ يا اخي انا لازم احل الديون دي، وقام زعل. قال لي حتى لو بترجع ترجع لينا اول زول انت المفروض انا قال لي غريب بعد ده كله الزول ده يا جماعه هذا الشيخ ده لحد هسه اكزيست بس علاقتي معه طيبه لكن ربنا يمكن بس اراد ما تلاقي يعني هو قاعد في السعوديه فمشيت انا من ديك انا من زمان اصلا عندي بليف قصه تقول لي شهاده ودكتور وبروفيسور ده ما انا ما بقيم بها شخص نهائي الشيخ سعيد ده الله يطول في عمره يا جماعه كان يشتغل الطباخ
في الحرس، انا بقول عنه لانه هو بيفتخر بيها، ما حاجه. كان هو شغال طباخ في الحرس الوطني في الخلا بره، كنت امشي ابيد معاه محل قاعد عنده اوضه كده بيطبخ للعساكر ديل. الشيخ سعيد انا كنت بقرا له، هو ما بيعرف يقرا ولا يكتب. يا اخي شوف الغيم دي، كده انا بقول دائما امي زمان الله يرحمها بتقول لك القلب ما بزيد. عشان كده لما تيجي تقول لي زول، يمكن دي الحاجه اللي خلتني تفرق من ناس كثيرين. انا قصدي اغيم لي زول بانه يعمل شهاده الدكتوراه ولا هو كونسلتنت، ما قعد تمشي معي نهائي. يعني يجيني اكبر كونسلتنت ولا يجيني اكبر محامي ولا يجيني اكبر شفت بروفيسور في الدنيا دي، لو ما احترمني وحسيت بيه انسان بسيط، لانه زي ما بقول خلاص دي زميلنا. يعني ما انت نجار طباخ بترعى غنم دي حاجه. فالخلاصه يمكن ربنا جاب لنا ذيل في دربي، وعشان ذاته مش انه يساعدوني ماديا ولا انه يسكنوني ولا ياكلوني، لكن انه يدوك البوره السبورت النفسي. عشان كده انا بقول كثير جدا للناس اللي بتقوم لاجئين وفي جروب اوديل، الناس دي بتكون اكثر حوجه لهم السبورت النفسي. وانت زمان كنت في الجاليه يا ياسين، تذكر فطرون في رمضان دي، تلقى الواحد يحكي لك في الفطور يقول لك جيت في لوري ما بعرف قاعد على البحر. انا بالنسبه لي ما قصه انه ما حيقعد وحيعمل اغامه وبيكبس بريتش زيك واي شيء، لكن بيكون محتاج لسبورت نفسي لانه بيكون خايف ما بيقدر ينوم. نعم، فدي الحته المفروض الناس ينتبهوا لها برضه. نعم. والله يا بروف يعني الحديث معك ذو شجون. يعني نحن ذاته يعني كون نجيبك هنا، نحن دايرين نعمل سبورت نفسي للشباب اللي في السودان اللي اتخذلوا في ثورتهم ويتخذلوا في تعليم ويتخذلوا في حيات كثيره جدا جدا. فنحن ذاته عشان نعمل لهم السبورت النفسي ده، هم نجيب مثلا بروفيسور علام يجي يحكي لنا يدينا موتيفيشن. يعني ده جزء من الحاجه دي. يعني يديك العافيه يا بروف، يعني والله يعني مدع يعني صراحه. والله يا بروف يعني صراحه كده الكلام ده الناس ما بتتكلموا، الناس بتنط طوال للنجاح، وده بروفيسور منو وده دكتور منو وده عمل جائزه افضل بحث علمي وده شنو. لكن القصص الهيومين دي، القصص الانسانيه دي والتفاصيل بتاعتها، انه كيف الانسان والشعب السوداني شعب عظيم. يعني انه فعلا تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وهل الحال رمى أهلي. يعني الناس كيف بيدعموك دعم في أكثر الأوقات بتكون فيه فورنبل ضعيف وهش يعني. نعم. فأشكرك جزيلا والله على أنك تسلطت النقطة دي، ويعني تحية لجميع الأهل والأحباب والسودانيين في السعودية وفي الجمعيات وكذا. يعني دي حاجة عظيمة جدا فيهم، إن شاء الله تستمر. طيب يا بروف، ننقلك للبحث العلمي. يعني أنت تقريبا أخذت جائزة أفضل ديزرتيشن بتاع ام بي اي في الرويال كوليدج اوف اجريكلتشر. والله يا ياسين يمكن برضه دي الحته ثاني غيرت الماجستير اللي انا عملته ده، وكان ليجا ريسبونس في الرويال كوليدج دي، والدوري بوجه ده تحسب كتاب الكليه ده. كان موضوع بسيط جدا، انه قلت لهم طبعا انا برضه ترجع ثاني للبحوث، قلت لهم يا جماعه البحث العلمي ده السودان فيه بروفيسورات كتبوا لما فتروا، وناس البحوث دي طلعوا من الصويا دي، ناس حسن اسحاق الله يرحمه طلعوا بنزين عديل دوروا بالعربيه فيه مدني، وفي ناس طلعوا القطن دي تفتحها كده تطلع ملونه يعني كلرت. فالجاب ده ليه البحوث العلميه دي بتعمل تنميه، ودي كانت ديزرتيشن بتاعتي. وانا ما جايب خبر، انا كنت بس همي كل انه اباصي، ما جاي انه القصه يعني عجبته للدرجه دي. وقمت عملت الكيز استدي عن هيئه البحوث الزراعيه في مدن. يعني انا هيئه البحوث الزراعيه دي مرتبط بها بطريقه ما عاديه، لانه الماجستير عملته عنا والبي اتش دي عنا. فقمت لقيت كيز استدي، وحتى كان جرس توماس ده رئيس الكورس قال لي يا اخي انت الناس ذي كانوا كاتبين عنك الكلام ده، الناس ذي المعروفين يعني حسين اسحاق بالذات يعني كان بيذكروه عديل زي نوهم. وحتى انا بتذكر لحد الليلة يعني رجعت لشغل عمل سنه 68 انا ما ولدوني عن الفول السوداني. فهس أنا كالعيل بقوله عن الفرصة، وهذا بقوله عن الفرصة. يعني الخلاصة عملوا الامتحان وقام وسلمت أو مشيت، ما عندي حتى أقعد فيها طبعا، مشيت قعدت مع أخوي في دينبرا كان دكتور هناك. فأنا قاعد وبحاول أشوف لي طريقة أعمل حاجة، ضربت لي واحدة من كلية البيزنس قالت لي يا أخي جرس وما بعرف منو اللي هو العميد ده، قال لي اتصل بيك لأنه أنت عندك فايفر. والله العظيم يا جماعة قلت والرويال كوليدج دي جنب أكسفورد أو في جنب أكسفورد برا منها، ويدين بردي جماعة زي بور السودان والخرطوم. قلت لها طيب ها كيف؟ قامت قالت لي يا أخي الانترفيو حيعملوا معك الاكسترنال اكزامينر، بذكر من جامعة لندن دي، من واي كوليدج جامعة لندن، ولازم تحضره. طبعا أنا طوالي خفت خوف ما عادي، وافتكرت إنه أنا مارجنال فيلير
لانه ما ممكن يقول لك لازم تحضر. لما قعدت افكر ما عندي قروش، رحله طويله ومكلفه. قام اليوم الثاني ضربت عشان كنت احاول، لانه قرر ذاك عن صاحبي الشديد الكور دايركتور ده بيعاملني كده بطريقه ما عاديه، قلت اضرب شويه اعرف اعمل شنو. خفت كنت ضربت له، قام قال لي علام ويل دن وكونجراتوليشن، وقال لي الفايب. قلت له انت يعني الحظ شنو؟ فقال لي يا اخي الفايب دي لانه في جائزه انت منافس فيها بتاعت اسمها الكوليج بوك برايز فور بيست ديزرتيشن، هي بتدوها لك الكليه كلها يعني كل طلاب الماجستير. وقال لي يا اخي انا شايف لازم تحضر انت تمام خلصت و... لكن دي يعني لازم لك جايبين بروفيسور يعني يزعل الطلبه عشان يختاروا انه يدوها لهم. بتذكر لحد ياسر كان معي نيك تو نيك بيت من مانشستر كده. فقمت قلت له كويس، قمت قلت له خلاص انا، قال لي انت تستعمل فيني؟ قلت له قاعد مع اخوي بتاع. قال لي انا يا علام ترافلنج ما بقدر اساعدك، ما عندي طريقه. الحين قال لي اللي بقدر اعمله ليك ممكن احجز لك في في الكوليج غرفه، بقدر يعني تيجي تبيت في الغرفه لانه هي برا قاعده في الخلا كده. وانت اخوي قال لي كويس. طبعا عرفنا بعدين هي كومبيتيشن في حاجه وانت ضربتها ثاني. قلت له قال لي يا اخي ما في حاجه تعملها، تعال بس رايح ريزلتك وحياتك والديزرتيشن، ما انت باصيت وانتهيت ده بدري. انا ما جيت الكوليج بذكر لحد هسه قابلت البروفيسور ده وقام هو دخل معايا غلطه الفايفه، وجيت كنا منافسين فيها الفايناليست كنا اثنين. انا ما جاي باي خبر حتى الانجليزيه دي والله بذكرها لحد هسه، يعني من ديك انا حسيت بانه العنصريه دي امبيدد كده في الجسم مرات. قامت يوم التخريج قالت لهم يعني وديت يعني زول ده عامل شنو اكتر مني. بتذكر والله ب 0.6 لانه انا بتذكر غيمني الزول ده ب 70 71.2 ولا شو ما بعرف ده اللي اداني لها يعني في في الجائزه. والبنت جابت 60 70.4، ما ترى انت فوت ال 70 والله بذكرها لسه في كورس ثاني يعني معي ما في نفس كورسيني. المهم فقام فالدوري الجائزة، الجائزة أنا الحاجة ده بعد ذلك بريد أقرأ عنها وأعرفها. الجائزة الحاجة السمحة فيها شنو؟ إن اسمها كده اسمها College Book Prize for Best Dissertation. أنا ما قاعد أعمل بقى إكزاجريتين كتير، كاتبة طبعا في السي في وحياتي كلها، لكن ما حصل مرة تكلمت عنها زي ما which is أنا ما أنا بالعكس I don't see إنه أي problem. زول يعني تفاخروا بأشياءكم قالوا ما مشكلة ما هي للمصلحة العامة، لكن الميزة بتاعت الجائزة إنها for best dissertation في Royal Agricultural University. والرويال أجريكلتشر يونيفرسيتي دي اول كليه اتجرت فيها زراعه في العالم، بس لما افتح صفحتها بقعد بيقول لك كده انها ذا فيرست اجريكلتشر كوليدج ان ذا انجلش سبيكينج ويرلد. حتى لما ريحت بتذكر لقيت بروفيسور نيفل بحوث بحكي ليه وقال لي قال لي ده انا كان زمان حاولت المستحيل امشي وما مشى. يعني كانت غريبه هي كليه صغيره بس بتجري الزراعه دي وكبزنس وكلام زي ده. الحاجه الثانيه الميزه اللي فيها انه بدوك ممبر شيب بتاعت الرويال كوليدج اللي هي ادوني لي هسه انا ممبر في الرويال كوليدج، عندهم حاجه اسمها الممبر شيب يعني زي الليد ممبر كده. لكن حقيقه انا ما حسيت بطعم الجائزه دي الا يوم جيت للريسبشن يوم التخريج. انتوا ناس ماخدين الجوائز دي، ما انا ما براي في ناس ماخدين جوائز ثانيه، بيعملوا لكم ريسبشن مع الفي اي بي. الفي اي بي بتاع المنطقه دي اللي اسمها كوسويل اللي كلهم الجماعه المليونيرات دي اليوم طبعا كلها كونزرفاتيف. يعني تشارلز ده ذاته واولاده ديل اولاد ديانا ديل كانوا بيلعبوا في الجولف ده قريب للمحل اللي احنا قاعدين فيه، كلها ناس اثرياء معروفه يعني اسمها سايري سيستر المدينه الا صغيره. فالمهم بيجوك الناس الكبار مثلا مدير صاحب موريسون، موريسون الواحد ده بيجوا بيجوا ناس بيجي يعني ناس الفود اندستري، وبقوم لما يقوم العميد يعرفك بيعرفوك انت كده زي الحاجه الكبيره انه ده ده اللي اخذ جائزه شنو ده. انا مثلا ادوني 1000 جنيه ناس بوكر، بوكر ديل منو ده يعني النادي ديل ياسين السوبر ماركت الضخم ده. ايوه نعم ده اكبر يعني اكبر صبلا ديستريبيوتر بتاع فود في البلد دي. اداني 1000 جنيه هو مشيت باي اندونيسيا ودوني لها مؤتمر. يعني بيجيك برستيج ده كله قاعد الجوابات دي قاعده. يعني هسه انا ممكن اكتب ما قاعد اذكر اكتب انه انا اخذت جائزه بوكر دي انه امشي لانه كل اجابات الشهاده اللي جبتها دي. لكن القيمه الكبيره انه السوبرفايزر الاشرف علي فيها، بعدين نائب المدير اللي هو بيقدر تربطني بيه علاقه، وجا بيقى من الناس اللي كون معاي واست وازي الكبيره دي كونها معاي ناس الرويال كوليدج دي، لانه بيقى يشوف علام ده وخاتمني في النيوز بيتكلموا عني. يعني لما انا اترقى القى الشغل يجيبوني في النيوز عندهم. يعني بيقى عندهم اكزامبل لزول جاي فقير فقران من العالم الثالث ده وقدر في بلده يندي ينجح. فبتذكر من اكبر الفوائد اللي ربطتني بالاشتراكي وغيرت توتالي بعد ذاك السوبرفايزر بتاعي كان اسمه ديفيد جي نيوتن، ديفيد جيمس نيوتن. ديفيد نيوتن ده من احسن الاستراتيجيست في العالم تقريبا، وكان العميد ويتهبن لما قلت له انا داير اشوف استراتيجيه البحث العلمي. عشان كده الحاجه المؤلمه يا انور ياسين ما قصه انه مستوري علام دي بتلقى غيره. لو زول اخذ جوائز في استراتيجيه البحث العلمي خليهم انه ولا راكب لك في راسك ولا ما راكب لك في راسك،
لو الرويال اجريجيشن يونيفرسيتي بتشوف انه از ذا بيست والسوبرفايزر بتشبك بيه ويمشي معاه للبي اتش دي، انا من الناس اللي اشرف عليه في الماجستير والبي نفس الزول. طيب ما تسمحك شوف عمل شنو في البحث العلمي او شيل الديزرتيشن ودي اقراه وهو عامل عنك عامل عن هيئه البحوث وقلت له الكلام ده سبحان الله قالوا اتقالت فيني كلمه حق قالها بروفيسور عثمان عجيب يعني كان بيكرمه في مدني في بروفيسور اخذ احسن جائزه احسن باحث في الانتمولوجي من الفاو اللي هو عاصم علي عبد الرحمن بروفيسور عاصم ده كان اديته الفاو الامم المتحده جائزه احسن ساينتست في علم الحشرات فكلموني انا حتى ابوي لما كلمني ما كنت يعني دي من حياه التذكره في ناس في السودان ده شوف انت ما قاعد ولا تبعهم بروفيسور عثمان احمد علي عجيب الله يطول في عمره قام لما جه كرم وجا وزير الزراعه قالوا على جنيف قال لهم الليله برضه وصلتني الديزرتيشن بتاعت ابننا علام وخلصها في اقل من سنتين دي بتاعت البي اتش دي فسبحان الله يعني انا بتعجبني الحاجات دي بتبسطني لان انت ما قاعد اصلا مش الدعاء يقول لك دعاء بايظ الظهر ده احسن لك من ذول العلاج قدامك ايوه فالخلاصه البحث ده مفيد وغير منهاج التكنولوجي الجاب ده غيره تغيير توتالي فلكن فعدني فيه انه بقى ديفيد نيوتن ده كان مبسوط عنه ونائب المدير ده يعني اسمه بول ديفيس قال لي يا اخ انا صححت الديزرتيشن بتاعتك لانه لما جابت مشي للجائزه والدوله نائب المدير ما خلاص ده مرشحينه يعني شوف القيمه بتاعتها التفاصيل دي المهمه التفاصيل ده انه غيموك كيف ما انا جبت هنا على درجه والسوبرفايزر الثاني على ولا متحنين عشان تمشي للجائزه مشت لنائب المدير اللي اسمه بول ديفيس اللي هو بيقى فاميلي فريند الزول ده يا جماعه لما مات لحد الليله الكلام ده مات قبل 3 سنين ولحد الليله انا ربنا يطول في عمري يديني صحه حمشي ازور اولاده والله يا جماعه ادوني يعني ديك الساعه ما بقدر اذكر ذات يعني والله ضربت لي السكرتيره تحت المديره قالت لي حيعملوا فيري ليميتد ده نايم مدير الجامعه اقول له ليميتد سبيس اللي حيخشوا في التابين بتاعه جوه بتاع الكنيسه ده ما كل الناس بتخش هناك قال لي العائله خطتك قالت انت تحضر معاهم انت والله يا معك انا بتذكر عبد الليل حتى انا ما كنت عارف ذاته يخش اعمل اقول له كان في ظروف قاهره ما قدرت امشي يعني وصلت مرحله على قضيب الناس دي انه انا الفاميلي ده انا احضر جوه معاهم يعني لحظه في بروفيسورات وزملانه ناس مع 20 و40 سنه لكن الزول ده بيجي يحترمني احترام ما عادي الحصل لما جيت امشي للبي اتش دي السوبرفايزر بتاعي ده ما كان في قروش عشان انا واصل في الماجستير انما كنت ايدنبر وقام الدكتور اللي هو جون ادم ده قال لي يا اخي انا علام اكونومكس اكونومتريك دي معاك فيها لكن انا في الحته بتاعت التكنولوجي جاب في الزراعه دي انا ما عندي اي خلفيه عنها يا علام قلت له طيب يا اخي شوف السوبرفايزر ازل يرشح لنا زول لما رسلنا لي ديفيد نيوتن قام قال لي انا ذاتي بس بكتب عليك والله زول ده بيجي من اوكسفورد للميتنج في ايدنبر يعلم الله ما عنده اي مصلحه وبيدو كلها كم يعني ما بتذكر عظيم 1000 جنيه ما تأمل لكن هي ديد مي فيفر لحد الليله يعني انت ما وقفنا نرسل له ولا دعوات الا قريب ده بس في امريكا كونسلتنت كبير واخذ المعاش ايرلي بيقول لي علام والله انا بقيت ما بقدر اعمل اي شيء ثاني يعني لسه بصحته لكن على غض مواصله فيعني عشان كده انا لما انا بتعمل الحاجات اللي بتعملها للشباب دي الحاجات دي بتمشي للريسيديوز انت ما بتتخيلها انا حياتي دي كلها اتغيرت بسبب المنحه دي وحياتي دي كلها اتغيرت بسبب الحياه التفاصيل البسيطه دي لكن ما شطارتي يعني زي لايك الايديا وانا اتوقع علي يعني انا بدايه لما كنت نايف يعني نفسه ما انسى نهائي مره بنتعشى فيها من الماجستير انا ما كنت بعرف ذاته في انجلترا هنا ما في حاجه اسمها ولد وبنت ماشيين مع بعض دي اخته ما فهمت القصه دي الا بعد جيت كنت زي العبيط فقاعدين بيعرفوا فينا قمت واحد قاعد مع واحده زميلتنا بتذكرها قلت لها انت دي اختك قلت لها ده اخوك زعل اللي زعل ما عاد قام بعد تكفي منه زول ده متخلي ساكن جاي ما بيعرف لسه الكلشر ذاته احتمال انا كنت زول نايف كده ما عارف ذاته الخويات ما عندهم حاجه اسمها قال لك ولد وبيت جايين تعزيم انت عشاء ويعرفوك بزول في العشاء قاعده جنب بيت ده هو البوي فريند ما عنده اي لا بس واحد يمشي معايا حريصه ولا بتاع فكون كنت يمكن انا بتعامل بكل السذاجه دي يمكن فلكن القصه دي فتحت فتح كتير وقمنا وواصلنا فيها في البي اتش دي الله يديك العافيه بس انا قبل ما انا خليك تجر نفسك شويه قبل ما نمشي على اسكتلند وجامعه دنبرا للبي اتش دي شكرا يا جماعه الناس اللي في الفيسبوك اللي بيرسلوا السلام والتحايا لبروفيسور علام وان شاء الله الزمن يزعفنا نقدر نجاوب على جزء من الاسئله الحاجات دي كلها يا جماعه احنا اصلا عاملينها للتوثيق تمام كلها حتتوثق يعني احنا عندنا قناه كامله في اليوتيوب في الفيسبوك
حتى لو في اي واحد فيكم عايز فيديو، يعني السورس دي كلها عايز فيديو، ما في مشكله. يعني احنا الحاجات دي كلها يا جماعه عاملينها لكم انتوا، يعني ما يعني احنا ما مستفيدين منها يعني تو ماتش لايكس في الفيسبوك ولا في الحاجات دي. يعني الحاجات دي كلها والله احنا عاملينها لكم انتوا عشان تستفيدوا منها. والقصص دي يا جماعه احنا بنجيبها، ما في زول يعني من الناس احنا جبناهم ديل قال انه والله يا جماعه انا هحل مشاكل السودان، ولا نحن دايرين ولا حنقدر نحل مشاكل السودان، لكن نحن ممكن نقدر نحل جزء من مشاكل السودان الفنيه. يعني ممكن نساعد زول ياخذ له شهاده، ممكن نساعد زول ياخذ له منحه. يعني انا شخصيا تعبي كله لو قدرت اساعد لي نفر واحد بكون انجزته، تمام؟ فاي زول فينا يعني قدر ينجح وساعد له زول اكيد بينجح الناس الثانيين، ودي الفكره بتاعتنا يعني. طيب يا ابو رف بعد ذاك مشيت لي اللي هو الشعار بتاعنا المستمر، يعني عندك خد ما عندك شيل. بالضبط كده، يعني حتى بامكانياتنا البسيطه دي والله يعني منعاني، يعني عشان انه البتاع دي الحاجات دي كلها تصلكم موثقه وكده يعني، فبتجينا النيجاتيف رسائل سلبيه لكن ما شغالين بيها ولا قاعد، بالعكس دي بتزيدنا يعني، تمام؟ فكتر خيركم على الـ يعني الدعم المعنوي ويديكم العافيه. بروف علام نحن نمشي قدام شويه لاسكتلندا و رحله الدكتوراه. والله يا ياسين انا مشيت اسكتلندا من بعد الماجستير دي، مشيت لانه بس اخوي هناك كان في ادنبرا وما عندي حته امشي لانه ما معروف، وكان باقي لي يعني فيستي حتنتهي، والزمن ذاك بتذكر بترسل للهوم اوفيس بيجدد لك. الدنيا كانت بخير يعني، حتى السفاره السودانيه اذا انت بترسل جوازك بيجددوا بيرجعوا لك في ادنبرا. فمشيت ادنبرا دي وما عارف اعمل شنو، طبعا ما ممكن اقعد عاله كده في هناك، فقمت اخوي بيجي يفتش لي في الشغل كان بيفتشوه يا هو كان غسيل العده اللي هو الديش واشنج بيسموه كيتشن بورتر، الوظيفه اسمها كده ده الاسم الجميل بتاعها. وبتذكر لحد الليل انا كنت بوسط في السودان يقول لي فلان وما ادري اذكر اسمه ربنا يديهم العافيه، انه يا اخي يقول لي شغل لانه بقت لي حاره كده، اخوي يمشي المستشفى وشغال وكاسر رقبته وانا قاعد له في البيت، يعني ما بقدر اقعد في البيت كده عاطي ياكلوني يجربوني، فما في شغل يا هو الشغل كيتشن بورتر. حتى بتذكر لحد الليل مره واحد جاء زعلان واحد صاحبنا كده مع اخونا زار اخوي، فقال لي يا اخي ها ما جيت، قال لي مشيت المحل قلت لك دي، قال لي مشيت ما بعرف شنو جم الشارع هاي، قال لي في الايرش باب وما بعرف شو، قال لي هاي ما دي كلها مطاعم اه ما جيت، قال لي ما جيت، قال لي انت تقول لهم شنو، اقول لهم داير شغل يعني، قال لي انت راح تقول لهم داير مانجر ولا شنو، ما الشغل يا هو كتشي فانا كنت بفتش بتذكر لحد الليله، وانا القصه دي قاعد اقول والله في دنبره كثير بقول لهم لحد الليله كنت بمشي اوصي السودانيين انه يقول لي حته اغسل فيها العده ما بتلقى ذات ما في وظائف والله العظيم. المهم بعد ذاك ربنا اكرمني اشتغلت غسال للصحون اللي هي كيتشن بورتر اسمها. حقيقه غسيل الصحون ده اللي بيشوفوه في الافلام ده استرو والله يا معلم، اللي ما غسل العده ده ما بيقدر يعرف الافلام دي بتتكلم كيف. تخيل انت الوظيفه كان بيدوك 2 جنيه وانت بتحنس ليه عشان تغسل العده دي كويس؟ انا ما في شيء غير علمتني حاجات غريبة جدا جدا. أول حاجة تعلمتها كنا بنذكر في الكوين اليزابيث سنتر ده 7 ولا 9 بنغسل العدة لأنه سنتر ضخم كبير. التسعة ديل أنا الوحيد اللي أسود فيهم وما ولد البلد، 7 ولا 8 اللي معايا ديل أولاد البلد عادي اللي جاي من أبردين وكلهم طلبة. فعرفت إنه الواحد لو أبوه شفته بروفيسور ولا أبوه مدير المستشفى ولا غيره عند الخواجات لازم يمشي تو لوك أفتر هيم سيلف. أول حاجة عرفتها انه الشغل ده لازم تشتغل. حتى بتذكر انا الاسره كانت بتطلعني كده انجليزيه، واحده فيهم كانت بتاعت استاذه بتاعت لغه انجليزيه وراجله مدير المستشفى بتاعت الرويال انفيرمري بتاعت الاعصاب دي بتذكرها. قالت لي يا اخي قال ماشي مره عزموني عشاء، قالت لي قال ماشي فرنسا يشتغل في هوتيل، يمشي الهوتيل يقعد يدفع حق ايجار الغرفه بغسيل العده. فغسيل العده ده بيعملوه عشان كده لما يقول الشباب ديل، وانا بتذكر كنت بلاقيهم يما دي برضه حاجه انا بقولها للشباب قلت لهم قبل الحكومه دي ما تنقلب، كنت بمشي بلاقيهم جنب برج الاتصالات تلقى الواحد شايل لك الجالكسي الكبير ده وهو ما شغال، بقول له يا اخي انت اصلا بتقدر على كيف جبته كيف؟ وطبعا بترسل لاخته من الامارات من السعوديه ويفتكروا عني، يقول لك يا اخي ما قاعد زهقان تدي نحن الكبار ما شفنا الا بعد بقينا دكاتره في السودان ويكون عاطل يدوا واحد زي ده، فاحنا دي ذاتها في مشكله هنا حاصله يعني. صح هاي البلد وما في شغل والنظام ومكررون حياته لكن ما ممكن تكافئوا بجالكسي ما بعرف كم. فكنت بستغرب، فدي واحده. فغسل العده ده عندي معه يعني قصتين مشهورات جدا جدا ما بنساه، يعني شغله
سخيفه يعني، كنت ده خلتني اجتهد انه انا لازم الاقي وظيفه كويسه، لانه اقصى حاجه بغسل الحده ده شفت الشيف ده بتاع المطعم اللي انت شغال معاه، كل ده بيكون فنادق، هو ات سم بوينت بيكون خلص ما طبخ حياته من الصباح، انت بتغسل بيجدع لك وتغسل، هو بيكون خلص حاجاته وبعد ده بيجي شغل الناس الويترز اللي بيشيل يمشي بذات الفنادق، هو ات سم بوينت قبل ما العشاء ده ينتهي بيكون خلص ما عنده شيء ثاني يعمل، بيقوم بيملص البتاعات دي يمشي يخش في حته بيجي يمشي يستحمى يا زول ويتريح ويمشي يقعد لك في البار بتاع الفندق الدبي باينين يشربوا، بيخلوك في الحته التحت دي انت براك لانه يكون بعد ده الفينشنج اب بتاعك. اسوء حاجه في غسيل العده ده حاجه اسمها المبط، المب بتاع المطبخ ده يا الله انت تقعد مبلبل بالمويه وقاعد وحيد زي المجنون براك، دي اسوء لحظات غسيل العده كويس، لكن لما تكون الصباح ومعاك الناس والشيف ده هنا ونواب الشيف بتاع بتكسكس اها شغله صغيره صغيره ما عادي اها. انت هنا من القصه دي من قصصي المشهوره في واحد من الفنادق اللي اشتغلت فيها، الشيف ده عنده جيرل فريند بتجيه بعد ما هو يخلص مش يستحمى ويتريح بيقعد في البار بتجيه الجيرل فريند بيقعد يشرب معاهم باين وبتاع، ما هو طبعا صاحب محل بيشربه وبيمشوا بعد ذاك. يوم انا ما جايب خبر الزول ده قام جلاني يوم ما عمل لي العشاء بتاعي وانا ما شغال هنا مسكين ما اكلني يا زول زعلت زعل ما عادي وما خايف، ما قلت اقول ليش يعني الزول ده ما طبعا ما بتقدر تزعل الشيف ما هو البص. ثاني يوم فجأة كده زي لما ملص هدومه خلاص ده يقفل ظبط لك حاجة، أول مرة أعرف حاجة اسمها تشيكن سلط دي سلط ناي تشيكن فيه صوص أبيض كده حاجة مبالغ فيها، ظبطها وخدتها هناك وبغطيها كده في حاجة بتاعت وورم كده ومرك، هو تاريدي ظبطها للجيرل فريند لما تجي بعدين ده العشاء بتاعها ما يتريح ويظبط. أنا مسكت الصحن ده وأنا جعان أكلت شفت أكلت الصحن ده كله وغسلته كمان كويس وما عملت يعني ده ما أنساها هسه نفسي يوم اللي أمشي يدين بريوم القواكي أمشي أمشي الفندق ده جنب المطار قاموا جاتوا الجيل فريد يا زور طبعا مجهز لها عضة محترمة دخل لي قال لك يا زور سلطة الكيكن دي ما في والصوص هاي قال لي وين البتاع هنا قلت له يا أخي ما هي أنا أكلتها أكلتها زعل جوت فيني قلت له أنا افتكرت ذيس ماي دينر عملت لها فيها عبيط زعل وكورك في هنيك واريك ما عادية. الغريبه ثاني يوم المديره بتاعت العمال وكده شاكلته قالت لي قالت لي يا اخي انت المفروض تفيد هيم ايرليا ما المفروض تخليه يعني ما انا شغال بنظف لك الصحون دي فدي اصلا ما انساها الزول ده زعل وغضب غضب ما عادي كويس ومن دي عرفت الكلام اللي انا بقوله دائما يعني حصل انت المفروض تهتم بالعمال ده كده لانه ده اللي شغال ده شغال يعني كونك انت كيتشن بورتر ولا قاعد تغسل ما معنى كده يعني انت تهمله عشان كده انا ده اللي بقوله دائما عشان كده الانجليزي هنا لاحظته ما في فرق بين الغفير ولا الوزير انت لازم الغفير ده ما تنساه ما زول بشغال شغلته كونه شغلته دي بسيطه ما معناته انت تنسى حتى في لكن انا لاحظتها زمان تلقى السواق يخش في واحدين يخشوا تلقى يسال لك السواق ده اكل ما اكل غيره يعني تستغرب. الحاجه الثانيه لسه ما انساها اشتغلت في الفندق بتاع الكوين اليزابيث ده مركز الملكه اليزابيث للمؤتمرات ده مرت الظروف الزمن ده انا كنت بار تايم ليكشرر في جامعه نابير ادنبرا انا كنت اساعد تدريس والله يعلم الله على ما اقول وبغسل العده لانه خلاص اتربت فيني انه غسل العده ده يسند عيب لما اشتغلت بار تايم لكش مش خلوني بالساعه واشتغل بالليل بوزع البيزا بشتغل الحصه الواحده في ديمبرا دي بذكر مساعد تدريس بدرس الايكونوميك ده بدوني بتذكر 21.99 في الساعه الواحده بالليل بوزع البيزا من 6 ل 12 بالليل مع كارلو ده ايطالي مشهور جدا بذكر مره زعلت منه قلت له اسمع يا اخي انا انت نزاد قلت له انا بقعد معاك 6 ساعات وحايم في المطر ده بتديني 20 جنيه قلت له بني ادم اشتغل لي بس ساعه بدوني 21 جنيه ما داير فمن ديك عرفت انا لو ما اجتهدت وكسرت ظهري ده جد ما حقدر اتخيل بشتغل ساعه ولابس نظيف وادرس في الطلبه ب 22 جنيه واجي مع كارلو ده حايم في الشوارع دي زي المجنون وما كان في نافيجيتر الزمن ده بالخريطه قررت اعمل حادث 6 ساعات بديني 20 جنيه وخطره جدا. والبيتزا دي عندي معاها قصه عشان كده ما اقدر اشجع الناس تواصل فيها. البيتزا الناس ما بيطلبوا زيادتها كبرودكت الا اذا الجو بقى سيء برا. لكن في الصيف ما بيقدر بيدور بيتزا بيطلع بياكلها برا ويمشي يطلع يتونس مع اولاده. فما بينادوك للبيتزا الدليفري الا المطر الصب والجليد انزل يعني ظروف صعبه جدا. فقلت انا لازم اطلع من مساله البيتزا دي والله العظيم برضه هنا اذكر زول محمد عبد السلام ده سوداني الله يطلب الخير في قطر دكتور كبير يعني بتاع أنا عشان ألقى الشغل بتاع الدليفري أرحم شوية من غسيل العدة
ده يلاقي عربيه وانا ما عندي عربيه. والله ما هذا اسمه محمد عبد السلام اخوي يعني، الله عبد السلام ده عربيته مايكرا الصغيره ديك بتذكر، تخيل زول يديك عربيته عشان تمشي توزع بيها بيزا. نحن الليله في زمن لو قلت لزول اديني عربيتك ساكت توزعها وصل بيها اولادي يمكن ما يديك ليها، يحذرك تخريبك. يتخيل ده بيديك ليها وانت عارف هتطلع بيها الشوارع توزع بيها بيزا. ده سوداني محمد عبد السلام ده محمد درمان، والله اصله ما نساه ومقعدني معاه في البيت. عشان كده انا يمكن ربنا اراد لي صح من ربي سودانيين سيئين جدا، لكن كمان من ربيك ناس ما ممكن اصله ما ممكن تغير طريقتك. الزول ده مقعدني معاه في بيته وبيديني عربيته البايكرة دي امشي اوزع بيها البيزا وانا ما دافع ايجار ولا اي شيء، قاعد لسه في خطر ربنا. عشان كده انا لما عبد السلام ده جيت لقيته اخر مره في لندن قال لي يا علام شغلوني اظن قريب سنه ولا سنتين قاعد ما بعمل اي شيء. قلت له كيف؟ قال لي بيبنوا في حاجه ضخمه جدا بتاعت الاميره بتاع في قطر الملكه دي، بيعملون في سنتر بتاع شغال معاكم في قطر يا انور بعرفك بيهم. نعم نعم الاميره ولا الملكه سدرة. دي عملت حاجه كده مركز سدره. ها سدره ده سنه ونص كامله بس جابوا البريتش والامريكان ديل، قال لي بيبنوا فيه بيظبطوا فيه ما عندنا شغل. ها قلت له بس يا هو زي ما مره فارس النور مره في لندن هنا قال لما انا ادوني الجائزه بتاعت المليون في الامارات تذكرت قال تحت الخور لما في افلام كنت ديك يا انور بتاعت التدك ايوه في مش واحد قال نعم. واحد نسى الخور باله فيه ولا شنو ما بعرف قال تذكرت مسجله في الفيديو عندنا في الجامعه قال قلت هذه بتلك اهم عبد السلام ده هسه انا بوصل له المسج دي هل كان بيعمل ولي زمان مسكني مجاني ويجيب لنا اكلنا كمان يطبخ لنا هذا اصلا ربنا جاء هذه بتلك يعني شوف ربنا اي ذول بيعوض يعني اي ذول انا بحكي لكم فيه ده ربنا جاء عوضه سوى. المهم الخلاصه يا ياسين بفتش يوم بفتش في دين بردي كويس انا فعدني الشهاده اللي قلت لك دي والاحسن طالب احسن طالب دي لقيت لي اعلان المهم في نيبير يونيفرسيتي دي قالوا داري اللون زول اشتغل بس 13 اسبوع تو فينيش ا ريسيرش بروجكت صمش هنا يحللوا الظاهر كان عندهم دول ريسيرش اسيستنت وقام خلاهم والمشروع باقي فيه هو الفينشنج بتاعه الرايتنج ابو حياه زي دي يعني كنت اجيت قدمته بذكر لقيت دكتور اسمه فاولر شنو ما بعرفه مشيت ليه وقلت له يا اخي لما قام طبعا قرا انه انا متخرج احسن طالب والديستنكشن وغيره ما بعرف شنو والهيستوري طبعا جيت من حتى بدي افتش فيها قام يمكن ربنا بس الهمه كده الزول ده ما فيه مشكله وقال لي يا اخي الشغله دي فيري ليميتد كم ويكس وحتخلص احنا عندنا الريسيرش بروجكت شغال من زمان في موريشس وهسه نحن والفينشنج والاناليسيس بتاع شلت الوظيفه دي وحقيقه برضه من عند الله الديبارتمنت اوف ايكونوميك كان اسمها الديبارتمنت اوف ايكونوميكس انا اسمها ايكونوميك بس ديبارتمنت اوف ايكونوميك بعدين بقت اكاونتنج اند ايكونوميكس حبوني جدا من ضمنهم جون ادم ده وغيره يهون اللي وصلت معاهم ليه انا شغال مع الزول ده كنت يوم بس صدفه شايف جون ادم ده هو نمبر 2 في الديبارتمنت اللي هو بقى صاحبي طبعا هسه وحتى سبت السودان مره فمشيت له في المكتب قلت له بروف جون ادم انا يا اخي والله بفتش على سكولرشيب في بي اتش دي ما ممكن تشوف لي ترى ساعدك انا اوفرسيز ستودنت ما عندي اقامه في انجلترا ذات يعني كريزيدنت قال لي ده اسالك انت بتعمل شنو مع فاولر ده قلت له والله حاصل كيت كيت انا قال لي افتكرتك طالبه قلت له لا انا شغال معاه عنده باقي فاندنج بروجكت والظاهر حصلت ايميجنسي زول ما جاء وغيره 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 قال لي يا اخي انا من ناحيتي بشغلك وناي بديك بشرف عليك لكن مشكلتك بس الفيز دي انا ما عندي منها طبعا انا انت في حياتك تحصل لك في حياتك انت في لحظات ما بتسال نفسك انه ليه الزول اتصرف معاك بالحنان ده كده لكن يلف الزمن تيجي تكتشف انه الزول ده عنده ليه عشان كده انت ما 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 تفكر انه الله ده بيرسل لك الناس جون ادم ده يتهبن انه عمل البي اتش دي في المان باور او الليبر النيرسيس في القطاع الصحي كيس ستدي من تنزانيا يعني مش افريقيا وبقى يحب الافريكان ديل جدا لكن هو لا جاب لي سيره قال لي انا ما جيت افريقيا ولا بحب الافريكان ديل ولا اي شيء فانت بتعرف ممكن تقع لك في زول ما يرضى يكون قدامك كده زي علام ده اسود يعني ما يكون عنده مصلحه شخصيه ورا انه دعم بس جاب الزول ده يا ياسين وارتاح ليه وشافه في الديبارتمنت طالع نازل مؤدب وما وبعدين الانجليزي انطباعيين جدا مناسبه نعم انا اقول تخيل ده يا اسمه انه انور بيكون طلعت منه بهنا طواي رفع التليفون ياسين انت تعال العلام ده بتعرفه الحايم مع بينه ده ياسين لو قال لك كويس كويس قال لك عب كعب دي مشكله الانجليز كمان على الخواجات يعني there is no chance ما بديك second chance بالذات في الحته بتاعت البيهيفير دي فاحتمال برضه انا كنت بقري قاعد مع الدرس وكنت بقري الزمن ده قام قلت له طيب والحل قال لي والله دي ما بعرف اعلم لكن انا I can let you قام ضرب لي بعد يومين في مكتب الزول الشيرنج ده قال لي يا اخي انا في سكولرشيب ظهرت لكن ما تبعي
لكن الزول اللي معاي ليندا، اسمها ليندا ملوكي ده بعرف، قالت بتديك ليه؟ الله مشيت ليه؟ والله الكلام ده كله حقائق مناسبه. الاسكولرشيب ما انا بقول لك ندمت عليها، بس يمكن ما كنت عليك بفرط بحس باني ندمت عليها. الاسكولرشيب كانت ديديكيتد بروجكت عن الاي ماركتنج في الاتحاد الاوروبي، والله العظيم يا جماعه بس ما كنت اتخيل انه انا اي ويل كم ريجريت. يعني لو داير مشروع سبيسيفيك لا تقول لي تكنولوجي ترانسفير على السودان، ما في اي ماركتنج في الاتحاد الاوروبي. وانا في الاي تي ما زي ناس ياسين ديل، انا ما قريت اي تي، يعني في ادر لا حبه اي تي بدل ناس ياسين ديل ممكن تكون ايزي فيت معاه مثلا، انا ما قريت اي تي، انا ما غيرت الايكونومكس وبزنس مانجمنت. والايكونومك ده بعد ذاك هو قريته عديل بجد، مش احضر كورسات وانا بحضر في البي اتش دي، انا قريت الماجستير سوري البي اتش دي وبعمل في كورسات ايكونومكس. فكنت بعرف الايكونومك قريت له سعد المدني في السودان، بروفيسور سعد المدني ده مشهور جدا. فقام قلت له يا اخي لكن الكلام ده خفت من الموضوع حقيقه، مع انه اللحظه ديك ما دار كمان الداعي خلاص استعمل في انا خلاص يعني هيرو وابيت النعمه دي قدامي واللي احد اديني كان غامه. والله يا جماعه ولا حتى شاورت زول اقسم بالله العظيم، قلت له يا اخي انا بدي عندك ما اقدر، لما شافوني كده متخوف وبتجرس يعني قال لي خلاص الله معك. فقمت قاعد رجعت للجوناد عندهم قلت له طيب بس انت يعني انا اقدم ابلكيشن عادي؟ قال لي ايوه استملى فورم املى. وفعلا مليت الفورمات وغيرها، طلعوا الفيس، الفيس طبعا ادوني انترناشونال ستودنت. بيقول لك لو انت مشكك في الموضوع ده او ما تمشي للانترناشونال اوفيس، لو انت مثلا يعني حسنا انا اقول زي بتدي بريتش، لو اقول مش عشت في السودان جات بعدين بعد كم سنه قدرت اخش، ممكن يقول لها تتعاملي اوفرسيز، تمشي تتقدم كليم تقول لا كانت في ظلم. المهم لا يكون عندك غام وكلام، انا ما انا بريتش ذاتي اساعدك. مشينا اللي مره مسكينه كده قلت لها حاصل كيت كيت كيت، قالت لي يا اخي خلاص عامل الفورم ده عشان نعمل لك تغييم، انت يعاملوك هوم ولا ما اوفرسيز؟ والله على ما اقوله شهيد، والكلام ده انا ما حسيت قلته اصلا، لكن دوكيومنت قاعد في ديمبر. انا بس كده انا بدل انت بقصتكم دي شهيتوني اصلا من زمان، فتش لي زول اكتب لي كتاب واستغيل بعد ده عشان جاي نمشي ناس الجامعه ما عارفين القصه دي. والله انا بقول شهيد قام جابوا لي جواب ورقه كده فيها بالتعليق باليد انه علام ده تريتي ده هوم ستيودنت. والله يا جماعه وانا سوداني يعني تخيل ربنا لما يكون يعني مش يحمي بصير الذول لكن يخليه يتصرف تصرف كيف تعرف. الرسوم بقت 1800 جنيه استرليني بذكرها 1800 جنيه استرليني. مشيت لأيون آدم قلت له يا أخي قالوا وأنا حادخل القروش دي، ده أول خلاني بقيت أشتغل صباح وليل، بشتغل بالنهار أغسل العدة، أدرس ساعات الجامعة دي وأمشي أغسل العدة وبالليل أشتغل في الدليفري. بعد شوية قام جون آدم ده ذاته، وطبعا نزول باورفل جدا في الديبارتمنت، يقول لي بار تايم جوبس، بقيت أدرس الطلبة الساعة بتدور 22 جنيه، بشيل قروشي دي بكبها هنا وبرسل السودان كله من غسيل العدة ومن الدليفري ومن البار تايم جوب. وبتذكر لحد الليله لما اكون ماشي السودان بتذكر اشوفه مين الله يرحمه وابوي وامشي السودان، انا بكون شغال في الدليفري لحد الساعه 12 بالليل وانا بكره طيارتي لانه ما بقدر اتحمل ذاته واغيب اشتغل 7 ويكس. فدي يمكن من القصه بتاعت البي البي اتش دي لما جيت يا اشتغلت في الحته بتاعت التكنولوجي جاب اللي انتوا عارفين بقى دي اللي هي لقينا انه في جاب في الانتاجيه من التكنولوجي العاليه مع التكنولوجيا القديمه والجديده. ده معروف في الكتب يعني هسه لو دي تكنولوجيا جديده ولو تكنولوجيا قديمه لو طبقت دي الجاب بيكون الجاب البنات نفسه مو تكنولوجيا جاب انه التراديشنال والنيو تكنولوجي. انا قلت لهم الجاب ما بين التكنولوجيا اللي بتطلع الجامعات هنا في بريطانيا والمزارع الانجليزي نفترض انه اكس مثلا في الانتاجيه، قلت لهم لكن في العالم الثالث وكنت اخذت في بالي طبعا السودان ومشروع الجزيره وهيئه البحوث انه في جاب ثاني ما بين العلماء ديل والمزارعين. يعني تخيل انت عندك الباحث في الرويال اجريكشر كوليدج هنا بتاع القمح هنا يقول بيجيب 20 فدان 20 شوال في الفدان، الباحث بتاع السودان يقول بيجيب 10 فدان 10 شوالات في الفدان، لكن في جاب زياده ما بين الباحث بتاع السودان والمزارع بتاع مشروع الجزيره. صح يبقى اكشوالي لما تيجي النظريه دي تطبقها في العالم الثالث بيكون عندك جاب ما بين لندن والخرطوم او بين مدن البحوث يعني بروفيسور ديفيد وبروفيسور الوسيله يقول في الخرطوم بيناتهم في جاب في الانتاجيه. نعم وفي جاب ثاني ما بين الوسيله ده او دكتور او بروفيسور يقول حسن اسحاق الله يرحمه ولا غيره والمزارع في مشروع الجزيره اللي هو في النهايه بيزرع المحصول ده.
فقلت لهم لو دارين تحسبوا الجاب تقولوا ما بين العالم المتقدم والعالم الثالث، مفروض تجمعوا الاثنين ديل مع بعض. يعني بالعربي كده، بدل ما دينا متر وهنا في نص متر، اقبل جاب ما بين لندن ومزارع مشروع الجزيرة متر ونص، ما متر واحد زي ما انت حاسبينه من زمان. فالمهم كلام زي ده جات لهم راضي شويه، والكلام في الاول ما عنده مستند عليه. فرجعت في الليتريشر لقينا انه في ذول ده ما كان بيتكلم عن الحياه دي، اسمه روبرت تشامبرز في ساسكس، ده على اختلاف في ساسكس. الذول ده كان بيقول في حاجه اسمها فارمر فيرست، قال المفروض التكنولوجي يصنعوها بيز على اليوزر، عشان كده مش مصنع لك تكنولوجي لو ما مشيت لليوزر. وشركه نستي احسن اكزامبل في ده. لكن انا قلت لهم اليوزر ده، هل هو اليوزر بتاعكم هنا ولا اليوزر بتاعنا هناك؟ مظبوط. زي محمد موسى بيقول قال الاماراتيين، قال لهم هل العوض دي في ابو ظبي؟ قاموا الاماراتيين ضحكوا. قال لهم هي العوض ده، انتوا فهمتوا طبعا، قال لهم النكته دي، ده احمد موسى في ابو ظبي. قال لهم العوض ده عندكم زي البدو اللي عندكم، هي بيقول لهم البدو. ثاني قام مسك الميكروفون قال لهم حقيقه هو ما زي البدو بتاعكم، ناسنا ديلك قال لهم ما بدو ذاته لسه. فده بالضبط يا هو اللي انا عملته هو البي اتش دي. انه عندك جابين، جاب ما بين البنتج التكنولوجي في لندن ومزارعين لندن، وفي جاب في الخرطوم ما بين البنتج التكنولوجي والمزارعين، لكن البنتج التكنولوجي في الخرطوم هون ذاته في جاب بينه وبين اصل لندن. فبقى الجابات دي فسميتها اديشنال تكنولوجيكال جاب، دي كان البي اتش دي، انه في جاب زياده مفروض لما تيجي ناس الامم المتحده ولا المنظمات تفكر في الانتاجيه لاي محصول ولا لاي برودكت، يتذكر ان السودان عندك جاب تاني. نعم. بس ده كان القصه بتاعت البي اتش دي كلها. طيب يا بروف يديك العافيه والله يا اخي، يعني صراحه يعني استمتعنا جدا ومستمتعين، وعشان الوقت ما يسرقنا في نقطه مهمه جدا يا جماعه. بروف علام ده عمل اسس منظمه اسمها وازد، اللي هي بالعربي اللي هي منظمه التنميه المستدامه العالميه، مش كده يا بروف؟ اسمها المنظمه العالميه للتنميه المستدامه. نعم. وانا واحد يعني اول انا كونفرنس احضره في 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 حياتي دي مع المنظمه دي في لندن، يعني كان حاجه ممتعه جدا جدا. ف الفكره شنو؟ اعتقد يا ياسين قبل واست كان في سودان نولج. انا ماشي عليك نولج دي اعتقد انا شفتها اول مره سنه 2007 يا بروفيسور علام، مش كده؟ هو حقيقه الاولى هي واست، وهذه دي بدأت في 99 1999. سبحان الله. لكن اول مؤتمر لها وبقت رسميا كده يعني حاجه فورمالي مسجل يعني سجلت واتكتبت وكده كان في 2003. فالاربع سنين دي كانوا جاب ما بتوين انه انا رحلت من اسكتلندا جيت هنا، وانه الفكره ذاتها تتمخمخ شويه عند الناس يعني. والفكره بتاعتها يا ياسين بسيطه جدا. في سنه 1999 اليو كي ساينس اند تكنولوجي فورم، اللي هو الفورم بتاع العلوم والتكنولوجيا في بريطانيا، عملوا مؤتمر العالمي كان في جامعه كراتشي. طبعا في ناس كثيرين عارفين، انا ما عارفين انه جيت باكستان دي زمان قبل ما يجوا الارهابيين دي. سنه 2000 عملوا مؤتمر ده في 2000، ولسه جايبين في الجريده عندي مكتوبه بالاردو بتذكرها. مشينا كراتشي دي مؤتمر ضخم جدا، علماء وباحثين من كل الدنيا. وبتذكر لحد الليله من البحوث اكثر يعني، انا كنت طالب بي اتش دي زمان ده، كان لسه ما اخذت البي اتش دي، وفي بروفيسور جاي من امريكا مشهور جدا، اكثر بحثين يسلطوا عليهم الضوء كان في الجرايد، كان بتاعي ده بتاع البروفيسور الكبير ده. البروفيسور الكبير ده قال لك كلام انا اللي جات في راسي، جاب الدول الاسلاميه كلها رصاها لهم، اللي هي من ضمنها باكستان والسعوديه، الدول الليدر في الاسلاميه، وجاب الدول الما مسلمه. الكلام ده قديم، اللي بيقولوا الناس ايرلندا وما ايرلندا والمسلمين وغير المسلمين، ده قديم. البروفيسور ده لسه انا بتذكره، قام قال جاب احسن الدول الليدنج في المسلمين، باكستان والسعوديه وغيره وغيره، وجاب الدول اللي هم ايرلندا وما بعرف امريكا وين وين وين، وقال دي المسلمين ودي ما مسلمين، وجاب الستاندر بتاع التعليم، لقى انه المسلمين دي كلهم التعليم فيهم منتهي، ولقى الما مسلمين دي التعليم فيهم عالي. قال لهم طبعا دي ما سربرايزنج ليكم، طبعا مؤتمر ضخم فيه كل الدنيا دي قاعده. قال لهم لكن البيك سربرايز اداركم تنتبهوا ليه، خدتها بذكر لاسف البروجيكتور اللي بيشغله بالكهرباء ذاك يا ياسين، ما كان في بوائل. خدتها بذكر صور الصوره بتاعت اغرى من المصحف وعملها في سلايد بتاعت البلاستيك ديك، خدتها لهم قال لهم ده سيربرايز ليكم. والله العظيم انا من الزمن ذاك عرفت انه الدين ده المفروض الناس يفهموه صح. خدت البتاعه دي كم قال لك الايه اغرى باسم ربك الاعلى، قال لهم كلمه ريت اول كلمه نزلت في القران الكريم.
فقال لهم زي فور يعني هو بالعربي وما تريد لا تريد ما في ريد. فده كان من البحوث اللي جابوها في الجريده وبتحط لهم ترجموا لنا. انا كلامي كان يعني قلت لكم قبل شويه ده قلت لهم دول زي باكستان والعالم الثالث كله ما خلاص بقى عندي قوه كده وكنت خلاص ده وده خلى انه البي اتش دي ذاته ياسين تتنشر في اقل من سنتين. دي برضه حاجه انا قبل ما ذكرتها لكن بذكرها لك. قام على اخذ الكلام ده بالمنظمه التنميه المستدامه شنو؟ انه تعرفت على ناس هناك من سكستراس كلايت وامريكا وايران وما بعرف ميريلاند وين وين. وبقى عندي يعني راو كده من غير ما اشعر انه كلامي قلته ده اثر على ناس كثيرين لانه النظريه ما كانت بتقول في حاجه اسمها اديشنال تكنولوجيكال جاب. كان في تكنولوجي جاب، كل الكتب بتتكلم لحد التسعينات انه تكنولوجي جاب. اللي هو المعرف الجاب اللي هي شنو هي المهم الفراغ فجوه فجوه نعم الفجوه يا سلام عليك يعني اسمها كده بالضبط هاي بيقول لها الفجوه التكنولوجيه ياها. ما كان في ذول بيتكلم في الكتب عن فجوه اضافيه. فانا عملت البرزنتيشن بتاعي بتذكر وبعدين كان جو اثنين بروفيسورات سوريين لصمان سام وغيره 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 قام يونس مني العالم ده كله كان هناك. قام الحصل لما رجعنا اليو كي جيت حكيت للبروفيسور جوناز ده كان رئيسي وديفيد نيوتن ما كانوا حاضرين وقال لي يا اخي ما نكتب ورق. انا كنت بديت في 1/1/1999 الصمان سام حتى السوبرفايزر قال لي ده حتكون الميلينيوم سيسز قلت له ان شاء الله. فكنت اكسايتد انه انا اخلص في 2000 عشان يسموها الميلينيوم سيسز وده حصل. يعني كان المفروض انا اخلص في 2001 ما انا بديت في 99 يعني 2000 سنه و2001 يعني من 99 لحد ديسمبر 99 سنه سنه ومن يناير 2000 لديسمبر 2000 سنتين. انا المفروض اخلص في ديسمبر بالميت 2001 نعم. لكن الخوايا ده فاوسيت ده كان مهيجني جدا مسميها لي الميلينيوم. كل ما امشي لجامعه دنبره يقول لي يقول لي ده الزول ده بتاع الميلينيوم سيسيس. فبقت لي كده زي مرض في راسي انه انا اخلص مع الميلينيوم ده ما فوت الميلينيوم. لكن ما كنت متخيل ربنا حيسهلها كده وصراحه يعني ما جت في بالي والله. وما كنت عارف ذاته انه الناس اللي جازوا البي اتش دي في اقل من سنتين ستريت باص كانوا في اسكتلندا كلها بيعادلوا 1% اسمه الاسكتش ايكونوميك بروجرام يدين بيرو ستراس كلايت وغلاسكو وبردين وين ما عارف الحياه. لما جيت كلمت السوبرفايزر يتشجعوا قال لي يا اخي ننشر ورقه معك. وفعلا رسلنا نشرنا ورقه احنا لسه انا في شهر 2 ولا 3 ما بتذكر سنه 2000 بعد المؤتمر. وقام شهر 7 والله سبحان الله جون ادم قال بيتكلموا في اجتماع بالتليفون وديفيد نيوتن ده هناك ولا هو جانا في دينبر ما بتذكر. قام ديفيد نيوتن قال لي يا اخي انا في رايي بعد ده ما بدي اتعمل ايكونومتريك زياده ما بعرف شنو ما بعرف وممكن بعد ده هلنام ده يكون رائد بعد ده. ما ده جرب معايا الماجستير عارفني كويس ومبسوط مني. قام جون ادم قال لك يعني هسه ممكن نكتب خلاص نخلص. طبعا جوا الجامعه بيكون دائما متحذر داير البر للدول اوكي اوتوماتيك ما تعاطف معك. قاموا قالوا هاي رايت اب رايت اب. ها قعدت اعمل في الرايت اب ده انا بتذكر لحد الليله سلمت السيسيز دي يا ياسين في سبتمبر 2000 وخرجوني امتحنوني في 17 اظن اكتوبر ولا 18 اكتوبر 2000 ذاته واستريت باص. حتى قام السوبرفايزر جون ادم ده ضربوا لي مكتبنا بالمدير الصماس الكلام ده قالوا انه يخلوني احصل التخريج بتاع نوفمبر. كان يوم 23 نوفمبر الصماس 23 نوفمبر 2000 يعني انا كنت اميت بالضبط سنه وتسع شهور في البي اتش دي. يعني افتخروا بقى كده وعملوا بقى حيره. ما انا قام الجامعه وافقت لحقوني بعد ده طبعا من بدري. الناس الخريجين ديل بيكون من بدري من شهر 7 طبعا صح نعم. انا باصوني شهر 10 يعني. المهم الخلاصه انا برضو قبل ما ذكرت لكم دي انا طبعا اتخرجت معاي في السنه بتاعتي انا رسلت لك في صوره قبل في التيشيرت. لو فتحت التيشيرت ده يا ياسين في حاجه فتحت انا بوريك ليها. فقام اتخرجت في نوفمبر ده مع الناس. فقام اتعرفت على ناس والقصه دي علاقتها شنو؟ يعني شوكتي كده قوه بقى عندي ناس بيحترموني ويكتبوا لي بروفيسورات. لما جيت في 2000 وجيت في لندن كلمت العميد اللي اسمه جانيت دراكر وقلت له علاقتي معاه طيبه جدا يعني علاقتي معاه قويه جدا. قلت له والله يا اخي انا في حاجه داير اقولها ليك. انا مفكر انه نعمل مجله انه صيبتك كمجله عن التنميه المستدامه لكن تربط الساينس والتكنولوجيا وانا في كليه بيزنس. قالت لي طيب كيف يعني؟ قلت له والله يا اخي الساينس والتكنولوجي ديل ما في مجله رابطاهم مع السستينبل ديفلوبمنت وهم من ده كله. قلت لها كل الحاصل في العالم بيتكلم عن التنميه المستدامه بين الانبعاث الحراري وما بعرف كلايمت ما في زول قاعد يتكلم عنها من ناحيه بيزنس ما في زول بيتكلم عنها من ناحيه بتاعه بوليتكس ما في زول بيتكلم. يعني قلت لها الناس ناسين انت عايز التنميه المستدامه تتم
اللي بيخلي الناس ما ترمي الاكياس شنو؟ ما الساينس اند تكنولوجي، البيهيفير. يعني ما عنده علاقه بالساينس اند تكنولوجي. يعني مهما ناس الريسايكلينج ديل اشتغلوا، كيس البلاستيك ده ستيل اللي بيخليك ما ترميه او ما تستعمل اكثر منه، المويه. هسه الشاور ده في استراليا بيقول لك الفايف مينت شاور، قلت لها الاشياء دي ما بيتطرقوا لها الزمن ده. يعني جاوبت كده لكن ما خلاص. قمت كتبت للبروفيسورات الكلام عجبهم جدا، واحد اسمه كونري موسيا في ميريلاند، وطبعا اوريدي عندنا زرار الكوليج ديل مبسوطين مني بس طمع عليا. اللون نائب المدير ده قام الكلام عجبه جدا اللي هو بول ديفيس ده، وديفيد نيوتن ده عجبه، وزولنا بتاع ايدين بردل طبعا مبسوطين جدا. قاموا قالوا خلاص نعمل مجله. انا يمكن فيني حاجه برضه يمكن خلت المنظمه دي تنجح يا ياسين ويا انور. الخوايات اللي معاي دي للاسف الادفايزري فون وزراء، اول حاجه فون وزراء مدير جامعات. كل ما اقول لهم يا جماعه انا داير تو ستيب داون، والله العظيم بيردوا بيقول لي يا اخي انت مالك. وفعلا الحقيقه اصلا كان رسلت ايميل بيردوا لي. يعني انا ما تشوف الكلام والهيجه الهيجه دي، بيساعدوني ناس كلهم مدراء جامعات وزراء، يعني ناس منستر عديل قال لي يا علام. بس لانه ليه؟ انا لو داير اعمل المجله مثلا بتاعت يعني هسه جنبك دي ياسين دي جيل دي وزيره التنميه في سان لوشيا. سان لوشيا هاي. لكن لو كنت الصوره اللي فيها الجريده دي هعمل لك مفاجاه اللي تقول لمشاهدينا كده. امشي للفنيله، مش فنيله كده فيها خريجين ولا شنو؟ اوكي. طيب انت ما قاعد صدقتها، اصلا ما تصدق. قلت لها خلاص اوريك لها، قالت لي جيب لي. قلت لها خلاص انا يوم بجيب لك كده، لو لقيت الفنيله دي جيبها. المهم فالناس ذي بيقول لي يا علام، فبشاوره في اي شيء. انا عندي مرضى بتاعت مشاوره، حتى المجله دي كانت لونها في الاول اخضر حولناها لاسود، وبعدها تحولت لشنو؟ لما نجي يعملوها مجله كان لونها اسود، تخيل. انا ما كنت مقتنع بها. واحده كده امريكيه قالت اللون الاسود كلاسيك وما كلاسيك، ويكتبوا عليها بالكوفي. مجلتنا كانت لونها بلاك عديل اسود. فبشاورهم وبسمع كلامهم، ودي حقيقه. يعني انا فيري لويال لاي زول علمني حرف، والله العظيم. يعني انا لحد ما اخش تحت الارض دي، اي انسان قدم لي حاجه في حياتي دي انا بتذكره ليه الليل وبكره. الشيخ انا الشيخ سعيد قلت لكم ده سنين ما شفته. انا الشيخ سعيد ده اخر مره اشوفه في 2000 لما خلت السعوديه سنه 92، دي 28 سنه. والله انا اتذكر افري سنجل مينيت انا مع الشيخ سعيد 28 سنه. هذا الانسان ده لا بروفيسور ولا دكتور جامعه ولا حاجه، لكن ربنا خلى لي ذكرى كده. ما اتذكر الناس زول اللي بيعمل لي حاجه ده ما بقدر انسى نهائي. فالمهم الناس اللي سبورتد مي وعجبتهم الايديا، واطلقنا المجله دي كمان بتذكر في 2003 اطلقها مدير الجامعه، وكانوا مبسوطين من الفكره انه يكون في مجله تربط كل الحياه دي مع بعض دي في السعوديه. لكن والله كان لقيت انا برسل لكم. المهم اللي حصل في المنظمه دي، قام ايوه شفت القاعد تحت ده عبد العظيم، والقاعد جنبه ده عبد العظيم، وده عبد الرحيم مهندس كبير. واصل الخط عبد العظيم يده فيه، وده القصير اللون اصفر نسيب. والله يا سيدي اللي نسيبه اداني لحد الليله هديه ادته له مرات عبد الله الطيب الله يرحمه، اللي هي ناي جريسيلا جريزلدا. اي نعم جريزلدا الطيب. وقام قاعد خرطوم استاذ اتذكر ابوه هسه اللي ذكرته. قام لحد الليله ما انسى، وكنت داير امشي لكريزيلا في جنبك هناك يا ياسين في برايتون، ساكنه هناك مع بنت اختي اسي حاليا هي في السودان، وانا تواصلت معها حتكون ضيفه معانا في شهر واحد ان شاء الله. شفتك ساكنه جنبك يا ياسين، ساكنه في بنت في ويرزينج، ساكنه في ويرزينج بس ياسر في السودان. هي ياسر وكنت جايينها للاسف، بس صحتها كانت تعبانه ما قدرت تجينا. قام الزول ده اداني قال لي انا علام، انا جيت مسافر خلي السعوديه، قال لي انا حديك هديه والله العظيم قاعده معايا لليله. قلت له الهديه شنو؟ فتح لي الصوره، صوره كانت راس ماك كريزيلا ترسم بايزوي رسامه. نعم. وكانت معاه في سكن الجامعه، ابوه بروفيسور كان قاعد خرطوم، بس حتذكر اسمه. قال لي ادتني لها هديه لانه كنت بحب الرسم وماضيه لي فيها باليد. هي تخيل في غيام انت نبت... تخيل زول بيديك هديه رسمه مضى لي فيها كريزيلا اللي هي رسمتها. عشان بس داري يوصل لي يعني قيمه هديته اللي اداني لها دي، ولليله بحتفظ بيها. شوف انت بتمر بناس عندهم غيم غريبه، يعني كان ممكن يجيب لي بنطلون ولا يجيب لي قميص ولا يجيب لي ريحه، لكن انا الزول ده اداني شنو؟ دي هديه مضوله فيها ساينس قاعده معي لليله. من الزمن ده كان بتعرف في زول اسمه كريزيلا مرات عبد الله الطيب، وتواصلت معاه وكلمت نفسي الاقيها عشان اقول لها انا هديتك اللي انت هديتيها زمان معي. المهم فالناس اللي جاوا ياسين قالوا اوكي، وعملنا المجال المنظمه دي وانطلقت. المنظمه كانت جديده والببلشر ديل تشاكلوا فيها عديل، فبقينا نشاورهم والمنظمه دي مشت. اللي خلى المنظمه دي تنجح حقيقه سببين رئيسيات. الاولى انها يمكن تعتبر من اوائل المنظمات في العالم، لحد الليله هي مواصله. ما كانت مركزه على الغرب،
كلها دومينيتد بي ديفيد براون ومارتن وغيره، وانما فعلا مشت مشت دي بتيجي تقول لها انت تذكر، قلت لها والله الفنيله دي طبعا بناتي ده الحمد لله غلب انه قال له ده ما كانوا مصدقين، لكن لو لقيت صوره الفنيله دي انا ما عارف رسلت في فنيله كده رسلت عليك يا ياسين فيها اسماء الخريجين. طب خلينا نعمل المهم الحصل انا كنت البريتش ما بين الخواجات ديل والعالم التالي. فمن الفاوندر بتاع هقول لكم في سوداني من الفاوندر معانا اللي هو عادل احمد ضفاء الله في بريستول. نعم. ودخلنا عثمان احمد علي عجيب في السودان من الفاوندر، كانوا في اول فاوندنج بودي كان فيه السودانيين اثنين. ايوه لو عينت كده يا ياسين طبعا لو لاحظت هنا بالشمال انا اسمي نمره اثنين ده ما انا بالالفابيتيكال طبعا. نعم. ما بالشطاره علام اي اي واحمد ده انا كويس؟ ايوه. لو مشيت على اخر كولوم في اليمين عين نمبر 2 دي منه؟ دي الكاتبه بتاعت هاري بوتر. ايوه جي كي رولينج دي انا اتخرجت معاه في نفس السنه. الدوجة الملبية تشيل الفخريه. اللي بتذكره اتعلمت من جي كي رولينج دي لليله، وطبعا ربنا يميت في الايام بلين فيها يوم في لندن دي ان شاء الله اعمل لكم اللايف من الشارع. جي كي رولينج دي لما قامت جت وقفت ودوها البي اتش دي الفخريه في نفسي السكول حقتنا، قالت كانت بتحوم في البرتغال بكلب بتشحت في الشارع بالكلب، لو انتم عارفين قصتها طبعا. هي استاذه انجليزي وتشردت هومليس. تخيل جي كي رولينج اللي لسه مليارديره دي كانت متشرده في الشوارع. وقصتها دي انا للي والله تنشنت معاها تنشن ومعاها دي. ولما مرقت قلت لها يا الله المره دي قالت الكلام ده لايف بسجل بالفيديو. قالت انا كنت بحوم في اوروبا ادرس انجليزي، وفجاه كده قالت بقيت لما جيت البرتغال ما بقيت ذاته حته اقريها انجليزي لانه ما كانوا انترستد كثير فيها. قالت بقيت بشحت في الشوارع في البرتغال حتى جنب الكلب بتاعي. يعني جي كي رولينج دي حامت في الشوارع بكلب يا جماعه. دي الليله ملتي مليارديره، دي الليله يعني بقضي دي انا الحاجه بقولها للناس، بقول لهم اشتغلوا هارد لكن خليك فوكس عشان تستمتع. نعم. والله يا جماعه انا بقول للناس برد يقول لي يا اخي انت بتتجدح فين؟ ما انا بتجدح فيكم، لكن يا جماعه اذا بيج ديفرنت في الطياره ما بين فيرست كلاس والايكونومي كلاس عالميا ما بتشابهوا. صح. انت ما تستمتع بالفيرست كلاس ده بالحلال اللي قال لك انك بحرامي منه. نعم. هو طبعا قال لك انك بحرامي عشان تكون عندك القصور والبيوت، تستمتع بالبيوت اللي بيجيبوها لنا كل يوم شايلينها من التمكين دي. ما نعم. ممكن يكون عندك بيت زي ده تكبر زي اسامه داوود، المشكله شنو يعني؟ فلازم تكون فوكس انك تعمل حاجه. المره دي كانت فوكس وقامت بدات تكتب. لو خلى المره دي جوابها الناس وجرأتها هي كتبها بتبيعهم بالملايين. المره دي مرتاحه تخش بس سيجنتشر لسيجنتشر وتتونس وقاعده في قصور وتشغل غيرها. المهم نعم. يعني الحته بتاعت انه نربط العالم الاول بافريقيا دي كانت مهمه جدا وكانت في الوتر الحساس جد يعني. فمن الفاوندنج بتاعنا بروفيسور من ايران جامعه اصفهان، وكان في بروفيسور سوني نوان كان في الاصل نيجيري، وكان كونريمو سي من ميريلاند من نيجيريا برضه، وكان بروفيسور عثمان احمد علي عجيب من البحوث في مدني كويس، وعادل احمد ضفاء الله، وعندنا واحده من نيبال بروفيسور مشهوره، وعندنا من الهند. يعني ربطنا ومن العالم العربي. ممكن ده خلى الامم المتحده قالوا لنا سنه اربع قبل ثلاث اربع سنين قالوا الامم المتحده دي حقيقه يعني ما حاجه الواحد يقولها كده قدامهم ولا يفضحهم ولا لا دي هم قالوهم بيقولوها يعني بدا يتغير. قالوا عندهم مشكله حقيقيه تو ريتش بيبل في الديفلوبينج كانتريز بالذات قالوا افريقيا والميدل ايست. تصدق يعني طبعا كلامك ده يا شباب الناس اللي بتسمعونا اللي بتفكروا في الماجستير اللي بتفكروا في الدكتوراه دي انسب حته تشتغلوا فيها. يعني الناس اللي بيجوا يرسلوا لك ويقول لك والله داير لي عنوان للرساله ماجستير او عنوان للبحث، دي اكثر حته يعني كلام البروف ده احنا هنخده في اليوتيوب ارجعوا له واسمعوه، دي اكثر حته تشتغلوا فيها واكثر حاجه فيها ستيل اظن نولج جاب يا بروف مش كده؟ جاب كبير يعني هسه دي انا اتكلمت والله العظيم نبحث ربيع والله يا جماعه انا والله العظيم انا ما خلي الذل وحياد اسم الله انا طبعا الناس ما حقدروا اعمل لهم شنو يعني انا حاجه مؤمن بيها انا اشتغلت حتى معاه في مكتبه في يعني اشتغلت معاه حكومه ناصر بشير مع حكومه ناصر والله العظيم ابو كشوه دي علم الله هذا التاريخ بقوله مش السهيم من المطرودين ومن الغير وما هو ذول بيقدر يتجرا جراتي دي يقول انا قعدت معاه جوه مكتبه كانت نائب ودي على خرطوم وهسه هي بتكون بتحضر وانا بتوقع انها هي شي نيفر جوينت ديناي كلامي ده قاعد معاه في مكتبه. قلت لها يا بروفيسور نحن ربنا علام ده والمعاه برا دارين نساعد على الخرطوم دي مجلاده دي عايزين من 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 انها ما عندها ذكرى نرفعها خليها تكبر زي الفجهار فرط. الكلام ده انا قلت جوا مكتب نائب مدير على الخرطوم ابو كشوه دي ذات. قالت لي كيف؟ قلت لها المجلات دي زي ما هي بيديتوريال بورد رئيس ياسين
نحن بس دايرين نشيلها من انها عندها اي اس بي ان نمبر سوداني وهي بتنشر جوا السودان لوكال وقاعده في سيرفرات ما بتفتح، ناخدها لكم برا وتكبر بتفتح طوالي وبتنتشر. والمشروع ده عملوا واحد كندي في الاصل كانيلي في كندا واللي جابوه فند بالملايين. تخيل انه ذول بيجي جوا مكتبك وتوفر يو حاجه. لكن المشكله وين؟ انا دي يمكن من الليسنس لين يا انور موضوع السودان نولج ده. لو كنت انا ما اعلم، كنت انا الان تايلر كان زمان سمعوا لي، كان كيزان ولا غير كيزان؟ لا صحيح المشكله فندامنتال عندنا. بس انت مهما انا اتكلم ولا اقول انه زامر الحي لا يطربوا ما بيقتنعوا. يعني لما احكي لهم عن اسامه، لما احكي عن محمد خليل، انا اللي بقول عن محمد خليل ده استرو ما فيه كلام مثبت. خش الويب شوفوا احسن بروفيسور كرمه كاستاذ في كليات الطب الامريكيه اسمه محمد خليل من مدني من جزيره الفيل من درده، كان مساعد تدريس كليه البيطره ولاحظوا جاي من بيطره. يتخيل دخل ريكولة البيطره وكان مساعد تدريس كليه البيطره كرمه مرتين. بعدين دي صعبه جدا تنشر، دي سهله جدا عند الاكاديميين اسهل حاجه. ما اي زول عنده ماجستير بي اتش دي بينشر، خش نشر ما في شطاره. النشر ما في اي شطاره، في تكتيك وتكتيك وتكتيك تمام. لكن الشطاره وين؟ انك يبقوك احسن استاذ. دي صعبه جدا، ترضي الطلبه كيف، تدرسهم كيف، طرق البحث التدريس دي اصعب. الاساس ما بيكون مبتينوا. محمد خليل دي احسن زول. انت ما ممكن انا قدمت نداء قبل كده يا اخي اسمح لي. هسه بروفيسور هنود البقوه ومدير جامعه افريقيا ده تكلمت عنه لما في تلتا، قلت يا جماعه ده زول اذا الريال زول يعني مان ماين مش في القانون، هو خريج جامعه لندن وبي اتش دي هسه بقوه مدير جامعه افريقيا. لكن هنود ده المفروض قلت لهم زمان من زمن الحكومه السابقه تجيبوا يطور الاديوكيشن بتاع القانون في السودان، مش تجيبوا لي تبقي لي شيء غير كده. دينا الناس احمد خليل ده جيبوا تجيب لكم الطب دي كلها ترصوا ولا كده اقول لهم وريهم انت بقيت احسن استاذ. ده يعني ذيس از المشكله، ودي المشكله اللي فيها. والله انا صراحه ما بلوم فيها الاحزاب، انا مع انه بنتقد الاحزاب يز عندي راي في خفاغاتهم، لكن حقيقه دي مشكله بتاعت الشخصيه السودانيه. يا جماعه الغيره دي ما كعب الصديق الماضي الله يرحمه قال عنده قوله مشهوره جدا، قال اكبر غيره سيئه ما بين العلماء اكبر من الغيره ما بين النساء. قالوا القوله دي قال الصيص، انا ما بعرف طبعا اسوي في ذمه الله، لكن انا سمعتها من كم نفر. الغيره ما فيها مشكله، بس في صصك دي بياكلوك حي. شفتك انا نشرت ورقه يعني لك كده معروفه ما مشكله، خلوا الغيره تكون بوزيتيف. لكن كمان في نفس الوقت في فرق ما بين غيره وما بين ذول بيقول لك هي ويل دو ا رود ماب. انت تسمح للي بيعمل الرود ماب ده لو انت فعلا ده تساعد بلدك، دي واحد. اثنين دي مشكله، دي مشكله حقيقيه يا اخي. بتعمل كوبي بيست ليه؟ بس انا بنبح احنا بيحسنين. انا مره يا انور قلتها بتذكر اعرفك انت سمعتها ولا لا؟ نعم. قلت لهم يا جماعه تخيل الباح كل الجروبات اللي فيها باحثين سودانيين اتلمت تحت السودانيز فاونديشن بسبب واحد انه دي فيها 700,000. ده منطق، ما حسيت انه انور ولا ياسين ولا غيره. نحن هسه انت لو جيت لسودان نولج ما بتعمل اللي بتعمله الليله السودانيز فاونديشن ولا سودان نكست جن ولا كل الجروبات الحايمه دي اللي بتعمل في تكنولوجي ونولج ترانسفير والمهندسين في قطر وغيره. طيب ما نتلموا تحت بودي واحد، بودي فيه 700,000 مو 600. ما انا قلت الكلام ده، خلونا نخش نقويه. ما انت الليل في حياتي يا انور ما بتعملها مش لانك ما بتعرف ولا سودانيز فاونديشن، لكن لانه ماني شيء اللي انت شغال فيه. صحيح. يعني اكثر زول بيبني في السكيل حقه اليانك ما في لا سودان جن ولا سودان نولج ولا اي محل، ما قاعد تبني في السكيل بتاعت الشباب التحت. انت قاعد تبني في السكيل التحت. طيب نحن اللي بنبني ديل ما نيجي نحن ندعم الحياه الثانيه. فهمت علي؟ نحن عندنا فيري سترونج سكيل في الببليكيشن وغيره، ما نيجي نساعد بها السودانيز فاونديشن دي. ما في داعي للدوبليكيشنز، السودانيين عندهم المرضى دي والنوايا سليمه 100%. انا اصلا قاعد اشكك في نوايا الناس. لكن الليله دي هسه مش انا قاعد معاكم هنا، بكره ممكن يجي واحد يعمل لي جاليه في حتتنا دي بجاي. ما سال نفسه ما في جاليه ده اللي دي المشكله بتاعت لاك اوف كوردينيشن يا برو. والله يا ياسين فيها حته مهمه، الناس عندها حاجه دارين يقولوا والله علام عمل، والله بكلمك دي واحده من المشكله فيها. يعني الليله ما في ذول اصله، الكتب بتقول لك انت بتشوف نجاحك بالاخرين. تمام؟ يعني هسه انا جاني مسج اول امس من بروفيسور صاحبي جدا في الكاميرون. يتخيل المسج اللي هو فرحان بيها وموزع على الناس شنو يا انور؟ المسج بتقول انه طالبته بقت بروفيسور. يا سلام. هو هنا ما بقول انه انا شاطر، لكن از براود يا اخي انت زول قريته. انا لما انا هسه عندي طبعا واحد من طالبي بروفيسور في اسمه في الكويت كندي كمان كويس. انت بتحس بانه انت مش انك انت يو بيكم اولد بس وانك انت شاطر، ما فيها شطاره. شطاره شنو يعني انت اللي عملتها؟
ده بيخلي نظر رويل كوليدج ده اللي يتفاخر ويقول لك بعلام، ما عشان علام شنو يعني شطارته، لكن علام بيجا استاذ، بيجا سينيور ليكشر، بيجا بروفيسور، هم بيتبسطوا هناك. ما هي جامعه بتعمل شنو؟ بتخرج طلاب. يا اخي ضربت لي واحده والله، والقصه دي والله يا جماعه نذكرها للتاريخ، ضربت لي مره واحده ما بعرف، انا ذكرته مره في لايف، لكن والله خلونا نذكرها. انا حتى قلت ايام الثوره مولع نار، قلت له يا جماعه ما كل الحايم في السودان ده فاسد، اصله ما حتقول لي، قصدي انه السودان ده كان منتهي، ما منتهي. انا ضربت لي بيت والله هسه فتش الموبايل طلع لك اسمه، وبقت على اختي بقى قوي جدا بس ما يتابعني لسه. قلت لي يا اخي انا بفتش في التيش، قالت لي في لايف والله سبع شوي حطلع اسمها لانه تستاهل يقولوها في الملا ان شاء الله يقدر يسمع بها. البيت دي شغاله في مدينه افريقيا العالميه لسه ماسكه شريف اسمه نوم. تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا. البيت دي اللي قالت لي في لايف لما تفيني لحد ما وصلتني بماسنجر، قلت لي يا اخي انت عندك قروش من مدينه افريقيا دي؟ انا دار من اكاديميه السودان للعلوم، انا مسؤوله منها في مدينه افريقيا. نعم والله العظيم رسلت لها قلت لها يا اخي اضرب لي، ضربت لي البيت دي بس كده، اجيب لي موبايلي ده لان انا اشوف لك اسمها. المهم من البيت دي ها؟ غاده. اه يا هيثم، هيثم الكاشف كيفك؟ والله انا بخيل من نظري ده انتهى يا هيثم. لا لا بالمناسبه والله انا سعيد، انا جيت خاشي حسي لانه كنت هيثم الكاشف. يا سلام عليك والله، هذا انا هاشم بس هيثم لسه ما يجيبوه بس تشوف بعدين. دي غاده هاشم؟ هذا كدودو والله بقول لك دقيقه هسه بيجيب لي هنا يا ميرفق. انا حطلع لك اسمها والله تستاهل اسكرها في الاخبار. البنت قالت لي يا اخي انا عندها ريت انت عندك قروش عندك شيك انا داير اوصله لك. ايام لسه الثوره ما انتهت، ايام الضرب والموت داك حاصل لسه، يعني الواحد يقول للامانه لسه الحكومه الجديده هذا ما جات، لسه البشير ما اتنحى. ها ريحكم قبل البشير ما يتنحى او اتشال. قامت ضربت لي ولميت فيها بالواسطه، قلت لها بالراحه كده فهميني. البنت قالت لي يا اخي انت، انا قالت لي مسؤوله من سكرتيره لجنه الدكتوراه في اكاديميه السودان للعلوم اللي هو بنشرف على نحن بالتعاون مع مدينه افريقيا العالميه، مدينه افريقيا التكنولوجيه دي اهو. بعدين قالت لي انت اشرفت على طالبه بي اتش دي في النولج ايكونومي وخلصت وعندك شيك بتاعك كسوبرفايزر، اسمعوا الكلام ده كويس، والشيك بكم ما بتذكره؟ مليونين ولا 3 مليون ما بتذكر، مبلغ بسيط يعني. وقالت لي انا لحد انا المسؤول ادي الناس قروش والسوبرفايزر اللي بيدربوا لنا دي اللي بيشرفوا لنا دي، انت قدر ما سالت ما لقيت لك حاجه. في النهايه قالت لي ريحت للطالبه، والطالبه قالت لي يا اخي انه الزول ده ما في السودان، ده قاعد برا السودان. قالت لي بقيت افتش عنك لحد ما شفتك لميت فيك في لايف ولا وين، وهسه لميت فيك. قالت لي هسه انا داير ارسل لك القروش حقتك دي. يا زول ثاني قلت لها الطالبه دي منه؟ فعلا انا برا جيت السودان، وزمان طبعا النولج مانجمنت دي ما كان ناس كثيرين يعني متخصصين فيها، خاصه لو كنت في الامارات دي. لا قالت لي فعلا دكتوره، بس دكتوره هي. قالت لي يا اخي انا افتش فيك من زمان، وانا دار ليس سوبرفايزر، دار اعمل في النولج مانجمنت. قلت لها ما عندي اي مانع، لكن حتجي وين؟ قالت لي لا انا بعمل بحضر، دار احضر في السودان، احتمال كبير اكاديميه السودان، لان كان في اسمها اكاديميه السودان للعلوم، دار ليس سوبرفايزر وتشرف علي ولا انت وما انت. طبعا بكل اسف يا بروف يعني عرضا كده انه اكاديميه السودان للعلوم واقفه. يلا عين كلامي اللي قلته يا نور، انا مره قلت لهم اكاديميه السودان للعلوم والحته بتاعت الامن البر ديك الكليه اكاديميه الامن العليا، قلت لهم يا اخي ما تخلونا نجي نعملها فرع للمنظمه وتجي وانتم كلكم يا تدرسوا فيها، ما ممكن نستثمر فيها. ما ده بقوله ليك، ما الناس دي شغاله بس بغاده تلقى ضيف البيوت والشقق، يا لو بكره دي ما جاهزه ما ممكن نشغلها بالبره دي وتجيب قروش وتقري ناس، وما بنحتاج نرجع السودان، ممكن تمشي انت انور تقري اسبوع انا امشي. في ناس ممكن يكون انت ممكن تكون يا انور وضعك احسن من انا عايز ترجع، في ناس عندهم الرغبه يرجع السودان بس قاعدين ما معنى كده اللي دول علامه ظروف ما برجع. هذا المشكله ده كده بقول لك، السنه دي متجهه في عالم ثاني. الميم البيت دي كانت تسال الحلم دي، انا ما شفتها بي. انا شفتها والله شفتها بتذكرها. قامت قالت لي يا اخي انت اشرفت عليها وغيره وغيره. انا بدي انا قلت لها اوكي، وجابوا لي فورمات مليته، لكن طبعا ما جاء في بالي انه ذاته انا امشي اشيل لي قروش من زول في السودان اقريته نهائي، ما جاء في بالي، اتاري انه عندك مستحقات وغيره. هل بدي يا لنا جيب لي الموبايل والله لك بس بلقى اسمع مين برسل لكم يا ياسين. قلت لها يا اخي هسه انت ضارب لي في الظروف الصعبه دي عشان تديني 3 مليون انا قاعد في لندن؟ قالت لي هاي، قالت لي ده ما حقك يا بروفيسور. والله العظيم انا كده عرفت انه في خير، السودان ده فيه خير، ما تقول لي الفساد الكثير الظاهر ده. دي قاعده في زمن الانغاز وعندها علاقه طبعا هنا بكيزار والانغاز، ولا موظفه وسيمبولي بعد ما عرفت انه انا في لندن وما عندي شغله، وسالت الدكتوره اللي هسه حضرت دي اسمها سلمى الدكتوره هيلي في المركز القومي للمعلومات اصلا.
بتكون عارفه انه اللي اسمه علام ده اكيد ما ولا جايب خبر، ما كان ممكن تشيل 3 ولا 4 مليون الفارغه دي. قلت لها طيب انا اقول لك كلام، انا عندي 100 زول يجيك يشيل القروش دي، لكن اقدر اطلب منك طلب. قالت لي شنو؟ وعلاقتنا بقت قويه وعزمتني لعريسها وبتاع، لسه ما لقيتها والله العظيم. جيت السودان كان عريسها اول امبارح، والله قصص طويله يعني. شوف سبحان الله، ابن لك علاقه مع الناس. قلت لها يا اخي لازمك سؤال، انت بتقدري؟ قالت لي بس دايرك بس تكتب لي، تكتب توكيل لاي زول يشيل قروشك دي. قلت لها طيب انا داير اسالك سؤال، بتقدري انت انه انا اكتب لك توكيل انت تستلم القروش دي؟ قالت لي اي ممكن. قلت لها خلاص اكتب التوكيل او خلينا نعمل اي حاجه تستلمها. قالت لي لكن انت ما عندك زول قريبك، ما عندك اختك؟ قلت لها انا عندي اختي وعندي اهل مرتي وعندي 100 زول ممكن يجيك في المدينه دي ويشيل القروش دي، لكن انا القروش دي والله العظيم داير اشيلها اديك لها انت هديه. لا لا قلت لها انا داير اديك لها هديه، مش داير اشيل قروشي، اكتب انه انا استلمت القروش دي، انا داير اشيل القروش دي اديك لها انت دي هديه عشان بعدين تتذكري لو بعدين اهلك في البيت ولا اي زول سالك تقول لك الدول ده زول ده اداني هديه حبا بس في نزاهتي دي. فالسودان في ولاد نزيهين لابعد درجه. الكلام ده حصل في ايام قبل، في ايام الثوره قبل ان انا تحصل، وبس ما لقيتها. فالمهم انا عشان بس اجيب لك الكلام ده يا ياسين، الحاصل انه ليه السودانيين كده؟ في السودانيين الكويسين وفي الناس، لكن لانه ما في انستتيوشنز او ما في مؤسسيه تخلي الكويسين دي يقدروا يقدموا للسودان، دي المشكله. فبيجي الناس اللي بتشاكروا دي متفرغين، اصل انتوا قاعدين ساعتين وثلاثه من الصباح معاي وبيجهزوا لكم اسبوعين، عندكم غرض نبيل دارين تعملوا. في ناس تانيين بيكون عندهم غرض سياسي، مثلا كيف يستولوا على الوزاره الفلانيه، كيف يعملوا، كيف يدخلوا ياسين دي يشغلوا، ودي حقيقه يعني. ما تزولي دي الساعه يعني طبعا احنا المفروض يا جماعه نختم في ساعتين، نص فوتنا الساعتين، ففي 10 دقائق يا جماعه لو اي زول عنده مداخله من الناس اللي معانا في الزوم يرفع يده وحنديله الفرصه. طيب انا سريع جدا يا بروف، الكتاب ده طبعا الفه بروف علام، وكان هديه دانيلي وهديه ومن اجمل الهدايا اللي انا بفتخر بها. الكتاب ده يا جماعه عن نقل المعرفه، والحاجه الجميله فيه انه كتاب يعني مش ما زي الجورنال ارتكل ولا كده، يعني كتاب ممكن اي زول يستفيد منه يعني. تمام، فسريع كده يا بروف في دقيقه الكتاب ده يعني بتوصي به وفي شنو؟ والله الكتاب ده ياسين بعد ما مشينا الامارات اللي عمله معي طبعا محمد الحاج، محمد الحاج ده عنده برودكت اسمه كيوبريس، حاليا نمبر 1 في العالم، ناس مايكروسوفت قالوا كده، انا يعني ما بدي اخش الويب سايت شوفوه. كيوبريس ده محمد الحاج ده زول ما شاء الله ربنا، زول جينيوس وزول فيه خير وبركه، هو ذاته من السوداني طبعا. خايف اقول دنقلاوي الطريق جماعه اللي بيغادي يقول لي انتوا عاملين بتحزب لنا الليله بتاع، لكن المهم دول سوداني دنقلاوي ممكن ما اظن بيرتون، لكن سوداني اصلي بس هو بريتش. فلما مشينا الامارات وعملنا المشروع بتاع مشاركه اللي هو اسمه مشاركه اللي عملنا ده، انا كنت مدير المشروع من جانب الجفرمنت الحكومه، يعني انا جفرمنت امبلوي، يعني انا المسؤول من المشروع. محمد الحاج هو المسؤول من الكمبيوتر اركتكتشر بتاع السيستم مع الكونسلتنت اللي هو الشركه. انا زمان قدمت لها استشاره هنا، يعني اتلاقينا في نفس المشروع وانا بعرفه اساسا طبعا، وفي نفس الوقت لكن هو مع القطاع البنفس تبع البرايفت سيكتور وانا تبع الحكومه. فالكلام ده يتنفس، والزمن ده ما كان في مشروع في الامارات، هو اول مشروع يتعامل في الامارات. فلما رجعنا طبعا بعد ما رجعت للسعوديه هو واصل، ما هو شركته الخاصه هنا مع الناس زي اللي واصل مع ناس ايرنست ثانيه وبتاع. قلت له يا محمد يا اخي الكلام ده ما نكتبه، قام وقال لي هذول ليلة الا تخلي الاماراتيين الحكومه توافق. كتبنا الحكومه الاماراتيه قلنا ننشره لكم عشان يؤرخ لتجربتكم انتم، عشان تشوف يعني مشكله الجفرمنت بوليسي. مرات انت برضه الحكومه السودانيه ما بتلومها في اي حاجه، لانه عشان كده بقول لك الخبره مهمه. انا لما قلت الوزراء دي اللي تدربوا ما عشان علام بيعرف احسن منهم ولا غيره، لكن عشان انت يعني زي ما تقول شنو تعرف الدنيا دي هاوز بين جفر، ما في جامعات بتقري جفرنس يعني وبوليسي وغيره. فقام اخذنا زمن لحد بعد زمن طويل مدير اداره التدريب كان مشرف معانا مسكوا الانيشيتيف دي واصله بعدنا، اسمه من يا ربي المهير اسمه انه المهم. قلت له يا اخي، قال لي حمشي اكلم وكيل الوزاره. قلت له خلاص كلم، احنا عايزين نكتب تجربتكم دي علميا، ما تخافوا منها، وهي ما في حاجه سكيورتي. قام وافقوا، لما نوافقوا اخذوا الزمن قريب سنتين عشان يوافقوا انه نكتب عنهم. كان الفتره دي قمنا بينا ندخل، كتبنا الكتاب كله عن الفريم ويرك وتعملوا كيف، لكن لما جينا كتبناه راعينا فيه حاجتين.
وطبعا دي ناس كتيرين ما مصدقيننا، حتى لما نشرناها في ناس ما صدقوها. ما في زول كونسلتنت بيديك الرود ماب اي تو بي، ما في. انا ما قاعد مع الكونسلتنت دي لانه قروشه كلها من ده. حتى برتيزا كانت بتقول لي يا اخي تقدم الحياه دي كلها، ما ممكن زول يشيل اسلايد كون دي درس بها. قلت لها حصلت، انا جنبك كون دي يعني زول من السودان دي، معلش القصص السالبه لكن اقول والله مهمه. يتخيل زول من السودان، زول كبير ومعروف وماسك الماركتنج ده، والله العظيم يا جماعه جاني وضيفته في بيتي وقعد معي 1 ويك. انا كنت بس عندي طفله واحده، واحد دي في برايتون على البحر يعني قمه المدعه كويس، ما بعرفه رسلوا لي قال له داري افتح الماركتنج، وديته اوضه لاحظ ضيفته في بيتي، وفتحت له الباسورد بتاع الاول الريسورسز حقتي كاستاذ. طبعا كاستاذ اي كتاب بتقدر تنزله، كل الكتب في كوتلر ده من اي تو زد. الزول ده انا بالليل لاحظته، دي من قصص السيئه، معلش كان خلينا نكون واقعيين. انا لاحظت بالليل بعد ما نتونس ونتعشى ويقوم يقول لنا خلاص تصبحوا على خير ويخش اوضته، وانا ومرتي نمشي على اوضتنا معانا بالتمام. تخيل زول تبرز يا زول البيت، يتخيل الزول ده لاحظت له بيكون بيساهر في الكمبيوتر ده لحد قريب الساعه 4 صباحا 5 صباحا. اصله ما جا في بالي الزول ده بيعمل في شنو. والله العظيم يا جماعه بيصدق البني ادم ده نزل، ما خلى داونلود بتاع كتاب، نزل الكتب دي كامله حق الاستاذ بالباور بوينت بالتريننج مانيوالز، كتبنا كلها نزلت زي ما هي. والله العظيم يا جماعه. وكان في اثناء نقاشاتنا انه نمشي نعمل لنا معهد بتاع ماركتنج، ما انا زول انا تقريبا ما عارف، الله اعلم ما سمعت به زول غايته قبلي، لكن انا تهيألي اول شارتر ماركتر انا ده تهيألي كده ما عارف ما سمعت به زول انا. لكن لما بقيت شارتر ماركتر سنه 98 ولا 99 ما بتذكر، ما كان في سوداني غايته ما عارف، لكن انا شارتر ماركتر طبعا عملت الماركتنج الزماله دي مدري. نعم. فقام قلت له الماركتنج ده بدرسه لكل الفصول يعني، المهم ما قال لي اي حاجه ولبت. الزول ده عمل كميه بتاع الداونلود ده شدت ما كان يعني بجشح كده ما عادي، مع انه تتذكر انه علام اداك الباسورد. تخيل زول اداك فتح لك الثلاجه قال لك اتفضل، يعني ما بتحتاج تعمل كان تسال تقول له يا اخي الكميه دي بتعمل لك مش انا استاذ جامعه، لاحظ يعني استاذ الجامعه من انجلترا اي شيء بيمرق منه الا سمعته. وانت يا ده غش ولا حاجه انت خلاص ثاني انتهيت، لكن تعمل اي شيء لو الليل عملت سبعه زمته الا حاجه اخلاقيه. ودي دي واظه بيك ايشو نزل ما خلى كتاب بتاع ماركتنج غيره شاله. ويمكن قصه العلاقه بالكتاب ده شنو، قام مشى الزول ده ومشى وعمل له محد وبقى قوره كده في الماركتنج ده كويس يا جماعه. يا اخي الزول ده شال حياتي زي ما هي اصلا، يعني اذا جيتك عم تقول لي يا علامه ممكن زول غيرك يشيل حياتك دي يمشي يعمل بيع. السؤال ده انا سالته لاشهر كونسلتنت اشتغلت معه اللي هو هذا الزول ده، اشهر زول بتاع تيم مانجمنت اسمه جورج شانتونس. هذا الكتاب ده من اشهر الكتب في العالم عن الكي بيرفورمانس انديكيتور. اوكي ايوه هسه ده من الريكومندد تكست للسيما اللي هي تشارتد انستيتيوت اوف مانجمنت اكاونتنت. انا ذاتي ما عارف وذكر بكون في سوداني عارف، لكن ما حب ذاته يقول لي علام والله كتابك من هاي الريكومندد. انا ما كنت عارف، بالصدفه يوم شفته طالب كلمني ما عارف انه كتابي ده بقى من الريكومندد بوك لناس الزماله بتاعت الاكاونتنج، والله ما اكاونتنج هو عن التيم افكتفنس. هذا سالت السؤال اللي قالته مرتي لجورج ده يوم في ستاربكس، قلت لها جورج انت من التوب كونسلتنت. مرتي قالت كيت 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 احنا نمشي نقرب ندي الناس دي لما عملنا الكتاب ده، الكتاب ده فيه كل اي حاجه هذه لحد الا الطريقه كانت بدينك ليه هذا. بس انا ما عندي نسخه الوحيده اللي عندي كله اتباع. قال لي يا علام والله العظيم خلال سنه بجد بقول له بساله طوال يا ياسين. قال لي يا اخي يس السلايد دي بشيل الزور يمشي قربها تيم افكتفنس، وقال لي ممكن كمان هو يكون سمارت يشرحها كويس ويعيش ويعمل باد تريننج ويعيش كويس. لكن قال لي هي ويل نيفر بي جورج شانتونس والله العظيم. دي بقى انا قاوس على السعودي القصيم دي يا اخي انت طريقتك للشرح وغيره بديهم السلايد دي. والله يا انور السلايد اللي عندك في البرزنتيشن بتاع السستينبل يعلم الله هل بستعملها انا في مؤتمرات بدفع لي فيها قروش؟ ادتك لازم ما هي وقاعد عندك هسه مصور كتر خيرك والله يا بروف تقريبا 200 سلايد. فمن اللحظه دي انا عرفت انه يو دونت هاف. المهم لما جينا احمد الحاج كتبنا الكلام ده زي ما هو فراعينا فيه انه يكون افيلبل، يعني هسه الليله دي لو زول داري يعمل لك اي ام هذا كله هنا قاعد من اي تو زد. وعملنا في حاجه وصراحه دي ما احمد الحاج ايديا قال لنا ان احنا كمان نطور في الفريم ورك بحيث انه ما في زول ثاني يرجع لنا يقول لنا اعملوا لي.
يعني انت لو مشيت ده نحن اديناك 24 كومبوننت انت ممكن تزيد عليهم براك كيف تعملهم ما ترجع لنا. محمد الحاج اول حاجه حصلت لمحمد الحاج انه هي از ناو رانينج هيز اون كومباني الله يزيده من التوب في العالم. بس هو مطبق الانظمه في جنوب افريقيا وفي الفلبين والموديل اللي عمله لسب كيوبرس ده بيجا نمبر 1 الجولد بارتنر لمايكروسوفت. يعني وات ايفر ناس شاروا شغل محمد الحاج طبقوه وعملوا به هو الله غناه من اي ناحيه. هسه هو لو دخلت اكتب بي 3 ترانسفورم الجولد بارتنرز بتاع مايكروسوفت هسه بيجا مايكروسوفت جولد بارتنر عنده سوليوشن اسمه كيوبرس نمبر 1 مالتي فاسيتد مالتي شنو ما بعرف بتاع بروجكت مانجمنت. فربنا يعني بيعوض. انا الكتاب ده يا ياسين انه لو زول احنا قلنا قبل كده والله يا ياسين قلنا في التلفزيون مره قلنا نحن الاثنين متبرعين انا داير صدقه لامي الله يرحمه هو داير صدقه لابوه الله يرحمه الكتاب ده اي زول داير يطبقه ده ما عملناه في الامارات يا هدى سيد. نعم قلنا الكتاب ده جاهز ونحن حقنا الكونسلتنت حنديه مجاني اطبق بس اجيب كمبيوترات والانظمه وكده احنا ما بنقدر نجيب اي حاجه من جيبنا طبعا لكن الفكره والفريم ويرك والكلام ده وقلناها وما زلنا بنقولها والله لكن ما في زول ولا بالغلط يجيك يقول لك يا اخي كلامكم انا قلتوه ولا نجح في الامارات بتاعنا. انا متاكد انا متاكد انه يعني نحن الناس الديسيشن ميكر ديل يعني رمينا طوبتهم لكن نحن ما ننسى في الشباب اللي بيحضرونا في اللايف ديل يشيلوا الحاجات دي كلها يطبقوا بها ويبدا حياتهم. انا شايف هيثم رافع يده يتفضل يا هيثم. يديك العافية شكرا لكم كثيرا الله أنا سعيد جدا أني قدرت حصلت بروف علام يعني الزيادة في الزمن اللي جاء في صالحي شديد. أنا بس دار أرجع للبروف في الحتة الذكرة وسبحان الله دي الحتة اللي أنا جد داخل بيها لحتة إنه كيف الناس تركز في السلبريت بورز كبزنس. يعني أنا حسيت في النرويج الجوب تايتل بتاعي أكسبرت الأفريكا أنا بساعد الشركات الناشئة النرويجية إن هي تستكشف أسواق في القارة الأفريقية تحديداً فيما يدعم هدفتين مستدامة زي الكلين ووتر فور إكزامبل والإدوكيشن كده لكن بشنو من خلال شركات ناشئة. فسبحان الله أنا ما كنت قايل إنه بروف علام سبحان الله كل ما تفتش في حاجة فريدة تلقى بروف علام بطريقة أو أخرى عنده فيه شيء ولا مسار. فحسب اكتشفت إن المجلة دي هي لها دور كبير في إنه الحاجة دي تنتشر. فحسب المنظمات النرويجية بتقول يا أخي إنه ما بنساعد بقروش نحن بنساعد من خلال السوليوشن اللي بيجيبوه المهندسين بتاعيننا. فبجد حاجة جميلة لكن من المؤسف جدا يا بروف علام إنه مثلا في الخارطة بتاعت السبورتد والشركات الناشئة ولا كده ما السودان ما موجود في الخريطة حتى على مستوى المشاكل بتاعتهم. يعني مثلا إحنا لما نتكلم هم بيشوفوا الدول يعني لما نجيبوا خريطة أفريقيا السودان ما حتى المشاكل اللي هم محتاجين لها سوليوشن ما مظهرينها. يعني أنا بتكلم عن مشكلة سياسية والمشكلة بيروقراطية والمشكلة حتى المشاكل اللي هي بتواجه أي دولة بحكم إمكانياتها لأن هي من العالم الثالث. يعني مشكلة التعليم كيف إنه يخطوها أو يعرضوها إن هي مشكلة محتاجين حل لها مش حل بتاع يدفع لنا قروش لا حل بتاع إنه ساهموا معانا في إننا نطبق حاجات فريدة وحاجات جميلة من خلال شركاتكم الناشئة أو بالحاجة دي. فا إيه رأيك في الحتة دي بس يا بروف علام؟ يا 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 هيثم كلامك ده مهم وأنا قلت قبل كده كم مرة والله هيثم إنه الـ SMEs الصغار ديل والشركات الناشئة دي يعني عندك بتجيزو تريز دي أنا امتحنت دي أنا لما قال لك كم 90% من الناتج القومي بتاعه معتمد على SMEs تيزو تريز دي كلها شركات صغيرة كويس. لكن المشكلة وين انه الجوفرمنت حيثم مهما ليه لانه في النهاية من الاساس الماسك ديسيجن ده كلام ذكرون اساس والفو ربع الاغرارة ناية السودان مآلات كمبروسي ده الحكومة انت ده كلام مبارح. فالكلامك ده صح انجلترا والعالم ده حتى الخليج ده بيجي شغال بالاس ام ايز. قطر دي بيدعموا شباب ودعم ما عادي انا اتصلوا بي ناس كثيرين بيعملوا في اس ام ايز. تونس دي احنا والله طلعونا يومين في المؤتمر جابوا لنا الشباب دي عاملين مشاريع. ليه؟ لانه الاس ام ايز الصغيرة دي ممكن تتمول ببساطة
وانت كحكومه بتديها دعم. كيف يعني الدعم؟ ممكن تشوف لهم محل تخلي لهم يجي يشتغلوا فيه، تعفيهم من الضرائب، تقوم تجيب هيثم زول اكسبرت في الستارت ابس تدفع له، تقول له تعال دربهم تشتغل معاهم اقعد معاهم وهكذا. يعني مثلا الكهرباء بتديها لهم اديهم سعر خفضهم اديهم جرانت، ما هي دي القصه. لكن هو النجاح بتاع الدول كلها في الاس ام ايز. نعم. وعشان كده اللي بتشوف انت الدول الماشيه دي هسه بتتطفر، دي مثلا زي تونس والمغرب، الامارات دي ذاتها المواطنين الاماراتيين دي اكثر يا اخي، الامارات بيعمل البيزنس من بيته، ده كله حصل يتطور. السعوديه دي اتطورت بمناسبه في الاس ام ايز والانتربرينور شيب والحاجات دي. القصه دي مشكلتها الرئيسيه يا هيثم انها عايزه جفرمنت بوليسي. يعني انت هسه انت واسمه في كندا اسمه الخانجي، انا الخانجي ده بعرفه من زمان مع انور ده، وانتم من زمان بتكركوا بالكلام ده بدري اللي نغذي فيه قلبها كانت. طيب ليه الكلام ده ما لقى ريسبونس؟ لانه ما في زول، ما في قبر، انتم ما حتقدروا تغيروا شيء الا الجفرمنت بوليسي تتغير. انا كنت رايح اشوف لكم اوضه كبيره زي هسه اكاديميه السودان اللي قال انور مقفله دي، يتخيل نقوم نجي احنا ندفع من جيوبنا نستثمر فيها يا انور يا هيثم، وتصلح وتعمل لها جنريترات، ما انت عايز لك جنريترات وعايز لك انترنت ما تقطع، ودار تهيئ يقدروا يبدعوا فيها، ما حيقطع، وبعد ده تجيب لها ناس خبراء، ما في ذول بيعمل الكلام ده. لكن الغرب كله قاعد على الاس ام ايز يا هيثم، واسا من الاس ام ايز نجحت في افريقيا اللي بنتكلم عنها دي، وانا ممكن ذاته اربطك بيهم يا هيثم. نيجيريا نجحت اكثر حاجه، الشركات الناشئه دي نجحت في الفيلم ميكنج، في الافلام، في صناعه الافلام. وتقرير بتاع الافريكان ديفلوبمنت ريبورت السنه اللي فاتت قال انه نيجيريا دي بعام 2023 ولا 24 ما بتذكر، قال حيكون الجي دي بي بتاعها فيه 12% جايه من الفيلم ميكنج. ده بكون قاعد في البيت زيكو عادي، ده بنتج افلام يا هيثم. هسه نمبر 2، ناس كثيرين المعلومه دي ما عارفينها، حسب تقارير الامم المتحده نمبر 2 في انتاج الافلام الهند نيجيريا. هذه نيجيريا جنبنا دي. وصار لنا اصحابي كثيرين نيجيريين، الفيسبوك بتاع مليان بالكوميدي حقت النيجيريين. الكلام ده حقيقه، هذه نيجيريا دي يا هيثم. لكن طبعا الجفرمنت اتطورت القصه، بقى في انترتينمنت اندستري وغيره وغيره وغيره. وانت اصلا لو لاحظت في السودان ما ممكن تنجح. يعني انت لو خذ اديك مثال يا هيثم، هسه شوف على الجبل دي قال عندها فيديوهاتها بيحضرها بالملايين، مليون بلس. الشباب السوداني تخيل داير يعمل فيديوهات زي دي، انها تجيب مليون، تجيب نص مليون مش مليون. قبل ما انور قال لك عايزين نعمل مونيتايزيشن للافلام من العربي ما بتجيب. الافلام اللي بيحبوها السودانيين دي الشباب ممكن ينجحوا لو لقوا ناس عندهم وروم التكنيك والستارت اب ميثودولوجي والكلام ده. لكن بيجي بتكسروا وين يا، ما عندهم اي ستارت اب. قول عمو خالد ده 50 مليون 40 بتكمل بعد بكره. بيجي ما بيقدر تلقى يشحد الداتا دي، يشحد لانه الموبايل ما بيعمل دي كثير. شركات الاتصالات ما قاعد تراعي لهم. مثلا هنا قد تلقى في حاجات مثلا ممكن الشركات اساسا هي رخيصه، يعني مثلا البيت ده كله بيدور ب 50 جنيه اعلى انترنت في لندن في اليو كي كلها. 50 باوند 70 دولار ما تعمل. فدي دي دي الحاجات المهمه. فانا اتمنى والله يا هيثم اتمنى انه ما بعرف انا في الحكومه هو المزول منه من القصه دي، لكن اتمنى انه الناس اللي ربنا يهديهم في السودان وظيفه الحريه والتغيير الحكومه العسكريه وظيفه انه ينتبهوا للكلام ده، انه الستارت ابس دي ممكن تحل مشكله الشباب في السودان. انا اكثر شيء مزعلني والله يا هيثم في السودان ده، وشفت شهر واحد الفات انا قصة الشباب المقاومه قاعدين يحرشوا في المخابز عشان يحرشوا علينا دي، والله قلت لهم في الرياض جنب مخبز كده ما شغلتني يا اخي. ياخذ المفروض بعد الناس كفايه اللي عملوه وضحوا وماتوا، بعدهم المفروض يشوفوا قرايتهم تساعدهم بستارت اب تخليهم يشتغلوا، يحرشوا لك لحد الليل الثوره الشباب ذنبهم شنو؟ الشباب دي قاعدين يحرشوا في افران، انا لقيتهم بالليل الافران دي حراستها مسؤوليه الشرطه يا اخي. يعني نحن شبابنا دي المساكين حياتهم بتضيع، ليه مش يجيبوا في الانابيب الغاز؟ ما قاعد تشوفها في الفيسبوك ايام ازمه الغاز دي، شباب المقاومه يمشي عشان يساعدوا اهلهم في الحل يمشي يجيبوا الانابيب وينقلوها. يا اخي دي ما شغلتهم، شغلتهم تطورهم تعملهم، ما في شغل بالموضوع ده والله يا هيثم. فدي المشكله. لكن في اوروبا كلامك صح، وهسه في انجلترا هنا انا ممكن اربطك بزول برضه بدو في الستارت اب دي يا هيثم. انا ممكن ارسل لك الفيديو كان في المؤتمر يوم ذاك اللي هو مالك بدري دي اللي عملوا لهم دياسبورا فينشر ودارين يستثمروا في افريقيا برضه في الانرجي ومش عارف شنو. لكن والله يا هيثم انا في رايي انت تيك ات مور تو ذا نكست ستيب اسيومينج انه ما عندك فاندنج ولا قبول في السودان، وحاول تطورك افريكان انتيتي بتلقى لنا بالدوك يا هيثم. والله انا اتمنى ذلك. انا كلامك ده مهم، انا بالنسبه لي كان مهم جدا عشان اطلع منه نوت
عشان اعرف انا اشتغل من وين بدل انا اتشتت. يعني مثلا اشتغلنا مع قابلت بروف شريف كان ما شاء الله، لكن هو لسه ده بيحاول ياسس ل بيتفيق للتكنولوجيا، لكن لسه ما عارف يبداها كيف وبين يعبدها شنو. وقبل فتره كان قابلنا وكيل وزاره التجاره، صراحه هو زول ممتاز جاي من امريكا، فلكن هو لسه جديد. اتكلمت معاه في الحته دي بتاعت انه قلت له لما قادر انت تدعمه احنا دايرين برنامج، يعني اتليست برنامج برعايه الحكومه ان هي ترعى الشركات الاس ام ايز، بعد ذاك الفند بيجي. قلت له انتوا اي مشروع دايرينه الفند صعب يجيه، لكن ان الستارت اب لانه اوريدي في فند قاعد موزعيننا. قلت له احنا قبل فتره كان عندنا $1,000,000 للسودان، لكن كانوا مستفطين انه جهه حكوميه تكون دور في الموضوع ده، فما كان في. وحتى بجات الكورونا ما قدرنا نقابل زور، ما قدرنا نعمل حاجه، لكن بجد حكايه الحكومه يكون دور ده انا واجهتني عقبه. لو انت عايز تعمل يا لان انت زين اوف ذا دي، دي الحاجه اللي انا بقول للناس، يقول لك ما عملت ليه وما قلت له حمدوك وليه. كان احنا قاعدين شغالين في الكايف في الجامعه، ما شغال في الحكومه، بس انت ما شغال في الجفرمنت، انت ما المفروض زول يسالك ليه ما قصرتها. ما في ناس هناك انت مشغلهم وزر ومدر ووكلاء وغيره. انا بقول للناس لسه بعد التجارب البريره دي والله هيثم، لو انت طالما الحاجه دي ان يور بلاد وفعلا دار تعملها، يمكن لسه انا لو قلت لي يطور في البحث العلمي ده موضوع ضخم جدا، لكن الستارت اب دي اقل كوست. انت لو دار فعلا اخدها كباشون، يعني لسه مثلا لو اسيت بكره دي جيتني انت ولا اسمه في كندا، انا زول داي بليف فيه جدا وشاب ممتاز الخانجي اتلميته وعملت لكم ستارت اب، قلت له علام دارين نعمل انفستمنت، نحن نقوم نخش بشركه معاك ولا يزول ممكن نعرضها للناس دي. في ناس كتير عندهم قروش دارين تنفست. امشي السودان يا هيثم از بزنس بيرسون، انت هتخدم السودان وهتخدم الشباب، لكن تمشي انت ما داير من الحكومه ده ايش ده، لو قدرت تسمع نصيحتي امشي ستارت، لان انت على الاقل عندك الرغبه تو موف ويو كان موف، ما زي ناس علامه ما بيقدر يمشي يرحلوا. لو انت عندك لقيت 3-4 تجيب لك عديل ناس يخشوا معاك بيروس اموال، يتخيل ممكن تجمع لك هسه 200-300-400-500 والله نص مليون ما صعب يا هيثم، لو عرضتها للناس اللي برا الدياسبورا كانفستمنت. اصلا تجيب لهم شركه الحكومه، قول لهم انا هيثم دي خبراتي ودي الكريدشيال بتاعتي، وممكن تلقى تزكيه من ناس ما علامه الوحيد اللي بيعرفه، كثيرين بيعرفوه، يقبل بعدكم ترالي ناس يدفعوا لك كانفستر، قول لهم يا جماعه السهم ب $1,000 مثلا، انت ما داير لك اوكي ناس يقول والله يس هيثم ده از ريليبل من كل التكست بوكس. امشي عديل بكمباني يا هيثم، سجلها في اسمها شنو هي في النرويج، امشي السودان بكمباني معاك ناس خاتين قروشهم كسليبنج بارتنر، وامشي نفس يقوم بعد ده علام يدخل معاك باسهم وكمان يديك نو هاو. انت اقعد عديل امشي جيب احسن شركه سجلها في السودان، وامشي جيب لك جنريترات ووصل احسن برودبان وابدا انتج، جيب لك ستارت اب زي ما القروش ده في الوقت الحالي، لانه والله يا هيثم الكلام الاوت كراي بتاع انه ما بيسمعوا ده والله يا هيثم شفناه في 100 محل، وبعد ده ما في زول عنده طاقه غير يسكون يا هيثم. ما انت بالنهايه ما ممكن تكون انت وطني اكثر من الحاكمين في البلد دي. نعم والله يا هيثم. طيب يا جماعه احنا عشان لانه الوقت ماشي شديد، وبعد ذاك البروف ذاته عشان ما نخرب له خميسه. قبل الختام يا بروف، الصوره دي والله الصوره دي يا ياسين في ايست لندن، والشارع ده في اسمه كده اسمه الخيار على الخرطوم، وطبعا في ناس كثيرين انا قلت حق الدنقله دي بتعمل مشاكل. طبعا في شارع اسمه دنقله رود وفي الخرطوم رود، في مشاكل دي شوارع حقت البلد. الخرطوم عندها شارع هنا اسمه عديل خرطوم رود، والاي دي في ايست لندن اي 13، يعني ناس في لندن عارفينه. الصوره دي والله كان زمان جه والدنا ده النور عثمان احمد صالح، ودي والدتنا الله يرحمها ثريا حرك محمد، وجو والصوره دي قريبه اللي بيتنزار في ايست لندن. انا الصوره دي بقت متصله معي كثير لانه فيها امي وابوي، وخاصه انه فقدت والدتي طبعا اثرت علي تاثير شديد، لكن الصوره ذاتها سبحان الله مش وقفوا. انا ما حاضر ما صورتها انا والله، صورها يا نزار يا زول مع اهلي كان. الصوره دي يعني غريبه جدا توريك، شوف سبحان الله، يعني كونه انه في اليوكي في لندن في شارع باسم الخرطوم ده ما حاجه سهله، انا شايفه في رايي الشخصي. وبعدين يعني ده يوريك انه نحن زمان نحن لو كان سمعتنا زي ما كانت في الثلاثين سنة الفاضت دي يا ياسين، وفعلا الناس مكروهين وملعونين، ما أظن الحكومة الإنجليزية بتخلي شارع باسم بلد من بلدنا. فعني أوريك إنه فعلا أنا بقول للناس، يعني يمكن دي ممكن هذا كويس إنك تجيبتها في الآخر، يعني فعلا نحن كان عندنا سمعة والله يا ياسين، والله كان عندنا سمعة فعلا. الكلام اللي بنقوله وأنت بتقوله في ده كل يوم ده فعلا عندنا تاريخ وعندنا سمعة، يعني الناس بيحبوا يتشرفوا بينا. ما ده شارع نفسه منه خرطوم روت وفي دونجول روت، شوارع كثيرة دونجولا ده فيه،
بص قريب ده في شفنا في انا شفته في الفيسبوك، ما عارف شفته في الفيسبوك، بروفيسور ابو سين جايبينه في صورته في المول بتاع الويست ويست فيلد، كواحد من الايكونيك فيجر في اللغه وما عارف شنو كلام زي ده. فيعني الكلام ده حقيقي حصل، ونحن عندنا سمعتنا دي. يا ريت الناس لما نيجي ينظروا زي ما هسه قال هيثم وغيره، يا ريت الناس، ما هو طبعا احنا ما عندنا في يدنا شيء، معظم الشعب السوداني لسه مغلوب على امره، الناس اللي في يدهم الليله البوليسي ولا ممكن يعملوا حاجه، يا ريت يتذكروا انه نحن ناس عندنا ارث وعندنا يعني حضاره بيحترموها ارقى شعوب شعوب العالم. وده يقودني لحاجات كثيره يا ياسين، انه الليله المستشفيات، الجامعات، المحامين الشغالين في الهناي، السودانيين ديل يعني مشرفين، ما كلهم كعبين. وفي نفس الوقت يمكن طالما انت ختمت بيها ودخرنا ذاته، انا حقيقه داير اقول حاجه، ده رايي غير يمكن اكون مخطي، لكن تهيألي الدمار الحقيقي الحاصل في الاخلاق في السودان، وبقت الناس بتثق في بعض، وكلها شتايم ولساءات، بقت حايمه طالع نازل دي، وكل يوم نحن يا اخي جارينا بموضوع وما بعرف شنو، والكلام الفارغ اللي بيحصل ده، والله انا تهيألي ما سبب الرئيسي الحكومه السابقه وبس، لكن السبب الرئيسي هيالي الاسره الفاميلي دي اتدمرت. يعني لو اكبر دمار عمله النظام السابق انا تهيألي انه دمر الاسره. يعني نحن زمان يهو ربونا دي اللي هو دي امي ربتني الله يرحمها ووالدنا ده، يعني الناس دي لو، وما انا كل واحد شيء لو رجع بيلقى انه عنده ام وابو ربه، وكونه يخلوك تخلص الجامعه وهو الناس موظفين، امي دي كانت بتجهز حسابات وابوي كان في معمل اسمه معمل اللزوجه، يعني ابوي زول بتاع ميكانيكس والمكانات دي، وزول شاطر جدا فيها كان، فقادرين يربوا وربوا سته ما شاء الله. وانا متاكد اي اسره تمسكها بتلقى مربيين سته وسبعه وعشره، ودخلوهم الجامعه وكلوهم وكل زول ادوا مصاريفه. فانا تهيألي الدمار اللي حصل في السودان حقيقه هو دمار للاسره. ما استقصد انه الولد والبيت مشكلين والكلام ده، ما هو زمان ذاته هسه زي البيت القصه طالعه في الفيسبوك لا يومين وثلاثه يوم دي، قصة بيت مش اتعرست من غير اسمها، ما جديدة القصص دي، باي زوين زمان كان بتحصل لكن كانت غليلة جدا، يمكن زمان ما كان في فيسبوك الناس يتعرضوا ليهم. فأنا غايته ما عارف، يتهيأ لي لو في الناس الليلة اللي قاعدين في السودان وحريصين يرجعوا السودان ده يمشي لقدام، أنا في رأيي يرجعوا للأسرة الفاميلي، والفاميلي دي تهيأ لي فيها حياة كثيرة، فيها الأخلاق وفيها التربية، وفي انك تدي الناس طريقه يقدروا يشتروا الكهرباء، ياكلوا ويشربوا، اللبو ما يضطر يمشي يشحد ويقعد في الشارع. يعني زمان زماننا لما كنا نذكر اهلنا ديل، ما كان في زول في اعمار ناس اهلنا ديل بيضطر يمشي في اللودر داقه في السوق ولا يمشي يشحد في الشارع، يا حسن يجيبوا لك قصص راجل تلقاه كان موظف غيره. برضه ذكرني بحاجه ثانيه جدا، انه هسه ابوي ده في المعاش والناس اللي في اعماره ديل واعمار ام زملان امي دي الله يرحمها، الناس اللي اخذوا المعاشات ديل برضه انت ما تهملهم، الناس دي لسه مهملين اهمال ما عادي، لانهم الشغالين ما لاقين ظروف العيش. فيتهيالي الاسره دي هي الحل، ده غايته انا رايي. لانه كان الاسره بتربي، لانه التربيه بتحصل في البيت، قصاد انه يقول لك زول بتربى برا دي انا ما سمعت بيها، ما في زول بيربي الشارع. اللي بيربي الشارع ده يقول لك المدرسه تربيه والشارع، ده ما بيربي تربيه ثانيه. لكن اللي بيربي انه ما يسرق الاسره. نعم. اللي بيربي انه ما يغدر الاسره، اللي بتربي انه ما يزني الاسره حقيقه. وانا زمان قلت الكلام ده واقوله ثاني والله يا سيدي، ايام الثوره قلت لهم والله حق اي زول في الحله، ما انت ناس الامن كان بيدقوا في البنات وبيغتصبوا وبيضربوا ديل، منو ما في الاسره في الحله قاعدين معاك؟ اصل اقول ايه بتاع الامن ديل كانوا قاعدين في دنيا ثانيه وقاعدين معانا. قلت لهم يا ريت اي زول يمشي بتاع الامن ديل اللي بيدقوا وبيعملوا في الاشياء ما طبع البني ادم دي، يمشي الواحد يساله يقول له بتقدر انت تجيب قدام امك دي؟ زمان ما فيش بيتجرى قدام امه دي، امه دي يعني كان قالت لي اي شيء، قالت لك ما تطلع الباب بتطلع دي، تقول لي هسه زول يطلع من البيت ولا غيره. فانا في رايي انتوا ذاتكم والله كده فكروا في الموضوع ده، لان احنا كنا نفكر في سلطان النوري لكن ما عندنا الطاقه ليه والله يا ياسين، كده فكروا وانور فكروا في انه برضه تدعم الجانب ده والله. محمد شايفك رافع يدك قبل ما نختم، اتفضل محمد معانا في الزوم، محمد عيسى. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. يا بروفس معليش، بما انه دكتور ياسين قال نختم وكده، لكن بس حته الشباب وما ادراك ما الشباب، وانا واحد من الشباب ونفس الكلام اللي قلته، حاليا جاي من اسطوانات الغاز وكنا بنوزع فيها لحد الساعه 8 8 ونص، وبعد ذاك جيت عشان احصل السيشن بتاعك. فدار اسال بس انه حته القوانين بتاعت الحريات والمنظمات النسويه
والانفتاح اللي حصل حاليا في السودان، بل وخلانا نحن كشباب حاليا يعني بقت في مقاييس، انه بتلقى انه مثلا جارك او جارتك ديل في المنظمات وديل ماخذين حريتهم وكذا وكذا، حتى الكلام اللي بقى في الحي والعادات بتاعتنا تغيرت، تغيرت شديد. يعني زمان بتلقى انه في الشارع في كبير، في جد، في زول مسؤول في كذا، لكن حاليا لا، بقد ما كذا، بقد انه فلان بيمشي المنظمات، فلان هاي بتمشي مثلا الساحات بتاعت الاثني وغيرها، هسه حاليا مشهوره. فالحاجه دي اثرت شديد في الوسط بتاع الشباب السوداني حاليا، وخلتنا نحن نتجه اتجاه ثاني، يعني ما عندنا شغله بالمعرفه ولا بالتطوير بتاع المهارات وغيره، لكن عايزين نصل للشهره وباي طريقه، يعني ما ضروري تكون انه شهره يعني علميه ولا غيره، قد تكون من غير المغالاه اللي حسب اللي تحصل في الوسط السوداني. فانا ما عارف، لكن حل الانفتاح اللي حسي حاليا حاصل في السودان والمنظمات والحريات وغيرها، ونتج منها الحدث بتاع ولمس، يعني انه بدات موضوع الزواج والناس، يعني الافكار دي كانت زمان ما عندنا، لكن حسي حاليا كل الشباب بيقول لك كده، بيقول لك ده السنبك بطريقه عامه، يعني بدل ما تركب البحر وتمشي، شوف لك او شوف لك واحد واشردي معه واحده، وبعد ذاك في منظم او في سفاره من السفارات ممكن بعدين تقدم لك فيزا وتقدم لك إقامة وممكن تمشي البلد. والله يا حمد، موضوع الشباب ده موضوع مؤلم، مؤلم جد يعني، والله العظيم جد يعني. هذا قلت الجمله دي، انا قلت شفتها كان في الرياض والله، وقلتها مره، قلت يا اخي ليه يقعد يعني، انت اساسا دورك الشباب دي اول حاجه، انا مش انه المزاعيني انهم ما ادوا الفرصه في انه يحكموا السودان، وهم افيد مليون مره من اللي بيحكموا دي لسه، لكن خزلهم نهائي. هسه شنو اللي بتعمل في الحكومه الانتقاليه لخدمه الشباب؟ شنو يعني الشباب ديل المفروض تساعدهم في القرايه، جامعاتهم دي تصلح عليهم، الجامعات مويه ما فيها، ومش ده صوت لهم للتعليم العالي ولا للجامعات، يعني انت المفروض تركز، جامعات مويه ما فيها يا كهرباء ما فيها، هسه القرايه والله عندي انا سالت بنت اختي ذات بتقرا في كليه الطب، قالوا مش يقعدوا في غرفه مع بعض وشنو قاعدين يقروا بالموبايل، يعني فعملت الثوره ذات شنو للشباب ديل. الشباب دي المفروض يكون دورهم انتهى زمان، لانهم قدموا تضحيات، ماتوا في الشارع يعني، الماتوا دي ما في وي ذول عيوز كلهم شباب، اي ذول ماتوا ربنا نترحم عليهم وربنا يدخلهم الجنه ويعوض اهلهم خير في الدنيا دي، كلهم شباب، شباب صغار يعني. هسه يوم ذاك الولد جابه، والله انا قعدت له ولا لما عنده موعد نزل في الحلفايه ده، والله عنده صوره كده يوم ذاك يده الاصابعين اتقطعت قالوا في المظاهره الاخيره، ومبتسم كده والله العظيم، يعني تكره لانك ذاتك قاعد مرتاح من غير الناي. هسه اليوم داك ده في الوضع الضعيف ده ما متذكر اسمه، اصابعي اتقطعت مبتسم بعد ده يا اخي، ده ذاته من اصله ذاته ليصل المراحل دي يا اخي. فانا في رايي يا محمد، عشان اكون معاك براكتيكال ما اكون قلت لك كلام ساكت، انا في رايي انتوا كشباب حاولوا تجتمعوا از ماتش از بوسيبل مع بعض، مش عشان تحرسوا الافران من الرغيف ولا الغاز، حاولوا أزعوا نفسكم أنتوا كيف تصلوا لتحقيق مستقبلكم، لأنه علام والناس اللي قاعدين دي كلهم أنتوا الناس دي خدمتوا مستقبلهم. أصل الليلة بنتكلم بكل حرية ونجي السودان ده بسببكم أنتوا. نمرة واحد، لازم كل دول فيكم يشوف أنه كيف يقدر يواصل في تعليمه، عشان تضغطوا على الحكومة دي، أضغطوا عليها عديل. المرة جاتهم شنو، ما أقول لا دارين رغيف ولا دارين زيت، دايرين ده، تضغطوا عليهم عديل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الشغل، الكلام اللي بيقول فيه هيثم ده، انا قلت لك قدمت اقتراح يا محمد، بس ممكن اناقشه بعدين معاك يا هيثم اوف لاين لو داير. انا قلت اي واحد في السودان قول ستة يا محمد عندك، انا اخوك، قول انا علام ده اخوك وبرسل لكم في السودان وغيره، فقمت اقول لي يا علام يا اخي انا عندي مشروع، اوريك الفكره بتاعتنا، انه زي هيثم ديل بيعرف يعمل ستارت اب ومشاريع وكلام زي ده، نحن نجيب لهم القروش من وين؟ نجيب لهم من اهلكم انتوا يا محمد، يعني علام ده موجوع عليك واخوك وبرسل لك مصاريف، تقول لي علام انا عندي مشروع، المشروع ده قول بيكلف 10000 دولار يا محمد، تمام؟ يقوم ناس هيثم ديل ولا ناس عندهم فكره في اداره المشاريع يتبنوا المشروع ده ويساعدوك تنفذه بنجاح. اخوك ده قروشه ما راحت، يدفع القروش دي ويكون هو براس المال بتاع الزول الممول، وانت اخوه ده تكون براس المال بخبرتك وشغلك، يدوه 40% من الارباح وانت يدوك 40%، ويدوا الحكومه 20% اذا قدمت خدمات للمشروع بتاعك، بمعنى عفوك من الضرائب، ولسه مشروعك بيضطر يجيبوا لك كمبيوترات من ابو ظبي ولا دبي يحفوها من الضرائب، يدوك مثلا مكان تستفيد منه تعمله، ده اعتبر انهم ما عاملين اي خدمه. وعندنا جامعات دارنا نفكر نتواكب معاها، لكن راس المال يجي من الناس اللي بره دي، لكن ما يجي كمنحه، ما
نقول له والله يا علامة ادفع علينا يا اخي 1000 دولار نساعد بها الشباب في السودان، ما حيعملها، مش لانه هو ما وطني، لكن المنطق بيقول انه ما حدا يقدر تدرايف هيم. لكن لو قلت له خش بانفستمنت ونديك فرصه تختار واحد من اهلك بترسل لهم القروش نستثمر فيه ذاته، احتمال كبير يوافق. يعني مثلا بدل ما كل شهر ارسل لي قول 200 دولار مثلا، جدو قال لي ادفع 5000 دولار مشروع استثماري باسمك، وانت الربح عندك فيه 40%، انت قاعد نايم ما عندك شغله بيه، حيديروا ناس مؤهلين، وحيكون الزول المدير الستارت اب هناك زول قريبك ودعمك ودختك وايفيتس، ونمرة اثنين انت حتاخد 40%، قريبك ده حيساعدك انت ويخليك تدخل لك انكم والمشروع يتطور وتخش حتى السودان. الخلاصه انتوا لازم تقعدوا مع بعض يا محمد عيسى وتشوفوا مستقبلكم وين، انتوا عملتوا اللي عليكم وانتهيتوا، شغلتكم ما ارسل الترومبات ولا تجيبوا الغاز ولا شغلتكم تمشي تقعدوا في الافران تحرسوا الرغيف، دي شغلت الدوله وانا بعيده 100 مره قلتها، وزاره الداخليه والحكومه والتجاره دي شغلتهم، الافران دي تحرسها الشرطه يا اخي ما يحرسوا، انت تحرسها انت ليه يا محمد عيسى؟ انت تنوم غرير العين تنبسط تقوم بكره تقرا تيجي تحضر لايفات زي دي تحضرها لو قريبك ارسل لك تشوف لك ديتا، ما شغلتك تمشي الترومبات تقعد تحرسها للحكومه يا اخي وتحرس الطوابين ليه؟ انا قلتها زمان وفتشت الاقي مدى مدني عمده ولا عباس مدني ده ما قدرت الاقي الشباب المعامل يحرسوا المخابز ليه؟ شغلتكم شنو بالمخابز انتم؟ انتم ما قمتوا واتكتلتوا وجبتوا ديل مسكتون يجيبوا الشرطه تحرسها اي حله بالخرطوم اي في حي فيه قسم شرطه الحكومه تجيب قسم الشرطه ده يقعد يحرس المخابز دي ما تتسرق فيها الرغيف تقعدوا تحرسوا انتم المخابز وتحرسوا طرمبات البنزين يا اخي ما ممكن ودي ذاتها ما مهمتكم في الحياه انتم شباب مفروض تتلغوا العين تقعدوا تتونسوا وتعملوا برين ستورمينج هسه هذا زي الدوره العمليه يا ياسين دي ناس اخذوا بها بي ام بي دي شهاده كبيره جدا في بريطانيا هنا ده المفروض يتوفر لكم انتوا تقعدوا اقعدوا بس شوفوا لكم حته فيها جنريتر اقعدوا اقروا بس احضر المحاضرات دي ولا احضر الفيديوهات دي وانجحوا جيبوا لكم شهاده ناس هيثم ده هنا اتصلت معاه قول له اعمل لنا يا اخي دوره سوي لنا مثلا كيف نطور اي شيء يعني لو عندكم وقت ولا قروش تقضوا في ده لكن مش الدوله تيجي تخليكم تقعدوا تجاروا تجيبوا مالكم مال طرمبات المنزين الله يديك العافيه يا بروف قلبي من الحاصل ده يا ياسين ويا الله يديك العافيه يا بروف والله يعني كانت نحن كنا مخططين لها ساعتين بقت 3 ساعات والحديث مع البروف جميل ومفيد وممتع لكن يعني خلاص الوقت ما عندنا الا نسلم للوقت والحاجات دي يا جماعه نحن زي ما قلنا لكم من انشورها ونحطها في الـ في الـ في الـ في اليوتيوب وناس بروف علام ده عندهم يعني منصه ضخمه جدا ومنصه يعني هاي كواليتي يعني بيشتغلوا فيها ناس يعني قمه يعني برضه اسمها كلها حنعمل لكم الشير بتاع اسمها سودان نوليدج وكنا دايرين عندنا نازله كثيره للبروف لكن والله للاسف يعني الزمن يعني اخذنا وشاف في ناس يا بروف بيطالبوا انه قالوا نعمل لايف ثاني معك فنحن ثاني الا نرجع ثاني يعني نشوف البروف ده فاضي متين يعني اديكم العافيه والله يا جماعه بجد يعني والله يا ياسين بس بعد اذنك حاجه صغيره عليك الوصفه اللي اقولها معلش والله انا اسف جدا انا ذاتي والله مش الكلام ده بيدي مشكله لا نحن بس خايفين عليك انت ما لا 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 والله يا ياسين في حاجه انا سبحان الله اصبح حصل اللي جيت فرصه اقولها مع انه انا والله من الناس الفير سبورتيف للويمن امباورمنت والكلام ده وشايف اخواتنا وزميلاتنا واهلنا ده بيقولوا موضوع المرأة ده في حتة مهمة أنا شايفها بقت مهم جدا والله يا ريت وزارة الشؤون الاجتماعية وحمدوك والدنيا كلها تركز فيها يعني قايمين لنا بالمساواة والمرأة المرأة يا جماعة في مساواة ده حقيقة النسوان ما شاء الله ماخدين حقوق كثيرة جدا جدا ويش الدنيا كلها يا جماعة الموضوع ده انتهى يا أخي في العالم كله إنه المرأة دي بقت زيها وزي الراجل وأحسن منه دي ده كلام ده بقى يعني ما بذوق ذول يغيب عينه منه يعني انا موضوعين ما رغني موضوع الشباب وموضوع المراه ده موضوع المراه ده بس اختم بيها معلي عندي لك يا ياسين كلمتين اتفضل يا جماعه موضوع مساواه المراه بالرجل ده الدنيا دي كلها قملته ومشت فيه وهذا رأس الوزراء بيكون نسوان عادي مديره الاي ام اف كانت مرة الكلام ده مشى لكن الحاجه اللي انا شايفها بقت المراه ذاتها انظلمت فيها اكثر ما في نجاح بتاع راجل الليله كان جبت علام ولا جبت اي زول ما بينجح إلا بمرأة ما بينجح لأنه أنا بقول لكم هذا أنا الكلام ده سألت ناس كثيرين جدا 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 الصبورت اللي بتقدمه المرأة للرجل وطيفة يتسه بيعمل فيه طالما هي في الكومبونت اللي اسمها البيت دي يا جماعة مهما قعدت تتكلم عنه لا يقدر ومرة إمام الجامع في برايتون دي ذاتها ياسين
قال في كنزول والله في برايتون، ذكرت هسه يا ياسين ببرايتون بتاعت مدينتك دي. قال مره امام الجامع قال في كنزول سال منه يا محشر الرجال عديل كده، قال ديو من، قال ديد يو اسك يور سيلف هدومك دي لما تيجي خش البيت بترميها بتلف لها في سايكل بتيجي تلقاها في دولابك بطبقها؟ قال والله بذكر في برايتون الموضوع ده بناقشه للمسلمين. قال هدومك دي لما تيجي خش من البيت ترميها، قال بتمر بمراحل، في زول بيجي يفتشها ويلملمها ويشيلها ويمشي وداها الغساله، وبعد تطلع يمشي ياخذها في المحل التنشيف، وبعد ذاك اكويها ويطبيها يحطها لك في دولابك. قال انت سالت نفسك ساكت السايكل دي؟ في جماعة أنا داير أقوله يا ريت يا ريت والله يا ياسين، أنا مصير نعمل القصة دي قريب لكن ما فضيت لها إن شاء الله ربنا يدينا الطاقة. يا ريت والله الاحتفال بعيد المرأة اللي هو في شهر ثلاثة دائما من السدين السجارة واحد ما عندنا واحد. أنا مستعد يا أنور يا ياسين نبدأ في الحملة دي عادين نعملها مشروع نبدأ من الليلة، إنه العيد بتاع 2000 بتاع المرأة يوم المرأة العالمي شهر 8 في شهر 3 يعني احتفل كل سنة في الجامعة كده. فكروا في إنه الناس تحتفل به بإنه السوليوشن لتنمية في السودان ده هي المرأة، لكن المرأة هنا جنوين كيس، بمعنى هي دار تشتغل وهي دار تطلع مع صحباتها وهي دار تعيش حياتها زي ما الراجل ده بعيشها. ده ما حيتحقق لها إلا إذا الراجل أبريشيات إنه تدو سمسنك. يعني أنت الليلة لو دائرة فعلا أنا كلام ده بقوله، أنا ما معنى كده خلاص أنا ما بيرفيك مان، لا لا ما بقدر أكذب، لكن أنت لو دارت ساعدها إن أبوزها بكرة دي إنه أنت تكوي الهدوم دي أنت أمشي وكويهم، انت عشان تكوين حنضطر الساهر بالليل لتكسر رقبتك. في حاجه مهمه جدا يا جماعه، الرجال معاه بقى انت في الليل، انا كنت اتمنى يكون زون مخصص في المواضيع اللي هاي. المره ربنا ادى سترينكس اقوى من الراجل، الكلام ده ناس كتير ما فهموا. انا بتذكر امي الله يرحمها وبتذكر لسه هذه زوجتي بيجوا من الشارع داخلين، كان جات من الشغل ولا جات من مدرسه ولا شوبينج، طوال يخشوا المطبخ، الراجل ما بيعمل دي، ربنا قومه كده ما بيقدر يخش دار يرجع ده شاور عشان ينظف جسمه ويقول لك شنو هنا يقول ليش نوم يفرفش. المرأة السودانية ولا المرأة عموما يا جماعة بتخش المطبخ ده طوال، ربنا مديهم سترينكس بيتحملوا حتى الولادة دي، ما في راجل بيتحمل ذات الطريقة اللي بتلتبها المرأة دي مع عذاب. الحاجة الثانية بيتحملوا بكشف، يعني عندهم قوة التحمل الله داوم ليه، لكن نحن الرجال دي ما قاعدين ننتبه انه قوة التحمل الله داوم ليه الله خاصية دي، نحن ادانا بدل قوة تانية اللي هي قوة الجسدية، اللي هي القوة الجسدية دي نحن ممكن نعوض بها المرأة دي. يعني اللي عنده طريقة بقوة الجسدية دي اللي يمشي يكوي بس ده كثير. أنا والله أنا لا دي جمهور قاعد يكوي مرة ما بخجل من نفسي والله. في جماعة يا ريت الموضوع بتاع المرأة ده يسلط عليه الضوء في السودان بشدة، عشان إنه هي المرأة دي هي اللي بتربي وهي بتأكل. أسأل لو أي ذو سأل أولاد أولاده في ذلك بيقول لك أولادي لو طبخت لهم لحم الطير ده ما بحبوا إلا أكل أمهم. الله خلق فيها الحاجات دي هسه مهما أنت شاكلتهم ما بيرجعوا يتحضنوا فيه، مش يتحضنوا في يوم بعد. كل الحاجات دي الله اداها للمرأة دي، انت اللي اداك هي قاعد تعمله دي في حنان الله ادا لها ده قاعد تخدم به وعيالها بيسكتهم بالسترينكس وقوته دي بيهم تغسل بيها وتعمل بيها وتسوي. فانا داير الناس ينقشوا الموضوع ده، لكن ما بقصد انه المرأة ومكان المطبخ، لا 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 لا، هي ما مكان المطبخ ولا مكان البيت ولا غيره، لكن ربنا ادا سترينكس انت ما عندك. وسع ده بالدليل لما تمشي تسافر وانت قاعد براك بتشوف انك انت مرتك بتعمل الحاجه زي بتخش المطبخ ده بيكون زهقان ذاتك، الاولاد ديل ما بيسمعوا لك. فانا اتمنى والله انه يعني يكون في تركيز على يعني الخويات ماسكيننا في الامباورمنت تمكين المراه. انا دار نطلق حمله يا ياسين ويا انور من المنصه دي نسميها مش تمكين المراه، نسميها تخدير المراه. والله خلونا نغير الدكشين اللي ده، يعني وومن امباورمنت ده هن يلقوا شغلهم ويتساووا مع الرجال، ده كلام حاي ما احنا شغالين فيه، لكن انا في رايي في حاجه ميسنج في السلوغان ده، خلونا نسميها تخدير المراه، تخدير يغدروها فعلا في المجتمع، وخاصه يعني القاعده في البيت دي ما تحس. والله يا برو يلا يا جماعه نحن سدارين كل الشابات والشباب اللي بيسمعونا في الفيسبوك دايرين نحن نعمل مبادره اسمها تخدير المراه السودانيه، تمام؟ فأي زول يعني حاب إنه يخش في المبادرة دي ويخش يتراسل معانا في الخاص في العام مرحبا بيه. يعني يديك العافية يا بروف، ويعني شكرا لكم يا ياسين يا أخو، والله أنا آسف جدا أخذت وقتكم، لكن والله شكرا لكم. لا بالعكس والله، نحن بالعكس نحن مستمتعين. أنا شايل همك أنت لأنك عندك حبوب وعندك يعني وجاي ومبارح من المؤتمر وبعد شوية يعني حيدوروا فيك ناس أمريكا وكندا، يعني ربنا يديك الصحة والعافية يعني.
كتر خيركم يا جماعة كثير والله، يعني أمسية يعني من أمسيات العمر، ويعني استمتعنا طبعا. أنا البروف ده مستمتع معه طوال، يعني معه بالتلفون ومعه كان جاري وكده يعني، لكن يعني إشراقات جميلة. ونحن دايرين يا جماعة دائما الناس تنظر للجانب المشرق من الحياة. يعني صح الناس في السودان عندنا مشاكل وعندنا يعني هموم، يعني مشاكل يعني حتى الواحد يقول لك والله السنبك، أكثر كلمة أنا والله بتأرغ منامي الكلمة بتاعت السنبك يعني. يعني الناس تنظر للجانب المشرق، والحياة في النهاية الحاجات دي كلها بيد رب العالمين. يعني احنا شوفنا نفسي على القصة بتاعت بروف علام دي كلها، يعني انه هو بيزعم هو بيعمل العالي، ولكن التوفيق في النهاية من رب العالمين. انا ما حخلي البروف بعدين يتكلم لانه دي 3 ساعات وكثيرة، فلكن ممكن يعني ناخذ منه وعد نستضيفه مرة ثانية. ويديكم العافية وشكرا جزيلا وتصبح على خير. شكرا لكم ياسين يا اخ، في رعاية الله يا اخ. يلا السلام عليكم كلكم يا اخي.